أنا بهزر يا حبيبتي والله. ما أدري إيش نقول ما فيش شيء غلط. مساء الخير جميعا. مساء النور يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازيك يا يوسف، عامل ايه يا حبيبي؟ ازيكم كلكم؟ الحمد لله. النهارده ان شاء الله احنا عندنا ايفنت بقى من نوع جديد خالص، والحقيقه مبتكر يعني. معانا النهارده ان شاء الله، وبالترتيب اللي هشوفه قدامي من الترتيب ملوش اي علاقه باللي انا هقوله خالص يعني، معانا باشمهندس يزن محادين من الاردن. باشمهندس يزن خريج جامعه القاهره، ومن الناس العزاز قوي على قلبنا الحقيقه، ودايما بيجوين معانا، ومصري اكتر من المصريين الحقيقه، زي ما هو اردني اكتر من الاردنيين هو مصري اكتر من المصريين. معانا باشمهندس احمد شريف سلامه، خريج AET هندسه القاهره. معانا باشمهندس ابراهيم حديدي، خريج هندسه القاهره. معانا باشمهندس ابراهيم النجار، خريج هندسه القاهره. معانا الباشمهندس عمرو عوف، خريج هندسه القاهره. ومعانا انا هبقى معاكم طبعا بحته قليله يعني، الحقيقه هم الموجودين الاساسيين وانا موجود. ومنرحب بقى الحقيقه بضيف عزيز علينا جدا، دكتور كامل محادين بقى من الاردن. دكتور كامل، اهلا وسهلا بحضرتك، ومشرفنا جدا ان حضرتك موجود معانا الحقيقه. مش عارف اقول لحضرتك ايه على تشريفك لينا، وبنشكرك ان حضرتك معانا يعني، بس كفايه تواجد حضرتك معانا ونشوفك معانا كده. اهلا بحضرتك. اشكرك، الله يوفقكم. تحيه لك، تحيه لمصر. اهلا يا دكتور، اهلا بيكم. مصر بتحب حضرتك والله جدا جدا، وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان صوره حضرتك في البرزنتيشن بتاعتي في الجامعه من 15 سنه، بحط للطلبه صوره حضرتك مع مصر ام مصر ام الدنيا. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور، يخلي حضرتك. ام الدنيا يا ابويا دكتور حبيبي، ربنا نحن بما لديكم، الله يحماك حبيبي. اهلا بيك يا يخليك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بحضرتك. احنا النهارده عشان تبقوا عارفين برضو احنا هنتكلم في ايه، احنا مينلي موضوعنا النهارده زي ما انتم شفتوه كده، احنا عايزين نتعلم مع بعض بصوره او باخرى ازاي نقدر نبريزنت، وازاي نقدر تو ديفند، وازاي نقدر نسل اور بروجكت. انا هقول لكم وجهه نظر شخصيه بحته، ممكن تكون فيها خلاف او اتفاق، معرفش الحقيقه الباشمهندسين هيتفقوا معايا ولا لا. جزء كبير من المعماريين وشاطرين جدا جدا ساعات، وللاسف الشطاره دي بتروح خالص مع سوء البرزنتيشن او عدم القدره على بيع المشاريع. يعني عندنا في المقابل مهندسين كتير ممكن ما تكونش اشطر، يعني مش اشطر، يعني مش اشطر ناس، لكن بيعرفوا يبيعوا افكارهم ازاي، بيعرفوا يتكلموا ازاي، بيعرفوا يعملوا برزنتيشن ازاي. تلاقي ان الشخص اللي بيعرف يعمل كده دايما متميز اكتر بكتير الحقيقه من انك تبقى عارف بس مش عارف تو بريزنت. فالحقيقه احنا الفكره جت ازاي؟ الفكره جت ان حضراتكم يمكن الطلبه اللي معانا قريب قوي عندكم مشروع الجراديويشن بروجكت بتاع حضراتكم، وعندكم كمان الحته برضو الحقيقه المهمه قوي ان كمان عندكم مشاريع بتقدموها طول الوقت، والبرزنتيشنز بقت بطرق مختلفه كتير. فمعانا النهارده الحقيقه خمسه من المهندسين العظماء من وجهه نظري في البرزنتيشنز، اللي دايما كانوا بيعرفوا يعملوا برزنتيشن كويس، بيقفوا يعرفوا يقولوا كلامهم كويس. فالحقيقه عايزين نستفيد بقى على قد ما نقدر باننا نسمع ازاي تقدر تبرزنت مشروعك، وازاي تو ديفند يور بروجكت بصوره محترمه. انا بقول وهفضل اقول طول الوقت، ومش عارف حضراتكم هتتفقوا معايا ولا لا، المهندس المعماري في حته كبيره قوي برزنتيشن، يعني مهما ان كان شاطر من غير برزنتيشن ديفينتلي هو مش هيبقى ابدا، مش هيعرف يبيع شغله، ومش هيبقى ابدا الشخصيه اللي احنا بنتوقعها. فارجو من حضراتكم تسمعوا ونستفيد ان شاء الله. هنحاول نتكلم وقت في حدود الساعه، وبعد كده كالعاده في ساعه بقى ان شاء الله تقدروا تسالوا فيها وتكتبوا في الشات، وطبعا ان شاء الله تقدروا باذن الله نقدر نرد على معظم الاسئله. يعني كعادتنا ان شاء الله باذن الله هنسجل البرزنتيشن دي،
وان شاء الله باذن الله هتتحط على الفيسبوك وعلى كل السايتس اللي نقدر عليها في اقرب فرصه ممكنه. هيبدا معانا ان شاء الله باذن الله اول حد هيبدا معانا باشمهندس ابراهيم الحديدي. اتفضل حضرتك وبعدين انت بقى تبتدي تنقلنا بقى يعني هيجي بعد ما تخلص تقول لنا يتكلم وهكذا. اتفضل يا فندم. شكرا جزيلا. ما اعرفش الصوت كويس كله تمام؟ اه تمام كده قوي. اوكي انا هشير السكرين. If this is fine هنبدا على طول. اوكي اولا مساء الخير وعايز طبعا دكتور محمد محمود على اتاحه الفرصه ان احنا كلنا نتواصل مع بعض وسواء مع زمايلي او زمايلي المستقبليين ان شاء الله. وزي العنوان بتاع المحاضره من دكتور محمد محمود بيقول او التوك يعني اللي هي how to prepare او how to defend وطبعا فيها plan defend sell your project. ف النهارده انا هتكلم في الجزء الاولاني بس حدي انترودكشن سريع عن الموضوع ايه اللي بيبقى متوقع يبقى موجود في اي مشروع وان جنرال اي مشروع ديزاين يعني. وبعدين كل حد من زمايلي يعني هيتكلم سواء يزن او دكتور محمد محمود او احمد شريف او ابراهيم او عمرو كل حد فيهم هيتكلم يعني بالتفصيل شويه في محور من المحاور المختلفه. أقول إنه أي زي أي مشروع ديزاين الواحد بيحط وقت كتير جدا throughout the process اللي هي المبدئية سواء ال concept development, the studies, the analysis, بعدين ال design development إنه زي concept ده بيcrystallize في مجموعة رسومات اللي هي اللغة اللي بيتكلم بيها المعماري أو بيخاطب بيها أفكاره architectural plans, sections, elevations, layouts and so on. طبعا forms و 3Ds. و حاجة احنا عادة بنغفلها ودي اللي هيتكلم فيها شوية يزن اكتر يدينا لانه ده تخصصه اكتر اللي هو ازاي تكونتكستشواليز البروجكت. وحقيقة دي اللي هو مرتبطة باللاندسكيب اركتكتشر ومفروض بتبقى جزء اساسي فاندمنتال من الديزاين في الاول. وجزء تاني برضو الواحد بيدور عليه عادة في مشروع التخرج او بيبقى كرايتيريا مهمة جدا هو ان المشروع ده يعني الديزاين بتاعي يشتغل يعني مش بس on an architectural basis بس in terms of structure. فدي الجزء اللي هيتكلم فيها اكتر دكتور محمد محمود اللي هو structural integrity. والجزء اللي هو اللي ما بعد بقى كل ده احنا حطينا وقت كتير في بالذات في مشروع التخرج في التفكير وفي التصميم وفي تطوير التصميم لكن بنيجي في الاخر وبنضطر ان احنا نعرض كل شغلنا وكل مجهودنا والوقت ده نكثفه في مجموعه من البورد وننقي مجموعه من الرسومات ونعرضها بطريقه معينه appropriate ويبقى فيها sequence وفيها flow. فدي اللي هيتكلم فيها اكتر باشمهندس احمد شريف وباشمهندس عمرو عوف وابراهيم اسماعيل. انا حدي بريف سريع كده عن الموضوع من وجهه نظري انا من تجربتي يعني السريعه من خلال حاجتين. ايه الاخطاء اللي عاده بنقع فيها وبنتعلمها يعني throughout ال experience بتاعتنا لانه احنا زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها او انا لسه قايلها اللي هي سواء الكونسبت او الاركتكتشرال دروينجز او الجزء اللي له علاقه بالurban scale اللي هو الكونتكست اللاندسكيب سواء soft او hardscape وحتى الستراكشر دي حاجه انت بتدرسها على مدار الاربع سنين او الخمس سنين في العماره وكل الشغل ده بيبقى الكالمينيشن بتاعه او التجميع بتاعه هو مشروع التخرج. لكن حاجه ما بنتعلمهاش قوي الا احنا بقى بنفسنا through trial and error هو الجزء بتاع البرزنتيشن. فعشان كده مهم قوي ان احنا نشوف الاكسبيرينس بقى بتاعه الباشمهندسين في طرح الموضوع ده ازاي اللي هي الخلاصه بتاعه الموضوع. انا هتكلم زي ما قلت على الكومن ميستيكس سريعا اللي احنا عاده بنقع فيها. زي ما قلت احنا بنحط وقت كتير جدا في الشغل علشان نطلع في الاخر مجموعه من البلانز السكشنز الاليفيشنز وال3 ديز وبيبقى عندنا دايما احساس ان انا عايز اقول او عايز اوري او من خلال تجربتي انا بيبقى عايز اوري ان انا اشتغلت جامد
اوكي بس الحقيقه اللي مستني او اللي الاودينس بتاعي سواء محكم او سواء كلاينت بعد كده في الشغل هو عايز يفهم الفكره بتاعه المشروع. فانت محتاج تنقي ازاي او تتعلم ازاي او احنا محتاجين نتعلم ازاي ان احنا ننقي صح او نختار صح الحاجات. طبعا في ريكويرمنتس اساسيه بتبقى في اي مشروع لكن في برضو الوسيله او الاسلوب اللي احنا بنختار بيه طريقه عرض الحاجات دي والسيكونس بتاعتها وايه اللي نحطه وايه اللي ممكن نستغنى عنه. فواحده من الاخطاء المهمه جدا هي ان احنا بنحط احيانا او انا كنت بحط احيانا ماتيريال كتير جدا علشان اقول ان انا عملت الشغل اهو يعني بثبت وبوري. وخطا تاني ان هو بتبقى عندك احساس انه لو انا مش موجود اشرح المشروع فانا عايز يبقى في تاكس يباك اب اللي انا بقوله ده او يشرح الكلام بالنسبه لي. واللي بننساه انه الناس ما عندهاش خلق قوي انها تقرا كتير وفي نفس الوقت الصوره زي ما احنا بيكتشر سايز 1000 ووردز فيبقى مهم جدا ان احنا نخلق البالانس ما بين الاثنين. وكنت اتكلمت سريعا قبل كده في اللي هي المحاضره اللي فاتت اللي عملتها انا وبشوانس يزن برضو مع دكتور محمد محمود على الاكسبيرينس بتاعتي انا وبشوانس ابراهيم اسماعيل او ابراهيم نجار وجويس ابو موسى لما كنا في الاربن ديزاين ستوديو في المانيا وازاي ان الاكسبيرينس او اول اكسبيرينس بتاعتنا احنا بنحط الشغل بتاعنا واضح في السلايد قدامنا فيها تكست كتير وفيها رسومات كتير وفيها ليبلز وفيها سكتشز وفيها يعني ايه كل حاجه ممكن تتقال. وكان الفيدباك شكله عامل ازاي انه اللي قدام الناس اللي قدامنا تاهوا من كتر الحاجات اللي معموله وكان الفيدباك قاسي شويه. نفس المشروع ده اللي بعد كده قررنا ان احنا ازاي نغير او نطور على السكيلز بتاعتنا في البرزنتيشن. طبعا نتفق او نختلف الفاينل بروجكت عجبنا او مش عجبنا بس ازاي ان هو نفس المشروع ده اتعرض بطريقه ثانيه ونال اعجاب الناس اللي هي كانت ممكن تبقى في الاول شايفه انه مش فاهمه. الحقيقه ده بيودينا لنقطه ثانيه مهمه جدا وهي using jargons. انه احيانا احنا بنحاول كمان في كلامنا واحنا بنشرح او احنا بنوسط شغلنا احنا نستعمل الفاظ كبيره وعشان نبين ان احنا فاهمين. وكمان كان بيتقال لنا احيانا في الجامعه انه كل ما تبقى معاك مصطلحات كده جديده وغريبه كل ما انت كده فاهم اكتر وتاكل اللي قدامك. لكن في الحقيقه اللي قدامك لو ما فهمش انت بتقول له ايه يبقى انت ما وصلتش الفكره. اخر غلطتين سريعا برضو هحاول برضو سريعا عشان ما اقعش انا فيها اللي هي running over time. وهو انه انت معاك وقت محدود لو انت هتبقى بتعرض مشروعك ده واقف بتتكلم على مشروعك فانت معاك وقت محدود جدا تطرح فيه او تشرح فيه الفكره ومعاك عدد ثواني قليله في الاول انك تلفت انتباه الشخص اللي قدامك وتبيع له الفكره او تجت them excited. فمهم جدا ان انت تبقى فاهم او prepared وعملت rehearsals كتير جدا بالوقت اللي انت هيبقى متاح ليك وتبقى مقسم الوقت ده بطريقه مناسبه وجربت قبل كده بحيث ان انت you do not go over the allocated slot بتاعتك لانه ده بيرفلكت عليك انت بعد كده حتى في الدرجات لو فيها درجات. اخر حاجه هي المشاكل اللي عاده بتحصل وسواء احنا كنا بنطبع كلنا مرينا بالتجارب دي سواء بتروح تطبع في الزحمه لو انت سبتها لاخر وقت سواء الفلاشيه ضاعت الباوربوينت مش عارف ماله البروجيكتور مش شغال النوتس نسيتها في البيت حاجه دايما something usually goes wrong. فالنقطه المهمه هي ان انت لازم تبقى عارف من بتاعتك وبتاعت زمايلك انك ايه المشاكل اللي عاده بنقع فيها قبل كده او وقعنا فيها قبل كده وازاي نتفاداها. وده بيحتاج انك تسيب وقت كافي قبل التسليم النهائي لان انت تكون رجعت خلصت جربت طباعه نقيت المكان اللي انت هتطبع فيه وعارف بالظبط ايه الكواليتي اللي هتطلع معاك ويمكن تكون كمان طابع من قبليها بوقت. فكل دي حاجات مهمه جدا علشان خاطر نتفادى المشكلات. ومع كده ممكن تحصل برضو شويه ديستراكشنز بس ذس از اوكي والاودينس بتاعك سواء كان الجوري وعاده الجوري لانه بعد كده لو انت يعني في الشغل او في المسابقات وكده انت يو نيد تو سبميت اون تايم لكن بالذات مشروع التخرج يعني بيبقى في مساحه من السماح لو انت عامل اللي عليك.
السلايد دي اللي هي التانية، مع ان انا عكس بالظبط اللي انا كنت بقوله انه فيها تكست كتير والناس ما بتقراش قوي، فعشان كده عملت يعني دي بس for your own reference للي عايز يرجع لها بعد كده ويقرا باستفاضة. بس سريعا كده الحاجات اللي هي بالبولد دي هي الكي بوينتس في وجهة نظري انه ازاي to pull off a successful presentation. اول حاجة مطلوب تعملها زي ما قلت انك تبقى فاهم قبل كده ان انت في audience، يعني في ناس قاعدين بيسمعوا المشروع بتاعك، وانت زي ما دكتور محمد محمود قال ان المعماري at some point بيبقى بتاع sales، يعني لازم يقف ويبيع المشروع بتاعه. فانت مهم تبقى متخيل او عارف in advance مين الاودينس بتاعك، مين اللي بيستقبل المشروع ده، وتحاول تفهم ايه المداخل بتاعت كل شخص المهمة، وتخاطب الشخص ده من خلال الحاجات اللي هو ممكن يبقى interested فيها. الجزء الثاني برضو مرتبط بالحاجة اللي قلتها في الأول بتاعت نحن بيعملين شغل كتير أحياناً وعايزين نحط كل الشغل، هو ان انت you don't need every detail. لازم نبقى متخيلين أو فاهمين انه في الآخر انا بحاول أوصل an overall concept، فكرة، والفكرة دي تبقى واضحة في الرسومات بتاعتي زي ما قلت اللي هي الطريقة اللي بنكوميونيكيت بيها، وفي نفس الوقت ان انا عايز اعمل a wow effect اللي هو ألفت نظر اللي قدامي. ده الحاجة اللي انت لازم تفوكس عليها as opposed to ان انت تحط كل الديتيلز، يعني بومبارد دم او تفجرهم بمعلومات كتير جدا زي ما وريت في example سريع قبل كده، يخليه في الاخر هو مش فاهم قوي ايه الفكرة بتاعه. النقطة اللي بعد كده اللي انا سميتها هنا fiction addiction، وهي معتمدة على فكرة انه الانسان في الاخر بيحب القصص وبيحب يسمع القصص، ده الهيومن بينجز ان جنرال. وانت بتشرح مشروعك انت في الاخر بتقول قصه، فمهم ان انت يبقى في ستوري لاين مفكر فيها، وده هيتكلم فيه شويه احمد شريف قدام بعد كده على فكره السيكونس والفلو، ان ازاي انت بتفكر بسيكونس، والجزء الفيجوال والفيربال يعني كلامك والجزء الفيجوال لازم يبقى فيه ترابط ما بينه، وده طبعا هياثر على ايه اللي تحطه وتحطه فين و how do you cluster things together وكده. اخر نقطتين سريعا، ودي انا بشوفها كمان عندنا احنا بالذات في الجامعات بتاعتنا احنا، هي ان احنا احيانا بنلجأ ان احنا نخطف عين اللي قدامنا بطريقة يا اما cheap او flashy، يعني ان انت ايه بتاع بروبرق وبيلمع والالوان كتير والمش ما بيشتغلش عادة، لانه في الاخر الاركيتكت وظيفتك انت كاركتكت مستقبلي بعد كده ان شاء الله، يعني هو ان انت ترتقي بذوق الشخص اللي قدامك كمان. وفي نفس الوقت غلطة تانية احنا كنا بنعملها كتير، هو ان انت ترجع تبص على المشاريع بتاعت السنين اللي فاتت وتحاول تشوف ايه مين يعني اللي كان احلى مشروع وحعمل زيه. انت في الحقيقة مش عايز تعمل كده، انت you want to outdo اللي تعمل قبل كده، وده بيتطلب منك انك تبقى very exposed وشفت approaches مختلفة كتير ونقيت الثيمز والابروتش اللي هينفع مع الكونسبت بتاعك، وده برضو هيتكلم فيه البشمهندسين عمرو وابراهيم واحمد شريف. اخر حاجه هي practice makes perfect، برضو لازم تدي نفسك وقت كفايه to rehearse وت time الريهرسز بتاعتك، يعني time is a very important factor، انت تاني معاك وقت محدد، ولو مطلوب يعني لو احتجت انك هتكتب نوتس مش هتقرا منها طبعا وقت البرزنتيشن، بس بتساعدك في structuring للافكار بتاعتك اللي انت هتقولها بعد كده. انا very quickly حدي example سريعه جدا من خلال برضو الاكسبيرينس بتاعتي في مشروع التخرج مثلا. انا هنا عايز اقول ايه، ده كان مشروع التخرج واحنا متعودين دايما ان احنا ايه نرص الستاديز في ناحيه ونحط الـ يعني في ترتيبه كده كنا بنبقى متعودين عليها، لكن كان دكتور علي غبر دايما لانه احنا كنا مع او انا كنت معاه في المشروع كان دايما بيانفسايز حته السيكونس والفلو، وده انعكس على الطريقه مثلا اللي انا حطيت بيها الستاديز بتاعتي، انه بدل ما الم الستاديز كلها في ناحيه واحده قسمتها انه في كونسبتشوال ستاديز ودي اتحطت في الاول عشان تعرف عن المشروع، وجزء انفايرمنتال ستاديز، وبعدين في الكونتكستشوال ستاديز اللي هي الدراسات المرتبطه بالموقع، ودي هنلاقيها جايه هنا جنب اللاي اوت والبيردز اي فيو الكبير اللي هي بتوضح الفكره، والستركشرال ستاديز اللي هو الجزء اللي انت بتبقى متوقع ان انت هتتسال اسئله ليها علاقه بالستركشر فبتبقى مسبق من الاول يمكن وعامل دراسات. وحتى الجزء مثلا هنا انا عامل زوم ان على الجزء اللي كان ليه علاقه بالكونسبتشوال، بس هتلاقي ان الكونسبتشوال ستاديز اتقسمت لمجموعه من ال خلينا نقول الستاديز الاصغر او الكي بوينتس اللي انا بتكلم عليها. ف
فبدي مثلا من خلال two sentences الانترودكشن بتاع البروجكت، بعدين البروجكت ستيتمنت، وده بيبقى متوقع تبقى موجوده في كل مشروع انه انت مشروعك عايز يقول ايه، والايمز او الاوبجكتيفز بتاعت المشروع، ويمكن الجزء اللي علاقه بالكي ووردز اللي هي كل حد فينا بيبقى عنده مجموعه كلمات هي اللي بتحرك المشروع بتاعه، فبدل ما احط الكي ووردز دي برضو ككلام والناس مش هتبقى عايزه تقرا، فكرت انه ازاي ان الكي ووردز دي تتحول او تبقى عاملها برزنتيشن من خلال ايكونز، والايكونز دي هي سكتشز خارجه من المشروع وخارجه من الستاديز بتاعه المشروع. اخر حاجه عايز اقولها سريعا قبل ما ننتقل لل يعني يزن بعد كده هكلمكم على الجزء اللي له علاقه بالكونتكست، وبعد كده دكتور محمد محمود هيتكلم عن structural integrity، وبعدين احمد وابراهيم وعم. يعني دي نصيحه انه feel free to express، لانه مشروع التخرج بتاعك احنا مش هنكتشف الذره في مشروع التخرج، لكن انت عندك مطلق الحريه بانك توصل فكرتك بطرق مختلفه، وطالما انت مقدم الكي drawings اللي مطلوبه انت عندك flexibility انك تعرضها بطريقه واضحه وسهله. وهنا هستعمل صورتين، في صوره هنا في لاي اوت في مسابقه كنت دخلتها، ولانه اللاي اوت بتاع المشروع ده كان متداخل جدا وصعب ان هو يتقري بطريقه سهله، فقررت اني اعمله بطريقه very commercial زي اللي هنشوفها في pamphlet مثلا لو حد بيبيع فعلا project في حته، وهتستعملت ايكونز readable سهل ان حد يعني يشوف الايكون يتخيل انا بتكلم على ايه من غير ما ادخل في تفاصيله وشرحه وما الى ذلك. نفس الوقت حاجات زي الكروس سكشنز مثلا اللي احنا بنبقى متعودين ان هي اسقاط فرض انه ايه مطلوب ايه كروس سكشنز، ادي الكروس سكشنز. الكروس سكشنز الحاجه اللي انت بتشوفها او ناس كتير بتشوفها حاجه سخيفه مثلا، ممكن تبقى نقطه قوه في مشروعك تبين بيها الفوليومز وتبين بيها حتى الانتيرير اكسبيرينس، لو انت مش عايز تخش بعد كده حته انك تاخد 3D شوتس من جوه، او لو مشروعك مينلي اربن وما عندكش مساحه قوي في انتيرير سبيسز الكروس سكشنز ممكن تبقى اكسبيرينس من غير ما تحكي ازاي المشروع بتاعك يبقى انتجريتد وذين ذا كونتكست. وده عاده مرتبط باللاندسكيب اركيتكتشر اللي هو التخصص بتاعه، مرتبط بحاجتين السوفت والهارد سكيب. ثانك يو. مساء الخير جميعا. شكرا ابراهيم. ان شاء الله تكون بس السكرين عندكم مبينه. احنا هون نحكي عن اللاندسكيب بارت، لاندسكيب اركيتكتشر. بس خليني اعمل فول سكرين بليز. لاندسكيب اركيتكتشر زي ما انتم شايفين اول صورتين مفهومنا في الشرق الاوسط عن اللاندسكيب اركيتكتشر هو ايه؟ هو عباره عن نجيله، شويه شجر، الكلاينتس بيجيبوا خلاص احنا حنبني البيت، حنبني المشروع، وبعدين بنحط بادجت لللاندسكيب او وات ايفر، او بيكون اوريدي في بادجت بس دائما تتاكل في الاخير. ده بالنسبه للبروفيشنال ليفل. في الجراديويشن بروجكت زي احنا ما بنشوف مع الطلاب دائما بيتركوا اللاندسكيب اخر شيء. وبيجوا بيقولوا لي انه احنا مثلا بيوروني بلان، فبيقولوا لي هون عندنا لون او جرين اريا خلاص دي، وبتكون مثلا 5 دنم او يعني منطقه كبيره كثير. تمام، انا هون بدي احكي شوي عن اللاندسكيب اركيتكتشر وهاو وي كان بريزنت اور ورك، كيف احنا بنقدر، شو العلاقه بين الاندور والاوتدور، لانه بعض المشاريع بتكون عباره عن ريزورتس، بتكون عبارة عن باركس كبيرة زي الأزهر بارك مثلا، ممكن يكون عبارة عن ووتر فرونت بروجكت. تمام، أنا لازم أشوف الشات. أوكي، فلما إحنا لما نشتغل في اللاندسكيب أركيتكتشر زي ما حكى المهندس إبراهيم بيكون في برضو ديزاين بروسيس نشتغل شغل طبيعي. فأنا بدي أعتبر إنه هلأ في عندي المشروع وضايل له أسبوع أو أسبوعين وعندي spaces مش قادر أحللهم، عادي بعمل spaces دي design process سريعة و I can present them. بس مهم كتير إنه أعرف
شو علاقة الكونسبت فيه، شو علاقة الكونتكست، شو علاقة السوفت سكيب والهارد سكيب. تمام؟ فأنا حطيت شوية شغلات يعني مهمة. أول إشي you have to know your plans في landscape architecture. هل معنى إنه لازم أنا أحفظ كل المملكة النباتية؟ أكيد لا، بس أنا بمصر بحفظ مثلاً 10-15 plant material. أوكي، زي مثلاً الجهنمية الجميلة اللي هي Dylanexstrasia whatever. تمام؟ you have to know your materials. طبعاً plants والsoftscape، الهارد سكيب البلاط، الاشياء المبنيه، البيرغولاز، برك سباحه او يعني الووتر فيتشرز. يو هاف تو نو يور ماتيريالز تو. تمام. اخر شيء زي ما حكى مهندس ابراهيم، يو هاف تو برينج ايديز اند تيك ا ديفرنت ابروتش. شو اللي بيميزك عن زملائك؟ اذا كنت ان ا بروفيشنال ليفل، ليش يجوك الناس؟ ايفن اف يو ار ان اركيتكت، لازم انت كمعماري تعرف عن علم اللاندسكيب اركيتكتشر، لانه علم اللاندسكيب اركيتكتشر مش مفصول، هو ضمن التخصص الاشمل للعماره. زي ما بنشتغل بالانتيريور ديزاين بنشتغل باللاندسكيب ديزاين. تمام. حتى لما انا برسم بيكون له مينينج، هذا لها فانكشنز، لها برينسيبلز. حتى زي ما احنا عندنا نويفرت ناخذ منه ستاندردز، عندنا تايم سيفر لللاندسكيب، كيف بدي اعرف ارسم باركينج. هاي اشياء كتير دائما الطلبه بتسالني فيهم. انا بحكي للطلبه لانه في حاس انه في اغلب الحضور هم من الطلاب. انا I will show you examples and I will give you a link. تمام. علشان تقدروا تزوروا مشاريع تانية. ده مشروع لطالبه student من الـ ASLA. طبعا انا جبت المشروع في جابان عن سيتي. انا بس بدي اورجيكم بسرعه البرزنتيشن لانه الجامعات بتختلف. في ناس بتعمل بريزنت على الشاسيهات، في ناس تعمل على A3 عدد منهم، في ناس تعمل هلا على زوم. فانا حوريكم شويه شغلات. هي عملت شغله في الكامبس تبعها، فابتدت من الكونتكست للستديز لما وصلت للبارك نفسه ولل طبعا it was a sustainable and a smart city. وابتدت تورجينا شو الماتيريالز، شو البلانتس، ايه السبيسز اللي موجوده، وابتدت طبعا تحل فيهم وتكتب عنهم وتزود لايرز 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 علشان تتميز في المشروع تبعها. تمام. لايرز يعني لما انا احكي sustainability even على project مثلا محدد، sustainability برضو بتمشي معي في landscape architecture. لازم أعرف إيه يعني حصاد مائي أو water storm management. تمام. إيه يعني إنه أنا أستخدم plants، هل plants إلها خصائص ولا إلها بس منظر جمالي؟ لا، كل plant ممكن تفيدني، كل plant إلها كمان رمز، إلها meaning، إلها function. تمام. الماتيريالز نفس الإشي، هل plants اللي أنا بدي أستخدمها النباتات، هل هي native يعني موجودة عندي أو بدي أو invasive species مش موجودة. يعني علم اللاندسكيب كبير، بس أنا بحاول إني أوصلكم الفكرة إنه اللاندسكيب architecture لما حتى لما بدي أورجي، أنا حورجيكم كمان examples لما أبينه في الشخصية تبعي أو البرزنتيشن تبعي، مش ضروري دائما يكون كله colors وألوان ولازم green. لا، بيكون في theme للمشروع. أكيد الشباب بعدين زملائي رح يكلموكم عنه. تمام. حتى لما اعمل سبيس، هنا هي عملت سبيس، عملت صور، اخذت صور صورتها لمشاريع تانية وورجتهم الفيلينج تبع سبيس. ما راحت على كل زون وعملت له 3 دي ايمج وحطته. تمام. في الـ في الـ في البرزنتيشن نفس الشيء، هون عملت بس 3 دي ايمج لكم اريا معينه. تمام. اللي بدها تبين الفكره تبعتها، زي هون السولر تاور في الووتر بلازا. تمام. وحطت، وطبعا دائما بالبرزنتيشن لا تنسوا تحطوا بالسايت بلان ليجند. شو يعني ليجند؟ يعني بدي اسمي السبيسز 1 2 3 4. لازم احط هيومن سكيل مشان اللي قاعد قبالي يحس بالسكيل تبع الرسمه، يعرف انه حجم الانسان بالنسبه لهال السبيس اللي هو موجود فيه، شو الفانكشن اللي بيشتغل فيه هذا السبيس. زي ما انتم شايفين هون عندي صورة على اليمين، صورة على الشمال، كيف بيستخدموا السبيس مرتين مع الماتيريالز، وعندي الستاديز في النص. برضو انا بس بتبع لكم على شوية 3 ديز هي عمليتهم.
تمام، برضو الكيدز بلاي اريا او الكيدز بلاي جراوند اللي هي عاملته. لما اذا بدكم مشاريع اكثر في اللاندسكيب اركيتكتشر ممكن تزوروا الدبل اللي هو الامريكان سوسايتي فور لاندسكيب اركيتكتشر. في ويننج للطلاب، يعني احسن افضل مشاريع في كل الولايات معروضه في هذا الويب سايت، وفي كمان اون بروفيشنال ليفل، يعني مشاريع موجوده من الرسومات لما تنفذت وطلعت على ارض الواقع. هذا بس انا بورجيكم كيف ستاديز بتكون اللي احنا بنعملها، لانه لما نشتغل على لاندسكيب اركيتكتشر نعمل ستاديز كبيره عن السن وعن الويذر وعن التوبوغرافي اللي هي خطوط الكونتور، وبنعمل عن الهيدرولوجي كيف المي، لانه انت باللاندسكيب اركيتكتشر علم اللاندسكيب زي ما حكيت هو من التخصص الاشمل للعماره، فانا دائما بعتبر انه لاندسكيب اركيتكت بيجي قبل المعماري اصلا، لازم يدرس السايت يشوف شو خطوط الكونتور كيف بيمشي معها. طبعا احنا ما عملناش كده علشان هيك فاضت كل مدننا بالشتاء، ما علينا. فالبرزنتيشن ايفن شو التريز اللي انا بدي استخدمهم، طبعا هذا بيفرق من مشروع لمشروع. انا المشروع شو بدي اشد، يعني شو اللي بدي احكي فيه اكثر، تمام؟ اذا كانوا في مستشفى، اذا كان في حضانه، اذا كان في مدرسه او جامعه كامبس، فانت بتشتغل على هذا. بس تشتغل كل الشغل هذا انت بتقرر شو بدك تعرض للكلاينت، او انت بتقرر شو بدك تعرض للجراجويشن بروجكت. اهم شيء انه الرسومات اللي انت بتحطهم في المشروع تتكلم عنهم، تمام؟ even if it's sketch وانا بكتب عليه النوتس تبعتي، تمام؟ even if it's a waterfront زي شيء اشتغلناه في ريم ايلاند في ابو ظبي، اشتغلنا it was a manual كله حتى ال 3D image، بعدين طبعا حولنا للكمبيوتر، بس ده اول presentation كان للووتر فرونت. شايفين الداتا، علشان في طبعا ناس بتستخدم الكمبيوتر، طبعا راح تشوفوا انتو you have to impress الكلاينت. انا عايز اقول لكم بس حاجه، انه الكلاينت بيقرر اول 5 او 10 minutes اذا هو اذا الاركيتكت ده عجبه او لا، يعني تمام. زي ما حكى الدكتور محمد محمود وزي ما حكى مهندس إبراهيم الحديدي، 90% من شغلنا هو presentation. If you don't know how to present your work, you're not going to win the project or whatever. دي كمان مشاريع معي وزملائي أنا وعبد الله وهلا ومحمد، فكل واحد كان له طريقه. هذول two different proposals, two different themes لنفس المشروع. It's a sports city, a sport building في Manhattan Sports Center في New York City. It's totally different. Studies هون كلهم موجودين في space واحد. المبنى موجود. The landscape, the interior. شو علاقة الindoor بالoutdoor؟ نفس الإشي، بس برجع وبحكي إنه أنت ممكن تعمل computerized. بس المهم يكون في theme واحد. ما يكون كله يعني شوية هون كمبيوترايز هون شوية سكتشز، بس ممكن يكون، بس لازم يكون كله مترابط وتوصل المعلومة للكلاينت. وعمرك إذا سئلت سؤال في الجوري أو التحكيم أو هاد سئلت سؤال وما بتعرفه لا تفتي، أوكي؟ قول أنا ما بعرف، أنا I will do more research. ودائما يكون معك سكتش بوك write all your notes. لما الكلاينت بيحكي معك انت you have to write all his notes، تمام؟ على بالكمبيوتر بيور سكتش بوك وات ايفر يعني، تمام؟ الشغله الاخيره حكاها ابراهيم، you have to work، اكيد you have to do your presentation في البيت وتعيده 3-4 مرات، تمسك التليفون تبعك تفتح التايمر وبتحكي. إذا قالوا لك بدك تعمل presentation 20 minutes you have to do 20 minutes. إذا قالوا لك إنه المشروع ده حيتسلم يوم الأحد الساعة 12 مثلا لازم تلتزم فيه. طبعا زي ما حكى بالتحكيم بيفرق من مكان لمكان، بس في عطاءات اللاندسكيب، في عطاءات العمارة، في عطاءات، في مسابقات لا مش راح ينفع. إذا تتأخر 5 دقائق على العطاء أو إذا كان التسليم أونلاين الصفحة بتقفل، الوزارة بتقفل، البلدية بتقفل، فيو كانت جو and present your work، تمام؟ ف practice أكيد leads to perfection. لما قبل بيوم ما بدك to present لازم تعمل على الأقل 4-5 مرات. أنا أتوقع كل زملائي عملوها، إن كان في الماسترز
thesis, إن كان في PhD, إن كان في مشروع التخرج, لازم تتدرب. تمام؟ كل ما بتتدرب كل ما الوقت تبعك تبع المشروع يعني وقت البرزنتيشن بيقل. الشغلة الأخيرة قبل ما أعطيها للدكتور محمد محمود, إنه أنت بتفرق عن زملائك كل ما بتزيد اللايرز. تمام؟ تخيل حالك عندك مشروع ضفت عليه العلاقة بين الاندور والاوتدور, ضفت عليه البلانتس, رحت كمان عملت أنا كيزن وفريقي في الآن في الشركة دائما نضيف كمان لايرز أكثر, نعمل هيدرولوجي ووتر ستور مانجمنت, نضيف الطيور يعني البيردز, هاو تو اتراكت بيردز. لأنك أنت لما تشتغل بتشتغل ليوزرز, تشتغل لإيكو سيستم, ودائما ريد, if you read more books أكيد حتى إن كان عندك أسبوع للبرزنتيشن, just read, شوف مشاكل حوالين العالم, شو عندنا global warming, the Paris Agreement, what's happening around, the floods, the fire, كل هذا بيفيدك. خلي مشروعك يكون له بصمة, بصمة على هذا الكوكب. تمام؟ وأنا بس بدي أعطي هلأ للدكتور محمد محمود أتوقع بعدي, فبدو يحكي لنا أكيد عن structure اللي هو أنا كمان رح أستفيد منه أكيد. وthank you, يعطيكم العافية. طبعا مساء الخير جميعا, شكرا يزن, شكرا حديدي جدا جدا على المعلومات المفيدة الحقيقة. هو يمكن انا يعني بعد اذنكم طبعا انا هتكلم عن حاجتين مهمين قوي من وجهة نظري. الاول هياخد من يزن اللي قاله وهياخد من حديدي اللي قاله وهبدأ من اللي هم انتهوا منه كده واكمل عليه الحقيقة. انا الاول من وجهة نظري قبل اتكلم عن الستركشر, يمكن يزن هو بيتكلم الحتة مهمة قوي, انت ازاي هتلفت نظر المحكم. المحكم هنا بقى بنتكلم على محكم مشروع تخرج, بنتكلم على محكم في مشروع حقيقي, بنتكلم على presentation لكلاينت. بالنسبة لي هم كلهم the same في الآخر, كلهم انت عايز تلفت نظر الناس. انا كنت بقول للطلبة زمان حتة مهمة قوي الحقيقة, انه لو انت فاهم عمارة كويس بس مش عارف to present your work, فانت للأسف هيفضل عندك مشكلة كبيرة جدا, للأسف الحكاية مش هتمشي زي ما انت عايز. عشان كده مهم قوي انك تتعلم to present your work. والحته بقى اللي من وجهه نظري اللي ممكن تفرق قوي معاك, انه يا سلام بقى لو عرفت تعمل structure مختلف. ليه بقى؟ الاركيتكتشر عموما, ما هو انت بتبريزنت الاركيتكتشر بتاعتك قدام architects في الاخر, كل اللي بيسمعوك سواء كانوا دكاتره من كليتك, دكاتره من بره كليتك, client ايا كان, دايما هم فاهمين العماره اكتر. بس أنا من وجهة نظري الشخصية الحقيقة أنه يمكن يكون الستركشر المختلف هو اللي ممكن فعلاً يديك بشكل ومناقشة مختلفة. عشان كده كنت بقول للناس إيه الحقيقة, من الأخطاء الرهيبة جداً جداً اللي معرفش مين إداها للمعماريين كمعلومة في يوم من الأيام, أنهم فهموهم في بعض الحتت أن المعماري شغلته يشخبط ويعمل كونسبت ويلا مينا بقى وانا كده عملت اللي عليا, اتصرفوا بقى يا جماعة انتوا بقى قولونا بقى هتعملوا ايه. الكلام ده طبعا اي كلام, الكلام ده الحقيقة ملوش وجود في حتة في الدنيا, واي حد بيعمل الكلام ده او بيقول الكلام ده هو مش فاهم يعني ايه, او ما عندوش الحقيقة النوها وبتاع الاركيتكتشر او بتاع الانجينيرين بروجكت عموم. يا جماعة الاركيتكت ده هو اللي لازم يفهم كل الناس بتعمل ايه الحقيقة, مش العكس. حضرتك اوعى تفتكر ان الصورة اللي قدامك دي حقيقية, ان فلان جاري لخبط شوية ورق راح عامل شوية الورق دول في الارض وبعدين في الاخر راح عامل ايه بقى, راح قال يلا بينا نعمل والت ديزني هو. الكلام ده اي كلام. الحقيقة انه لازم الناس تكون فاهمة وعارفة ان الراجل لما جي يعمل الديزاين للشكل اللي انت شايفه ده دفنت, هو كان عارف هيتعمل له ستراكشر ازاي. لكن اوعى تصدق الكلام بتاع ان زي حديد الله يرحمها كانت بتشخبط والناس تتصرف, اصل فلان جاري بيشخبط والناس تتصرف, أسرينزو بيانو بيشغبط والناس بتتصرف, مش حاسمها كده. الحقيقة بقى اللي دايما الناس بتحاول تخفيها ورا ظهرها للأسف من ضيق الأفق, إن هم فاكرين إنه المعماري شغلته يعمل كده وما يفهمش بقية الحاجات. لا, أنا بقى بقولك المعماري ده أكتر حد لازم يفهم بقية الحاجات, ده أصلا حضرتك المفروض الشخصية الرئيسية
اللي بتعمل شغل كتير جدا جدا وبتفهم الناس شغلها. يعني حضرتك انت اصلا اللي بتقول لنا كانشائيين نعمل ايه. انا كانشائي مش اللي بقول structure system، الكلام ده مش مظبوط. الحقيقة انا بيجي لي structure system جاهز انا بساعدك كانشائي في حله، لكن حضرتك اصلا لو جيت ما انتش عارف اصلا ايه structure system اللي انت هتعمله، انا لو انشائي مش عارف افيدك. الدليل على كده ايه؟ لو حضرتك فكرت انتوا كمعماريين بتفكروا ازاي، تلاقي انه المعماري بيجي له thinking، بيفكر، شاف concept، شاف حاجة لطيفة، ايا كان اللي بقوله ده هي الحقيقة ولا لا، في الاخر انت كمعماري بتفكر وبتقعد تفكر وتفكر وتفكر وتقعد تفكر، وبعد كده ما تبقاش عارف تفكر، بعدين ترجع تاني تفكر لغايه ما في الاخر بتوصل ان عندك ايه بقى. في الاخر بيوصل لك ايديا، خلاص بقى عندي ايديا عارف اعملها ازاي. الايديا دي بقى الحقيقه لما بتوصل لها كويس بتبتدي تفكر تقلبها الى انجينيرنج. كويس، عشان تقلبها انجينيرنج لو انت الويف بتاعت البحر كانت عاجباك يلا بينا نفكر نعمل 3D الحاجه شبه ويف البحر. بعد ما تقابل المنظر ده تتفكر بعد كده، تفكر في دراساتك، تقول الايديا هنعملها ازاي، هنحط الليفلز ازاي، هنوجه المبنى ازاي، هنعمل زي ما يزن قال اللاندسكيب اركيتكتشر ازاي، وهكذا لغايه ما نوصل. نعمل دراسات انفايرمنتال لغايه ما نوصل في الاخر ان بعد ما نعمل ده كله يبقى عندنا فعلا بعد كل التفكيرات دي 3D بقى موجود حقيقي. وكل ده خلي بالك ما ظهرش لغايه اللحظه دي غير حضرتك. لغايه اللحظه دي ما ظهرش معاك انشائي، ما ظهرش معاك ناس الكتروميكانيكال، ما ظهرش معاك اي بني ادم بيعمل اي حاجه يعني لغايه هذه اللحظه. بل بالعكس بقى، ده انت بتطلع السكيماتيك ديزاين وبتطلع الفاينل ديزاين اللي بتعرضه على الكلاينت، وكل ده لسه ما جالكش انشائي ولا مهندس ميكانيكا ولا مهندس كهرباء ولا اي مهندس تاني. وبالتالي لغايه اللحظه اللي انت شايفها قدامك دي كل اللي مرسوم ده حضرتك اللي رسمته. لا ده مش بس كده بقى، ده انت لما بتوصل للوركينج دروينج اللي هو البلان والسكشن والاليفيشن اللي اترسم فيه زي ما حضراتكم شايفين الاستراكشر سيستم اهو انتم شايفينه قدامكم اهو، والاعمده مرسومه اهي، والاساسات مرسومه اهي، كل ده المهندس الانشائي لسه ما ظهرش. يبقى انت بانهي وجهه نظر فاكر ان الاستراكشر ده شغلانه المهندس الانشائي؟ نو الانشائي بيبدا يفكر من بعد ده. حضرتك حطيت الاستراكشر سيستم هو هيساعدك في حل الاستراكشر سيستم، لكن هو ما بيعملش structure system. يعني ما فيش مهندس انشائي هو اللي هيقول لك نستعمل flat slab او نستعمل panel beams او نستعمل concrete frames او نستعمل steel frames او نستعمل waffle slab او نستعمل box structure. حاجة بيقول كده، الحقيقة ان انت اللي بتقول ده كله. اول ظهور للمهندس الانشائي بيظهر بعد دي، يعني بعد ما ده كله ترسم. وبالتالي اللي حاجة بتعمله as a presentation للكلاينت كله ما فيهوش انشائي لسه. انت بتكسب المشروع كله والناس بيعجبها مشروعها كله والانشائي ما ظهرش. تخيل بقى بعد كل ده لو خلص المشروع وعجب الكلاينت رحت للانشائي قال لك ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ده اللي بتقوله ده اصلا ما ينفعش. تقوم تغير الديزاين وتروح تقول له غيرت الديزاين عشان ما كنتش فاهم الانشائي هيعمل ايه؟ يبقى انت اللي عملته ده اي كلام وهيروح منك. عشان كده انا وبدون القصد اي حد معين ولا بنتكلم عن اشخاص معينه، عشان كده انا دايما دايما عندي اعتراض على فكره الكونسبت اللي بلا هويه، فكره الكونسبت اللي بلا مشروع، فكره الكونسبت اللي ما بيطلعش منه حاجه وفي الاخر يقولوا ده معماري. لا ده مش معماري من وجهه نظري خالص. ايه الكونسبت اللي ما بيطلعش منه حاجه؟ ده هتعلقه على الحيطه طيب، ولا هتحطه تحت الاكل، ولا هتلف فيه طعميه، ولا تعمل فيه ايه؟ يعني ايه كونسبت وما تنفذش؟ احنا شغلتنا ايه؟ باشمهندس يزن بيقول دايما هو بيتكلم المعمار ابراهيم الحديدي، المعمار يعني البنى. كويس، وبالتالي شغله الاركتكت انه يبني. اوعى تصدق ان شغله الاركتكت انه يشخبط ويرسم ويلون وشيك وبعدين بعد كده مش عارفين هيتبني ازاي. ده بالعكس ده فشل. وللاسف ان جيل الوسط اللي من 10 15 سنه زادت فيه قوي الحته دي، والفلسفه زادت قوي، والرغي زاد قوي، والكلام زاد قوي. لكن في الاخر انتوا بقى الجيل من وجهه نظري اللي في الجامعه دلوقتي اللي اتربى بشكل مختلف. بقى لنا 10 سنين فعلا في الجامعه بندي الطلبه من سنه اولى يعني ايه ستراكشر سيستم، يعني ايه ميكانيكال سيستم. يمكن في ناس منهم معانا دلوقتي وسامعيني، يعني ايه بلامينج، يعني ايه اتش فاك، يعني ايه كل حاجه، الام بي سيستمز والاستراكشر، كل ده الناس بقت تدرسه. عشان نرجع بقى لموضوعنا مظبوط، حضرتك كاركتكت بعد ما تعمل سكيماتيك ديزاين لازم حضرتك تفكر انت هتعمل كل حته من مشروعك عباره عن ايه. عشان تعمل كده حضرتك يبقى لازم تبدا في انك تفهم يعني ايه استراكشر. طبعا النهارده فيش وقت اقول لك يعني ايه استراكشر، السلايدز اللي قدامكم دي 100 وشويه سلايد، لكن على الاقل هوريك تقدر تعمل ايه.
لما حضرتك تفكر في اي حاجه لازم تبدا تدخل على الانترنت وتجوجلت، وده بقى اسهل عندكم في الزمن ده دلوقتي ان الانترنت موجود، كنا زمان لازم نروح مكتبه وبتدي تدور على مشروع. طبعا بص الاستراكشر ظهر امتى؟ ظهر بعد ما انت خلصت كل حاجه. وبعدين بعد كده بندخل بعد كده في حته الكوردينيشن اللي بين الاستراكشر والاركيتكتشر، ودي لو انت اوريدي مش فاهم فيها ومش شاطر فيها يبقى عندك مشكله كبيره جدا. عشان كده لغايه اللحظه دي ما ظهر لكش انشاء. فالمهم بقى مؤقتا انت فوت تعمل ايه عشان تحل يور جراديويشن بروجكت او تحل اي بروجكت عموما جالك. لازم الاول خالص تفهم يعني ايه كونكريت ستراكشرز، يعني ايه ستيل ستراكشر. عدى لهم بسرعه جدا مش هنشرح فيهم حاجه. لازم تبقى فاهم بسرعه ادي كل انواع الستراكشرز زي ما بيمز وفلات سلاب وهول بلوكس وبانل بيمز وفريمز وشيل ستراكشر فولدد بليتس وبوكس ستراكشر وتري ستراكشر ونست ستراكشر. كل دول هتعرفهم ازاي؟ انت اول ما تدور بالاسماء والكي ووردز دي تشوف ستراكشرز مختلفه، صور الاستراكشرز المختلفه، تعرف السبانز اللي بيشيل كل ستراكشر. كمثال اهو والله بيمان كولم 8 متر، مش عارف فلات سلاب بيشيل 10 متر وهكذا. تبتدي تعرف كل حاجه من دول بتستعمل لما يكون السبانز عندك قد ايه. شوف انهي حتت مش عايز تحط فيها اعمده، انهي حتت عايز تحط فيها اعمده، المسافه بين العمود والتاني قد ايه. تقدر تعرف لو انت هتشتغل كونكريت تعرف تشتغل فلات سلاب بانل بيمز، هتشتغل اسمه ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم، هتشتغل بيمان كولم، هتشتغل هولو بلوكس، ولا هتشتغل فريمز، ولا وهكذا. تقوم تعرف تدخل على الانترنت تشوف كل حاجه من دول بتشيل لغايه سبان قد ايه. وبعدين لو لقيت نفسك السبان بتاعتك كبيره شويه عدينا ال 20 متر هنبتدي نروح للستيل ستراكشر، نبتدي نشوف انواعه المختلفه وبيشيل قد ايه. وكمان بقى تقدر توصل باللوجيك حتى المعماري اللي اتولد عندك اللي مش موجود غير عندك انت، انك تقدر تتخيل اهو. بص كده المنظر اللي قدامنا ده، انا فتحت صوره على فكره صدفه والله ما مرتبها خالص. لو حد قال لي طب انا مش بعرف ابعاد الاعمده والسقف، ده انت لو بصيت على المنظر اللي قدامك والكتابه والاشكال وابتديت تعمل نسبه لاي حاجه في المشهد، في بني ادم واقف مثلا على السيزر ليفت اللي في الوش ده وما ابتدي اعرف العمود ده والله طوله تقريبا 6 متر تقريبا، وعرضه شكله لو ده 6 متر يعني عرضه حاجه بتاع 60 70 سنتي، وابتدي اعرف شويه هو نسب العمود بتبقى قد ايه لما يشيل دور ولا دورين ولا ثلاثه. ونبتدي كمان نقرا، نبتدي نشوف الفريمز وابعادها قد ايه والدبث بتاعها قد ايه. لو ما عندكش الفرصه دي هحاول ان شاء الله اشرح لكم المحاضره دي كلها وفيها كل الابعاد. تعرف يعني ايه شيل ستراكشر، تعرف يعني ايه بعد كده الفولدد بليتس، تعرف يعني ايه اللي اسمه ايه ده البوكس ستراكشر اللي هو المشي صفه دي كان مشتغل بيه كتير قوي كويس، والتري ستراكشر يعني ايه تري كولم. تري كولم ده من الحاجات الحقيقه اللي كانت يعني تعتبر من الحاجات الكويسه قوي قوي يعني، وبقى فيها شغل بقى كتير. يمكن لو حد فيكم بيزور الشيخ زايد هيلاقي المول الجديد بتاع ابو العينين كله الحقيقه موجود في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في يعني كله معمول بالتري ستراكشرز. فانا كل اللي عايزه من حضراتكم ايه، انه لازم تقرا كتير عن الاستراكشر عشان تعرف وانت واقف قدام المحكم تقول له الاستراكشر. وكل ما هتدور على الانترنت دايما هتلاقي استراكشر شبه اللي انت عامله. ارجع بقى لمين بعد ما انت تختار الاستراكشر؟ تقدر ترجع للمهندس المدني عشان يقول لك ايه نوع الاستراكشر، ايه مقاسات الاستراكشر بتاعك، ده اللي ممكن ترجع له فيه، وده اللي ممكن تلاقيه برضه على الانترنت، وده اللي ممكن برضه تقدر تتفهمه وتعرف تجيبه زي ما انت عايز. لكن دايما دايما لازم تعرفه حاجه. وانت واقف، وانا يمكن مش عايز امشي في المحاضره اكتر من كده لانها كبيره جدا جدا يعني، وممكن ابقى اعمل لها شير مع البرزنتيشن بعد اذن زمايلي طبعا يعني. فيها كتير من اشكال الاستراكشرز والكانتليفرز الكبيره ويعني ايه ستيل ستراكشر واشكالها وحاجات كتير قوي قوي، فدي ممكن نبقى نعملها شيء. بس اللي انا عايز اكد عليه بقى وانت بتعمل برزنتيشن لمشروعك، مين اللي موضوع الاستراكشر ده يمكن يكون اهم وانتم بتعملوا برزنتيشن للاستراكشر في مشاريعكم بالذات مشروع التخرج. لازم الاستراكشر يبقى حاجه مختلفه، حاجه قويه، حاجه عنيفه، لازم يبقى بولد، لازم الناس تشوف الاستراكشر. لما بتخفي الاستراكشر الناس بتفهم انك مش عارف تعمل استراكشر. عشان كده لازم تبين الاستراكشر بتاعك ولازم تبقى فاهمه كويس. وخلي بال حضراتكم في كل السنين الاخيره لقينا معظم الناس اللي بتيجي تناقش الطلبه بيركزوا على الاستراكشر جدا، يقول له الاستراكشر بتاعك نوعه ايه؟ لو ابتديت ما تردش يبتدي مهما كان الديزاين حلو بتاعك يقول لك طب انت هتبنيه ازاي؟ انا ما اعرفش، احكي لي هتبنيه ازاي؟ لو حضراتكم بقى بصيتوا سريعا في اخر دقيقتين ثلاثه كده، بصوا ده الوالت ديزني بتاعت فرانك جاري جواها ايه؟ سبيس تراست اللي كلكم عارفين اسمه اهو، جواه عامل كده ستراكشر عادي سهل ولطيف. لو بصيت على حيدر الليف بتاع زها حديد
وانت باصص عليه شكلا تفتكره صعب جدا وتقول يا لهوي ده شكله من جوه ايه. تبص على السكشن تكتشف انه تراس عادي جدا. ولو خدت بالك دي الفكره بتاعت ان السكن متشال بتراس انما من جوه هو فلات سلاب عادي خالص, يعني مبنى فلات سلاب والسكن متشال على فيري سمبل تراس, يتحل زي اي تراس الناس درسته في سنه اولى. لو بصيت على بنك اوف تشاينا ستيل ستراكشر بوينت بريسنج كانساي انترناشونال ايربورت ترينزو بيانو, شوفوا الاسبان قد ايه بتراس فيري سامبل زي ما انت شايف, والفي كولم اهو التري كولم. لو بصيت على السي تي في هيد كوارتر هتلاقوا انه تو كانتليفرز طوال جدا جدا معمولين ازاي. بص سبيس تراس ركب وابتدى يقابل بعضه وسند على بعضه, فبالتالي بقت ان حد يقول لك النهارده تعمل كانتليفر قد متر ونص و2 متر قدامنا اهو اتعمل قبل كده 10 و20 و30 متر. ولما تبص على التاورز العاليه والبلانز اللي بتلف كل الكلام ده حاجه في اسمها قور بتبني في وسط المنشا اقدر اشيل عليه كل حاجه كانتليفرز. تبص على لندن اولمبيك اكواتيك سنتر تلاقيه انه شكله بص كانه انت بتفتكر ان هو عفاريت شايلاه وهو في الاخر سبيس تراس عادي جدا جه جاهز والونش وقفه وركبه وتثبت في مكانه وتجلد بعد كده وطلع الشكل اللطيف اللي انت شايفه. هل انت مصدق بقى ان اللي قال ان الشكل ده هيتشال بالسبيس تراس هو الانشائي؟ لا, الاجابه لا. زها حديد اللي قالت او التيم بتاعها اللي قال لا ده هيبقى سبيس تراس ورسموا السبيس تراس والدور الانشائي هو بقى صمم ابعاد الممبرز بتاعت السبيس تراس, لكن اللي قال سبيس تراس هو الاركيتكت. بصوا الكانتليفرز قد ايه لغايه النهارده في عالمنا بقى العربي زي ما بيقولوا الحقيقه في معظم العالم, يعني الانشائي دايما بيوجهك ناحيه ان الكانتليفرز الطويله ما تنفعش, السبانز الكبيره ما تنفعش, هو بيروح ناحيه السيفتي متربي على كده. لما تبص على 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 منشات حقيقيه اهي كانتليفر قدامك 10 متر اهو وبص عامل ازاي اهو تراس عادي خالص اسمه بوكس تراس, تراس يمين وتراس شمال وتراس فوق وتراس تحت, تراس اليمين والشمال شايلين المنشا واللي فوق واللي تحت بيشتغلوا از ويند بريثنج. الويند بريسنج لو انت بصيت على البني ادمين اللي واقفين اهو تقدر تعرف ان الاسبان اللي قدامك ده معدي ال 10 متر. لو حضرتك بقى بصيت اكتر كمان على على ميديترينيان فيلا اللي في مارساي في فرنسا شوفوا كانتليفر مقرب من ال 20 متر بتراس عادي. بصوا كمان التراس هيستخدم ازاي في الانتيري, ده بقى بطل العالم في التراس زي ما كنت بقول لهم مره. 36 متر سبان ستراكشر عباره عن ايه بقى؟ عباره عن سمبل تراس زي ما سعادتك شايف كده, وده اللي هو لامار كوربريشن هيد كوارتر ده سبان 36 متر وكمان صاله رسم, يعني ده مش كفرج ماتيريال لا ده دور الناس هتعيش جواه. تخيلوا ان احنا وصلنا للشكل ده ومع ذلك حتى الان احنا فاكرين ان الانشائي اللي بيحل الكلام, لا المعماري اللي بيحل الكلام. ما حدش بقى ينفع يرسم الرسمه دي لحد وما يقولوش اللي بعدها دي. لازم لما تقول لي انا هعمل كانتليفر شكله عامل كده وترسمه لي كده اقول لك لا ده كونسبت الكلام ده ما ينفعش. اول بقى ما تقول لي اهو وهيتعمل كده اقتنع بكلامك. وبالتالي بعد اذن حضراتكم عشان نلخص اللي احنا قلناه, في مشاريع تخرجكم ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه لازم وانتم بتشتغلوا تبقوا فاهمين انه كل رسمه هترسمها لازم تعرف هي بتتبني ازاي. مفيش حاجه اسمها ان الانشائي هيتصرف, مفيش حاجه اسمها بتاع الالكتروميكانيكال هيتصرف. ده ساعات هيسالوك على التكييف وشكله, ده قطعه التكييف ماشيه فين. يمكن احنا بقى لنا شايف هندسه القاهره بنعمل كده وفي معظم دول العالم نازله بتعمل كده خلاص. المعماري ليه شغل كتير ليه علاقه ببقيه السيستمز. الحاجه بقى الاخيره اللي عايز اقولها لحضراتكم, هل احنا فات اوان ان احنا نعمل كده؟ لا ما فاتش الاوان. تقدر حالا تاخد كل جزء من مشروعك وتبتدي تشوف كل الحتة اللي فيه اسبانها قد ايه وتبتدي تروح تشوف كل حاجه من دول الحقيقه عباره عن ايه نوعها, ايه نوع الاستراكشر, وتبتدي بعد كده تقول في كل حاجه من دول هي عباره عن ايه, انهو استراكشر بيركبوا مع بعض ازاي, وتبتدي تشوف بقى ابعاده بتيجي منين. عشان وانت واقف قدام الجورر لما يجي يسال حضرتك يقول لك هو الاستراكشر بتاعك ده اسمه ايه, تقف زي الاسد كده تقول ده سبيس تراس, ده سبيس فريم, ده بوكس ستراكشر. لو قلت ده سبيس تراس يعني ايه سبيس تراس, بيشيل ازاي, ايه الفرق بينه وبين التراس العادي, لازم تفهم الفرق. يعني ايه بوكس تراس, لازم تعرف الفرق, لازم تحاول تبحث وتدور على ده. انا كمحمد مبدئيا عشان بس ما اخدش وقت اكتر من كده من زمايلي, انا ممكن ابقى اعمل لكم ان شاء الله قاعده تانية لده. اي حد مزنوق في الاستراكشر بتاعه في مشروع التخرج
يقدر يكلمني نعمل زوم سيشن مع بعض، يحط المشروع بتاعه قدامي ونحله ستراكشر مع بعض. الكلام اللي قلته ده كلام عام ما يحلش ستراكشر، بس يعلمك ان حل الاستراكشر مهم. عشان نتفق في الاخر لازم تفهمه انه مش هينفع باي حال من الاحوال تقف تناقش مشروع تخرج او مشروع محترم قدام جونيورز وما تبقاش عارف هو ايه نوع الانشاء بتاع حضرتك. انت بتبني مبنى مش بتعمل كونسبت لوحده. اذا سمحت، لو سمحت رجاء حار، اي حد مش فاهم ستراكشر يبتدي يقرا ستراكشر، اي حد مش عارف ستراكشر يبتدي يدور على الستراكشر، عشان في الاخر لازم ترد على الستراكشر بتاعك في مشروعك. شكرا جزيلا، واسف لو كنت خدت وقت اكتر من وقتي، وانا للاسف مش عارف مين اللي هيبقى بعدي، ابراهيم ولا عمرو ولا مين. لا مش انا دكتور هنيه كده. اتفضل يا احمد، ميرسي جدا جدا، واسف لو كنت طولت شويه. اتفضل. هو كده السكرين باينه. مساء الخير. اول حاجه بحب اشكر دكتور محمد محمود وبشمس يازن وبشمس ابراهيم الحديدي على المعلومات اللي بنسمعها لغايه دلوقتي، بتبقى انترستنج والواحد بيتعلم لغايه دلوقتي. بس هنا انا هبتدي افوكس على حته كان حديدي قالها في الاول على السيكونس اند فلو بتاع البروجكت او المشروع بتاعك. وعايزين نعرف ان الفرق بين الفيربال برزنتيشن والفيجوال برزنتيشن لازم في انتجريشن بينهم، ما ينفعش ان انا ابقى فاصل بينهم، لازم يبقى في لوجيكال سيكونس. ازاي ان انا عرفت احول الستديز والحاجات اللي انا درستها واي اوبزرف لرسومات ودروينجز. فهبتدي اول حاجه بكوت لبول راند، باي ذا واي هي جرافيك ديزاينر هي نوت ان اركيتكت، بس كان بيتكلم ان المشروع لما بيجي اي مشروع ديزاين مش بيبقى مجرد ايديز موجوده، لا بيبقى بيزد على اوبزرفيشنز كتيره وستديز وايديز هي اللي بتطلع بيزد على كل الحاجات دي. فاحنا لما خدنا الكلام ده وابتدينا طبعا كومبارت للاركتكتشر عندنا، هنلاقي لوجيكال هي نفس التو فيزز اللي احنا بنواجهها كاي معماري وتافر كستودنت او حتى بعديها. احنا فيز 1 اللي هي بتبقى الستديز، السايت اناليسيس، بشوف السراوندنج بتاعي، بشوف الكونتكست ازاي هياثر في المشروع بتاعي. بيبتدي يجي لي فورم جنريشن، فابتدي افكر زي ما كان دكتور محمد بيقول الفورم ده كده حلو ازاي بستراكشر. طب الحته اللاندسكيب ابتدي زي ما كان شانس يزن بيتكلم، هشوف اللاندسكيب اللي هستخدمه، انفايرمنتال ستاديز، كل الحاجات دي بتبقى بيزد على الكونسبت اللي انا طلعته من ستاديز. وبعديها بحول كل الكلام ده للدروينجز واتيفر بلانز سكشنز اليفيشنز او اي حاجه. هي المشكله اللي بتبقى بتواجهنا وميني حتى بتبان قوي في الفيربال برزنتيشن لما بتيجي نتكلم الترانسليشن، ازاي انا ترانسليت الكونسبت اللي هو كلام الكيوردز احولها لرسومات. فكان في دايجرام كده مهم، الريسيرشر حاول يفكر ازاي الحاجات دي الترمينولوجيز اللي هي كلام يحولها لاركتكتشر. وحتى كنت لسه بتكلم مع بشمس ابراهيم الحديدي ان هو كان دكتور علي جبر كان بيقول ان حتى لما اجي اختار الكيوردز اللي استخدمها في مشروع التخرج بتاعي اخليها adjectives، ما اخليهاش كلام طويل. لا هو مثلا لو اخترت example، لو قلت bridging، انا اول لما اسمع كلمة bridging ممكن افيجوالايز الكلمة دي، مش لازم بتكلم على ان هو يبقى bridge، بس ان انا هعرف احول الكلام ده لحاجات physical. فمثلا for example برضو هنا لو بصينا خدنا random example من الدياجرام اللي قدامنا، لو بتكلم مثلا على الاكسبيرينس، انا عايز اعمل اكسبيرينس معين، فابتدي احولها للاركتكتشر، اشوف السيركيليشن، اشوف اليوزر بيهافير، عايز استخدم لما عملت السايت اناليسز وشفت ان في سيمبوليزم عايز اخده منه، فادرس الميموري بتاعت السبيس، الكالتشر موجوده ممكن اختار منها حاجات اليمنتس احطها. فكل ده الفكره ان انا ازاي احول الكونسبت واحول الكلمات دي لاركتكتشر. المشكله ان في common problem بتقع منا وتبان قوي في وقت مشروع التخرج في البرزنتيشن، ان الناس بتعتبر ان فيز 1 وفيز 2 هم حاجتين مختلفين خالص. بتبقى مشكله كبيره قوي ان انا بلاقي ان كان ستودنت واركتكت معين عمل فيز 1 وجاء ما عملش الترانسليشن ليها في فيز 2، فيحصل هنا اللوس بتاع الجوري، فيبتدي يحس ان هو ما فيش انتجريشن بين الحاجتين. في الاخر هي بازل، ومفروض الحاجات اللي انا درستها وان انا عملت observation هي اللي طلعت لي الافكار اللي انا حولتها لاركتكتشر.
دي تبقى مشكله كبيره قوي ان الديورر بيبتدي يلوز انترست المشروع وبيبتدي يحس ان هو الموضوع اللي هو بدا يريفير ليه في الاول ما بقاش يحوله في الفيس 2. فالواحد بدا يفكر يجيب افكار لمشاريع تخرج ومسابقات ونشوف المشاريع. احنا مثلا لو بصينا على الاكزامبل ده هنلاقي ان هو عامل انتجريشن بين التو فيزز اللي هو فيز الستديز وفيز الاركتكتشر، بس مش مجرد ان هو حطيتهم، لا ده بدا يعملها حتى فيجوالي، ان انا هلاقي ان بدات الستديز انتجريت تخش جوه الاركتكتشر بتاعي. يعني احنا لو بصينا هنلاقي ان دي مثلا عايز يعمل ستراكشر معين، فبدا ينتجريت اللوكيشن يالوكيت الستراكشر في الحته اللي استفدنا منها في 3D شوتس. حتى لما جينا نفكر نشوف مثلا ده كان مسابقه، هو بدا يشوف كان حتى كان دكتور محمد بيتكلم ان هو يبقى فيه ادج مشروعي، فهو شايف هنا ان الادج بتاعي هو الكروس سكشن وهو السكشن، فبدا يكبرها ويبقى ينفسايز عليها وبدا يحط جنبها الستديز بتاعتها على طول. فكده وانتوا بتختاروا الفكره بتاعتكم او ايه المشروع ايه الادج اللي هتعملوه في مشروعكم، حاولوا تختاروا الستديز جنبهم، ما يبقاش اللي هو ابقى حتى وانا بعمل برزنتيشن انا بروح في اول البوستر وبعدين برجع في البوستر، لا انا كل حاجه بقى لوكيتد جنبها في انتجريشن في لوجيكال سيكونس انا المفروض امشي عليه. ما ينفعش ان انا ابقى مثلا بتكلم على حاجه معينه في المشروع وان انا اجامب في حتى في الفيجوال برزنتيشن انا اطلع فوق او انزل تحت وانا بتكلم في حاجه قريبه منها. يعني مثلا في الاكزامبل ده هنلاقي ان هو الستديز بتاعته بدا يالوكيت كل ستديز جنب ال 3 دي شوت. يعني لو بصينا فوق هنلاقي ان هو هنا بيتكلم عن حته اللاندسكيب وبيتكلم على الديفرنت ابروتشز اللي عايز اعملها، فبدا يحط زي جايد زي كان بشمس ابراهيم حبيبي بيقولها، بدا يحط حاجات مثلا هنا دي الوقت باللين مثلا حته فيها للبايسكلز حته لليقفوا، فبدا يعمل فيجوال كونكشن بين الاركتكتشر اللي هو مستخدمه زائد الايكونز اللي مستخدمها حته الستراكشر. هو بدا يحط ال 3 دي شوتس تحت خالص بتاعت حاجه، اول لما بصيت عليها حسيت ان هي الستراكشر بتاعها مختلف، فراح حاطط فيها على طول حاطط الستراكشر المختلف اللي هو عامله، عشان زي ما كان دكتور محمد بيتكلم ان هو دايما لازم ابين ان انا اللي عملته ده مش مجرد رسومات على الورق، برضه ان هو بعرف اترانسليت الستراكشر سنس ان هو ممكن يديني. حتى لما جه عايز يعمل يبين السبيشال اكسبيرينس اللي هتطلع له through out الباثويز اللي هيخلقها من المشاريع دي، بدا يحط برضو تاني الانتيريور شوتس. فكده بيبان قوي ان كل حاجه لازم تبقى ليها سيكونس. طب انا ازاي هطلع السيكونس بتاعي؟ يعني انا بحاول اجيب اكزامبلز كده من مشاريع ومسابقات وحتى مشاريع تخرج، ازاي ان انا اوصل لللوجيكال سيكونس اللي انا المفروض اعمله. هي دي هتيجي برضو بحاجه اتقالت قبل كده بالريهرسل، ان انا المفروض ان انا ابقى بعمل اول مثلا لو قلنا رصه البوستر، وبعديها بعمل الريهرسل بتاعي الفيربل ان انا هبقى في الاخر واقف بعمل برزنتيشن للجوري، وابتدي افكر ان هل المكان بتاع اللوكيشن بتاع كل حاجه صح ولا لا. اول لما الاقي ان انا ابتديت اموف مش بالسيكونس بتاعي وبقى في خلل في الفلو بتاع البرزنتيشن، لازم ابتدي ريلوكيت الحاجات دي. يعني مثلا فور اكزامبل هنا برضه لما جه فكر يحط الفورم جنريشن بتاعه حطها في اللوكيشن اللي هي تحت فوق سوري الماستر بلان، طيب انا فهمت الفورمز اللي هي الفينجر فورمز دي بتاعت ازاي. دايما فكر ان انت اللي عارف السيكونس، ان انت السيكونس اللي بيطلع لك ده سنوت لينير بروسس، انت فوت تبقى فيه سيركلر، انت تفضل تروح وتيجي في البرزنتيشن كفيربل وكفيجوال لغايه لما توصل للسيكونس اللوجيكال اللي احنا بنتكلم عليها. مهم جدا انت مثلا الكونسبت اللي انت ابتديت بيه وحطيته في اول بارت من البوستر ما يقفش على هناك، لازم دايما تريفير ليه في كل الستيجز بتاعتك، لان هو في الاخر هو ده المفروض الايديا بتاعتك، وان انت بتحاول انت ترانسليت الفكره دي اللي انت قعدت طول السمستر وقعدت او طول حتى المشروع بتاعك بتدرس فيها وبتاخد سايت اناليسيس بتاخد ستراكشر بتجمع كل المعلومات اللي عندك عشان في الاخر تحطها تطلع لك المشروع ده. فده مهم قوي ان انت دايما تبقى بتفكر فيها وازاي هتعملها. ده هو حتى لما جه يفكر ان هو مثلا في الاكزامبل ده ان هو يابوريت الكونسبت بتاعه عمل سكتشنج، وهتلاقي ان السكتشنج ده او الكونسبت سكتش ده موجود قوي في كل حاجه، حتى في الثري دي شوت اللي موجود هتلاقي نفس المود نفس اللاينز اللي فيه. فده بيبين ان هو في الاخر اتس وان اركتكت اللي هو عمل مشروع ما هوش
قسم المشروع لحاجتين. الحته دي اللي بحب اني الموضوع بين very interesting quote من كورتوزي. ان كورتوزي كان بيتكلم ان الرسم هو اكتر حاجه بتلابريت فكرتك. فانت بدل بفوض ان انت بتباك اب رسمك بكلامك. فانت لما تيجي تعمل البرزنتيشن بتاعتك فكر، هل ان انا هختار دايما كان مشان سوبرين بيتكلم ايه اللي هختاره ان احطه في البوستر؟ هل ابتدي افكر ان انا احط الصور دي؟ لا احط الستادي دي؟ لا احط الستادي بتاعت الستراكشر جنب الحاجات. فكل ده المفروض في الاخر يديني ان يبقى في سيكونس وفلو واضح جدا وكل حاجه تكون لوجيكال وباك اب مشروع. ومن الحاجات المهمه قوي ان في الفيز دي لو اتسالت في حاجه وانت مش عارف انت مش عارف تقول بتريفير ان انت هتعمل ستاديز فيردر ستاديز، مش من فين نخش في فيز اللي هو لا انا هقول كلام انا مش عارف. ودي برضه هتبقى شويه من المشاكل اللي اي ثينك اللي بعديها باشمهندس عمرو عوف هيتكلم فيها وهينفسايز على مشاكل اكتر. شكرا. شكرا يا احمد وشكرا ليكم كلكم. عايز اشكر طبعا دكتور محمد على الفرصه الجميله دي، والحقيقه كل الناس اللي ببريزنت معاهم النهارده كلهم يا اما درسوا لي يا اما فادوني حتى بشكل غير مباشر، فانا سعيد ان انا معاكم كلكم. تعالوا كده اشير السكرين. طيب، هو زي ما احمد اتكلم على ان الدروينج او الرسمه اللي احنا بنعملها في الاخر هي دي البرودكت بتاعنا، ورغم ان الكلام مهم جدا لكن البرزنتيشن او الرسمه غالبا بتكون اهم. وعايز اقول لكم ان حتى في مشاريع التخرج غالبا انتوا عارفين طبعا الطلبه يعني كلهم هيبقوا عارفين الشاشات بتتحط جوه والاوضه بتتقفل والناس بيطلعوا بره. ايه اللي بيحصل جوه الاوضه في الفتره دي؟ اللي بيحصل الجوري والدكاتره والمعيدين بيبداوا يبصوا على المشاريع كلها، والحقيقه هم بيكونوا فكره عن معظم المشاريع. ممكن مناقشتك بالكلام ممكن ترفع المشروع شويه او تنزله شويه، لكن في النهايه انت بتبقى محطوط في رينج معين بسبب الدروينجز بتاعتك. فالدروينجز انا ببقى شايف انها حاجه مهمه وجزء اهم جزء في بيع المنتج المعماري اللي هو بالطبيعه هو منتج بصري يعني. ففي الحقيقه انا في البرزنتيشن دي هدي شويه تيبس او شويه نصايح. احنا مطلوب مننا برزنتيشن كل واحد في 10 دقائق او ربع ساعه، فمفيش وقت ان انا اقعد اتكلم عن كل حاجه في البرزنتيشن او كل الافكار في البرزنتيشن. فهحاول ابقى سبيسيفيك على قد ما اقدر، وهمسك خمس نصايح هتكلم عليها. او هم في الحقيقه خمس غلطات انا شخصيا كنت بعملهم واتعلمت ازاي ما اعملهمش بالطريقه الصعبه يعني. هو ما حدش قال لي، وعشان ما حدش قال لي وانا اتعلمت ده بالتجربه، فاظن ان شيرنج الحاجه دي ممكن يفيد ناس كتير، اتمنى يعني. طيب، لما بنيجي نعمل برزنتيشن للمشروع بتاعنا دايما بيبقى عندنا اكسبكتيشنز وعندنا طموحات ان احنا عايزين نعمل احسن حاجه واحلى حاجه. وطبعا اللي قدامكم ده مش احسن حاجه، بس يعني مشروع شبه خلصان بمكاتب بشوتس بتوضح كل حاجه. وفي الحقيقه ما بنقدرش نحقق ده قوي، اكيد مش ده اللي بنقدمه في الاخر، لكن بيقابلنا مشاكل ممكن ان احنا ما عندناش تكنيكاليتيز قوي ان احنا نطلع اللي احنا عايزينه. وفي كتير من الاحيان ما بنلحقش نطلع اللي احنا عايزينه. وانا كتير قوي من كلامي النهارده هيبقى ليه علاقه بما بنلحقش دي. ايه المشكله؟ ايه اللي بيخلينا ما بنلحقش نبريزنت المشروع بتاعنا؟ فانا هقول لكم على الفايف تيبس. في الترتيب بتاع الشغل بتاعنا عاده بنقول ان احنا بيبقى عندنا فكره بتاع ديزاين، وبعد كده بنبدا نرسمها، بنعمل لها 2 دي دروينجز 3 دي شوتس، وبعد كده بنطلع ريندرز وبنبدا نرص الكلام ده على البوردز او على الشاسيهات بتاعتنا. انا بالتجربه لقيت ان الكلام ده مش ادق حاجه او مش اصح حاجه على الاقل في شغلي، واعتقد ممكن ناس كتير يتفقوا معايا في الموضوع ده. ليه مش اصح حاجه؟ لان اكتشفت ان البوردز مهمه جدا. انا اول ما بعرف مقاس البوردز او مقاس الشاسيهات او مقاس التسليمه بتاعتي ببدا اشتغل في النطاق ده. افتكرت دي كانت مسابقه دخلت فيها مع اصدقائي محمد ممدوح وزياد زكي، ده كان كوبري مشاه في ايرلندا، خدنا فيه مركز اول. انا بوريكم دلوقتي الثينكينج بروسيس بتاعت الشاسيه، واحنا بنرص الشاسيه في الاول خالص. هو في الحقيقه ما فيش مشروع يعني، المشروع لسه ما طلعش، لسه ما فيش 3 دي موديل للمشروع،
في متخيلين الاليفيشن ممكن تبقى عامله ازاي، لان احنا عايزين حاجه تبقى ايكونيك من بعيد وكده، فده شفافه اتحولت للاليفيشن يعني واتحطت على الشاسيه، وبدانا نتخيل العناصر اللي احنا محتاجين نتكلم عنها، الاستاديز اللي بتحكي المشروع بتاعنا، مش بقى حركه الشمس وحركه الويند مع اهميتها في بعض الاحيان، بس هي ملهاش علاقه بمشروعنا، فبنستعمل الاستاديز المراقبه وبنبدا نرص المشاريع بتاعتنا على الشاسيه من قبل حتى ما يبقى في مشروع. ابدا اتخيل نسب الشوتس اللي انا محتاجها، انا محتاج كام شوت؟ محتاج 3 شوتس او 2 مش عارف لسه، بجرب هيبقوا لاندسكيب، هيبقوا بورتري، كام ستادي هحطها في المشروع بتاعي، وهكذا. وده بقى تطور الشاسيه واحنا شغالين، المشروع شغال امبارل على جنب قاعدين بنحاول نطور فيه، واي حاجه بقى بتخلص نبدا نحطها على الشاسيه، نبدا نشوف الاستاديز، نبدا نحاول نخلي بقى الشاسيه رايق شويه او شكله نيت او شكله سيمبل وبسيط، وتحس ان التقسيمه بتاعته منطقيه ما فيهاش افتعال، ونبدا نخلص الدروينجز ونظبط السماء ولا وحرك الكاميرا دي شويه وزود هنا شويه بوست برودكشن لحد ما المشروع بيخلص. فدي اول نصيحه بالنسبه لي، ابداوا في البوردز من بدري. وعايز اقول لكم انا مثلا لما بدخل مسابقات اول حاجه ببص عليها التسليمه هتكون قد ايه، البوردز هي كام بورد مقاسها قد ايه، ده بيديني فكره عن عدد الشوتس، كميه الديتيلنج اللي انا محتاجها في المشروع. يعني لو بورد واحده غالبا مش هحتاج تفاصيل كتير، لو مشروع كبير ابقى عارف ان البلانز مثلا هتتسلم بسكيل كبير قوي 1-400 او 1-500 مثلا، فما ضيعش وقتي في تفاصيل ملهاش لازمه. فدي اول تيب مهمه لتوفير الوقت. تاني تيب ان برضو احنا دايما السيكونس بتاعنا هنخلص 2D drawings، هنرفع 3D وبعد كده نفيجواليز او نعمل رندرز، بغض النظر طبعا عن ان ال 2D وال 3D المفروض يبقوا ماشيين مع بعض، وانا بفكر في الديزاين وبإكسبرمنت ده مع ده، وفي الاخر الديزاين بتاعي هو برودكت 3D يعني، فالمفروض ال 2D دايما ابقى بشوف شكله عامل ازاي في ال 3D. لكن بغض النظر عن الجزئيه دي، مهم بالنسبه لي ان الرندرز او الكاميرز تبقى محطوطه عندي من البدايه، فانا بالنسبه لي السيكونس ده برده مش افضل حاجه. اكزامبل برده المشروع ده كنت شغال فيه مع باشمهندس محمد عاطف وباشمهندس احمد يوسف، كنا ده اوفيس بيلدينج في اسكندريه، والحقيقه المبنى طبعا زي اي مبنى ليه 4 فسادز، اشتغلنا معظم شغلنا كان على ال2 فسادز اللي باينين عندنا في الشط اللي ورا، ما عمل لهم ديزاين، لكن احنا كل شغلنا بنحط الكاميرا وبنبدا حتى نسب الفتحات ونسب التخريمات اللي احنا بنعملها في المبنى والكتل والحاجات دي، بنحاول ان يبقى شكلها انترستنج في الكاميرز اللي احنا واخدينها. اكزامبل تاني المشروع ده برده كانت مسابقه برده في الصين، برضو مع محمد ممدوح وزياد زكي، والحمد لله برضو كسبناها. ده برج ارتفاعه 57 دور، كان مطلوب مننا نعمل ريديزاين للاتريوم اللي موجود، وفي صور بقى للاتريوم اللي جوه البرج ده، محتاجين نعمله ديزاين بحيث ان الناس يحبوه، يحبوا يستعملوه حاجات زي كده. فقلنا ان احنا هنديزاين حاجه فور ذا بيبل، وبدانا نعمل سكتشز وشفافات ونعمل شكل 3D، وبعد كده نركبه بالبوست برودكشن على الصوره اللي موجوده عندنا. احنا المشروع كله وان شوت كاميرا، يعني كاميرا ثبتناها وفضلنا شغالين عليها. انا بعمل دلوقتي تمبرري ستراكشر، يعني ستراكشر حاجه هتتفك وتتركب وليها مليون شكل ممكن تطلع بيه، بس انا محتاج اخد منظر يبقى ظريف ويعبر عن اللي انا عايز اقوله، سواء بالديزاين او بتركيب الاشخاص او باللايتنج او بالمود العام بتاع الحاجه اللي انا بقدمها. فبثبت كاميرا وبعمل ديزاين على الكاميرا، يعني حطينا الشفافه على اللابتوب وبدانا نرسم وعملنا شكل، يبقى شكله حاولنا يبقى شكله انترستنج يعني في ال 3D برودكت اللي في الاخر. فبالتالي احنا في الاخر بنقدم رندر او دي الحاجه اللي الناس بيشوفوها، لكن الموديل بتاعي ممكن يبقى فيه تفاصيل كتير وحاجات كتير مش باينه ومش ديزايند قوي، مش مشكله، لان انا بقدم حاجه في حيز معين. حتى لو انا عامل تفاصيل لنفسي، التفاصيل دي مش هتظهر، يبقى يفضل ان انا اعملها في الاخر، ما اعملهاش في الاول واضيع وقتي وبعد كده ما الحقش ابريزنت المشروع بتاعي. ليه برضو بقول ده؟ عشان انا كنت بغلط الغلطه دي، بتسحل بقى وانا شغال على ال 3D والاقي نفسي قاعد بعمل تفصيله الهاند ريل، وقاعد بعمل السكرين اللي مش عارف راكبه على واجهه مش هتبان عندي في اي حاجه. فحطوا الكاميرز عشان تعرفوا اولوياتكم وتعرفوا انا محتاج حاجه بورتري، لاندسكيب، شوت مربع، وات ايفر ايه اللي انا محتاج اقدمه. ثالث حاجه نختار ستاديز مناسبه للمشروع بتاعنا. زي ما كنت بقول لكم دلوقتي، في كده ستاديز محفوظه
بنرصها كده فوق بعض، حركة الشمس والرياح، مش بقلل من أهمية ده، دي حاجات مهمة جدا، بس لو اللي أنا بقدمه ده مش بيوصلني للكونكلوجن إن والله شكل المبنى بقى عامل كده عشان الظروف دي، أو الفساد الواجهة دي تغيرت أو كسرت فيها أو عملت الفتحات بشكل معين برضو للدراسات اللي أنا عملتها، لو مش بوصل للكونكلوجنز دي يبقى ده قلته أحسن، فعلا قلته أحسن، لأن الجوري هيسألني إيه ده؟ ليه يعني؟ فيفضل إن أنا أختار الدراسات اللي أنا شايفها بتعبر عن مشروعي. مهم جدا إن أنا أعرف إيه مفتاح المشروع بتاعي، كل مشروع بيبقى ليه مفتاح. يعني لو أنا شغال في كونتكست، غالبا الكونتكست الجوري أول حاجة هيسأل عليها الكونتكست بتاعك أنت إزاي أثر على المشروع بتاعك. لو أنا شغال على كونتورز هيبقى انترستنج بالنسبة له، هو عايز يعرف أنا إزاي حليت العلاقات بتاعة المبنى بتاعي مع الكونتورز. لو أنا مثلا مشروع مستشفى فالفانكشنز مهمة جدا ومحتاج أفصل السيركيليشن بتاع الدكاترة عن التمريض، عن مش عارف المرضى، عن العيادات الخارجية، عن الناس اللي بيجوا يباتوا في المستشفى غير الناس اللي بيجوا كل يوم ويمشوا، حاجات كده يعني سيركيليشن معقد شوية، فالفانكشن مهم. فلازم أعرف إيه مدخل مشروعي، وغالبا مشروعي ما بيكونلوش مدخل واحد، غالبا ممكن يبقى ليه أكتر من مدخل. لو بافيليون مثلا، بافيليون مبنى ملوش فانكشن والاركيتكتشر نفسها هي الاكزيبت او هي الحاجه اللي انا بعرضها، فغالبا الكونسبت الفلسفي هو الحاجه الوحيده اللي موجوده في المبنى، وهو ده اللي انا بعتمد عليه، وازاي بحول الكونسبت الفلسفي لعماره. فكل مشروع وليه ظروفه، وكل حاجه لازم بس اعرف الظروف اللي بتحكمني واعرف المدخل الصحيح للمشروع، وبالتالي بحط الاستاديز بتاعتي اكوردنجلي. فلما اجي اشرح مشروعي من خلال الاستاديز او من خلال الكلام، مش هبدأ مثلا كلامي بان انا اقول انا عملت المدخل هنا او انا عملت الشبابيك كده عشان كذا، لا، انا لازم اشرح الاول مدخل المشروع، الكي اسبيكتس او المفاتيح المشروع زي ما قلنا. رابع حاجة شايفها مهمة جدا ان يبقى عندك فريش اي وانت شغال. دايما واحنا شغالين ببقى قاعد مثلا قاعد بقى ساعات كتير بتعمل بوست برودكشن لشط، او قاعد على الموديل، قاعد بتلف حوالين الموديل، بتوربت في الموديل، انت عينك بتتعود عليه خلاص، ما بتبقاش فاهم ايه الحاجه الحلوه في الموديل بتاعك او ايه الحاجه الوحشه في الموديل بتاعك. وعند مرحله معينه بتحتاج تاخد قرارات، محتاج تعرف اخد الشوت ده ولا الشوت ده، ايه اهم في مشروعي، الحته دي ولا الحته دي. فمهم جدا ان يبقى عندك فريش اي، تبدا تشوف الحاجه اللي انت المهمه اللي انت محتاج تشوفها، تعمل ده ازاي ببساطه، سيب المشروع وارجع له تاني، اقفل الشوت اللي انت بتعمله وارجع له تاني، او اسال حد زميلك عينه مش واخده على المشروع بتاعك وخد رايه، حلو مش حلو، هو اول ما يشوف كده هيقول لك اه دي حلوه عشان كذا او مش حلوه عشان كذا. حاجه كده عامله زي انك مثلا في مشوارك اليومي وانت رايح الجامعه او الشغل، انت بتتعود على المشوار، بتبطل تبص على الحاجات اللي جنبك، خلاص انت مش بتشوف المحلات، مش بتشوف الزباله اللي على الارض، مش خلاص انت ما بقتش بتشوف من التعود. ده بيحصل برده مع المشاريع المعماريه. فانا شايف ان الفريش اي حاجة مهمة جدا، ولما بقيت باخد بالي من الحتة دي، يعني لما بقيت مش عارف اخد قرار اسيب اللابتوب وارجع له تاني، او اسيب الشط واروح اكل حاجة من التلاجة مثلا وارجع تاني. خامس حاجة نصيحة انا شايف انها يعني حاجة underrated شوية، انك تكتب الحاجة اللي انت بتفكر فيها وتكتب الكونسبت. احنا غالبا دايما في مشاريعنا بعد ما بنخلص الشط وحطينا عنوان المشروع والاستاديز وكده، الكلام بقى ايه اللي هي الحتة اللي على الشمال دي اللي بنقعد نكتب فيها، ارزع بقى اي كلام، حط اي كلام. انا شايف ان ده مش مهم، وشايف يعني مش صح، وشايف ان مهم جدا الكلام اللي بيتكتب، واكتبه حتى في وقت فراغك، بس يعني يبقى مترتب صح. ليه مترتب صح؟ لان هو هيحكمك انت، هو الكلام اللي انت بتكتبه ده هو ده تقديمك للمشروع لما تيجي تتكلم على فكرة، وهو ده ترتيبك للاستاديز، وهو ده طريقة تعريفك لمدخلك للمشروع واهمية الحاجات المختلفة عندك في المشروع. نفس المسابقه دي بتاعت الصين، ده البرج اللي هو 57 دور. لما كسبنا رحنا هناك ورك شوب في الصين، ففي يوم من الايام هناك في ورك شوب قالوا لنا تعالوا نطلع على البرج كلنا وبتاع، طلعنا 57 دور على رجلنا بالبرامس، قعدنا طلعنا 57 دور لحد ما طلعنا فوق، قالوا لنا احنا عاملين لكم مفاجاه، معلقين كل المشاريع ويلا اعملوا برزنتيشن، وما كانوش قايلين لنا ان احنا هنعمل برزنتيشن ولا اي حاجه. فنبدا بمين؟ بداوا بينا عشان يعني الاول، فبداوا بينا. الحقيقه احنا لو ما كناش كاتبين الكلام، ولو مش هاضم مشروعك كويس،
وعارف ايه الحاجات القويه في مشروعك والحاجات الضعيفه في مشروعك، مش هتعرف تبريزنت يعني احنا ولا كنا عاملين ريهرسل ولا مفكرين ولا اي حاجه، بس خلاص انت بتبقى بعد الكلام والاستاديز والترتيب انت خلاص بتبقى وصلت للمرحله انك هتقدر تبريزنت المشروع بترتيب كويس وبهيراركي منطقي وبشكل بسيط من غير ما تبقى معقد الدنيا على الناس اللي بيسمعوا. هراجع كده بسرعه الفايف تيبس. اول حاجه هنبدا بالبوردز اول ما بنعرف المقاس بتاعها. تاني حاجه اول ما ال 3 دي موديل يبدا يبان له ملامح كده ابدا احط الكاميرز بتاعتي واعرف انا هاخد الشوتس بتاعتي منين عشان ابدا اديتيل الشوتس في الحته دي. ثالث حاجه اختار الاستاديز المناسبه. رابع حاجه احاول يبقى عندي دايما فريش اي وانا شغال. خامس حاجه ما انساش الكتابه، اهتم بيها شويه صغيرين وهي مش هتاخد وقت كبير، يمكن يوم او نص يوم او حاجه. ده اللي كان عندي، شكرا وجود لك لكم كله. طيب شكرا عمرو، وشكرا طبعا دكتور محمد محمود وابراهيم واحمد شريف ويزن. انا دلوقتي هكلمكم. انا مبدئيا اسمي ابراهيم النجار، انا دفعه نفس الشباب اللي احنا بنتكلم كلنا، وهنتكلم شويه. يعني انا حتى السلايدز اللي عاملها مش حاطط قوي من المشاريع بتاعتنا، عاملها من حاجات فيري كومن عند الناس كلها وبتشوفها الناس كلها بطريقه يوميه، عشان ما تبقاش حاجه ليها علاقه بان انا يعني حاجه اللي هو ده موقف مثلا معين مش موجود عندي. لا، هو الحاجات اللي هنتكلم فيها دي كلها زي ما هو كل الناس اتكلمت بطريقه فيري انفورماتيف، موجوده لكل الناس وافيلبل لكل الناس ان هم تو الابريت من فيها بطريقه او باخرى. انا هتكلم في ثلاث حاجات مينلي. اول حاجه ليها علاقه بالبرزنتيشن طبعا، الايدز بتاعتك في البورد نوعيتها ايه، وانت عايز تكون انهي نوعيه من البوردز دي. الحاجه الثانيه هتكلم فيها هي ليها علاقه بالتوكينج سكيلز، ان انت لما بتتكلم مع الجوررز اللي عندك سواء في مشروع برزنتيشن للجرادويشن او حتى مع كلاينت بعد كده، انت محتاج تبقى ايه الحاجه اللي المفروض عندك واعمل بيها. والحاجه الثالثه عايز اتكلم فيها تيبس اند تريكس كده هيدن، ممكن تبان قوي في كلامي ان هي ساذجه خالص، بس اكشلي اتس فيري 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 يوسفل وممكن تدوها عندنا دايما يعني. فادوني فرصه بس اشير ماي سكرين لحظه واحده. كده السكرين باينه لكل الناس والصوت واضح. طيب اول حاجه هتكلم عنها ايه نوعيه البرزنتيشن، الاركتكتشر برزنتيشن بوردز اللي يوجوالي احنا بنشوفها، يعني اللي دايما بنشوفها عند معظم الناس او الناس بتبرزنت بيها. في حاجات اللي هي نيوترال. بمعنى ايه نيوترال؟ بمعنى ان هي تيبيكال بنشوفها دايما او دايما بنتعلمين ان احنا نعملها، اللي هو سواء بقى مشروع لاندسكيب او سواء مشروع اربن او سواء مشروع اركتكتشر او انتيريو ديزاين او اي حاجه من علاقه من المجالات بتاعت الاركتكتشر، احنا دايما بيبقى عندنا بورد بيبقى فيها عنوان، بيبقى فيها ستاديز، بيبقى فيها شويه كلام، بيبقى فيها رندر شوت، بيبقى فيها بلانز، رايت؟ فدي نيوترال. البورد دي انت عملت لها برزنتيشن بطريقه 3 دي رندرز، عملتها بهاند سكتشز، عملتها بدروينجز باك اند وايت، عملتها بوتر كلر، في الاخر انت عندك التركيبه دي اللي انت ماشي بيها. اوكي، فده واحد من التايبس. دي اكزامبلز بتشوفوها حتى من ديفرنت تايبس اوف برزنتيشن لنفس تقريبا نفس التقسيمه، يعني ممكن الاستاديز تطلع فوق وتنزل تحت، بس في الاخر احنا عندنا نفس الحاجات اللي موجوده في البورد. ده one type of presentation architecture presentation boards. اوكي، نيجي للتايب الثاني اللي هو بيبقى عاده شويه يونيك او شويه ديفرنت او شويه مش ديفرنت عشان هو احسن من النيوتر، لا هو ديفرنت عشان انا المشروع بتاعي محتاج ده، محتاج يكون عنده في حاجه انا محتاج اركز عليها قوي، مش محتاج التزم قوي بالطريقه اللي هي المعتاده بتاعه الاستاديز والكلام ده كله. اليونيك ده يعني انا مثلا في المشروع ده اللي هو مكتوب عليه دامب سيتي، هو هنا انا مش شايف اي بلان ستيل، يعني ممكن البلانز تيجي ليتر، ممكن اجي احط البورد دي
ويبقى عندي في الاخر بامفليت بوزعه على الجولرز او حاجه او شويه اي 4s حاطط فيها البلانز وحاطط فيها كل حاجه، بس انا مش حاطط في البورد عندي ال وفي حد بيقول الشاشه سودا يعني احنا شايفين ما بعرف okay. عن الناس بس okay. شايفين احنا شايفين باين ابراهيم بس حد ممكن ياكد لي اذا كنتوا شايفين او لا يا جماعه احنا شايفين باين ابراهيم اوكي okay. سوري يا جماعه طيب هرجع كامل. فواحدة من الحاجات يعني مثلا انا ممكن زي ما كنت بقول ممكن عندنا بامفلت هو اللي فيه البلانز والحاجات التكنيكال شوية، وانا في الاخر عايز ابريزنت المشروع بتاعي بطريقة معينة عشان بيوضح فكرة معينة عايز اوصلها. فالبورد بالنسبة لي ما فيش فيها البلانز او السكشنز الحاجات اللي احنا متعودين عليها. وممكن الحاجات اللي انا بعملها دي مش لازم تكون very يعني exaggerated، يعني ممكن as simple as this. يعني مثلا for example this photo on the right هو في الاخر بيزيكلي هو واخد سكتش اوف موديل او 3 دي موديل ومطلعه حتى بالبلاك اند وايت سنس بتاعه ومزود عليه شويه احمرات كده وبيبل وبتاع، بس هو مبين الفكره اللي هو عايز يوضحها اللي هي علاقه بالليفلز، ليها علاقه بالاستوديوز ازاي محطوطه فوق بعض والكلام ده كله والكونكشن بتاعتها بالفاكتوري اللي جنبها والكلام ده كله. اوكي وده زي ما بقول لكم برضو ملوش علاقه بالتايب اوف اركتكتشر، هل هو اركتكت ولا لاندسكيب ولا اربن ولا ايا كان، في الاخر الطريقه واحده بالنسبه للتايبس كلها. اوكي ايفن ممكن يكون النوع بتاع البرزنتيشن بتاعي بيانفسايز حاجه ليها علاقه بالستراكشر. يعني انا شايف هنا مثلا في البرزنتيشن على اليمين دي بتقول لي والله ان الاستراكشر، يعني انا قاري الاستراكشر وشايف ان الاستراكشر هو حاجه من الحاجات اللي بتعمل الاركتكتشر عندي او بتعمل البافيليونز اللي محطوطه دي. اوكي والنوع الثالث او الاخير او اللي انا شايفه يعني انا قسمتهم ثلاثه بطريقه بس يعني من وجهه نظري. الحاجه الثانيه اللي هي تكنولوجيكال شويه على حسب العصر كل everything is going digital، ان انت يكون عندك ايدز زي الفي ار والاي ار بتلبس ال الجولر بتاعك نظاره بتخليه يمشي جوه المشروع ويشوفه عامل ازاي ويبدا بقى يعيش في اكسبيرينس مختلفه. اوكي ودي حاجات يعني برده ده نوع ثالث برده بيفرقش اذا كان المشروع بتاعك اركتكتشر ولا ايا كان، برده نفس الفكره بتمشي عليك. هتكلم على حاجه بقى في البرزنتيشنز دي كلها سواء كانت نيوترال ولا يونيك ولا تكنولوجي ولا اي نوع رابع ممكن يكون حد عنده ديفرينشيشن ليه. الدوز اند دونتس عامه في البرزنتيشنز اللي انت محتاج تكون حاططها في دماغك ايه هي؟ في كام اسبيكت كده عايز اتكلم عليهم في الفيجوالي، حتى حاجه زي الشيبس، حاجه زي البروبورشنز والديتيلز، حاجه زي البروبورشنز فيرسز ديتيلز يعني، حاجه زي الشيدز والتونز، حاجه زي السكيل اللي عندك انت في البرزنتيشن بتاعتك. اوكي انا لما باجي اعمل برزنتيشن لمشروع السكريل بتاعه شويه اربن، يعني مش اربن بس يعني اللي هو مش مبنى مثلا تاور، لا انا بعمل عباره عن كومبلكس اوف يونتس واخده مثلا لايك 20 بلوكس او حاجه. اوكي انا مش محتاج ان انا اخلي الاركتكتشر ريندرز بتاعتي باين فيها كل تفصيله شباك في البوكس دي، صح؟ دي اول حاجه. الحاجة الثانية، هل أنا محتاج يكون كل الكونتكست اللي حواليا متشاف واضح زيه زي المشروع؟ برضو لا. اوكي فور اكزامبل الصورة اللي قدامكم دي ده برزنتيشن لسام لاندسكيب ايديز في ساحة ما. اوكي هو الراجل سمبلي ملون، يعني as simple as this واز كليشيه as this، هو ملون اللاندسكيب فيتشرز اللي موجودة عندك ومخلي الباك جراوند زي ما هي واضحة بس ستيل فيدد شوية أو بلاك اند وايت، فهو he gives an يعني خلى عندك في انتباه او اتنشن للحاجه اللي هو عايز يعرضها عن الحاجات الثانيه. تمام نفس الكلام هنا، ده برضو لاندسكيب ايديا، فانت مش شايف الباك جراوند على قد ما انت عارف شفت خلاص فيجوالي ان في باك جراوند وفي مباني وفي كل حاجه، بس انت مركز قوي على البنشز دي عامله ازاي وعلى الناس قاعده ازاي في البنشز وعلاقه الفيتشرز بتاعت اللايت او فيتشرز بتاعت الشجر مع البنشز دي. تمام الصوره اللي جنبها الاربن، انت مش شايف اصلا اي مبنى، انت بتتكلم على باث معين فهو مبين لك اللي شايف السكيل عامل ازاي وفارق ازاي في طريقه البرزنتيشن. اوكي نفس الكلام هنا، يعني نفس الاكزامبل الموضوع اللي فات، هنا بدانا نخش شويه في سكيل اصغر،
وبوريك الصورتين دول اللي هو على اليمين وعلى الشمال، ان الصوره اللي على اليمين دي بيورلي بلاننج، وازاي الانتقال ما بين السكيلز عندك راح بالبروبوشن لحد الصوره الاخيره، والصوره الشمال بيوريك بقى المبنى نفسه حجمه وشكله وعلاقته بالكونتكست عامله ازاي. وفي نفس الوقت برضو انا شايف الكونتكست، بس شايف قوي الفوكس جاي على مين، جاي على المبنى اللي انا بعمله ديزاين. تمام، دي اكزامبلز ثانيه او صور ثانيه بتبين نفس البوينت. حتى هنا اركتكتشر لما بتكلم بقى على فساد، انا حاطط حتى بغض النظر اذا كان الاركتكتشر ديزاين ده مناسب للكونتكست ولا لا، بس انا مبين ان انا الفوكس بتاعي على المبنى ده، وحاطط المباني الثانيه از باك جراوند، هي موجوده مش لاغيها، بس هي في اخر باك جراوند عندي. اوكي، الحاجه الثانيه زي الشيبس. اوكي، انا ما عنديش مشكله ان انا اربط البورد كلها بطريقه العرض بتاعتي. يعني فور اكزامبل السمبل برضو از كليشي از ذس، ان انت يكون عندك المبنى بتاعك او الفيلا بتاعتك او البيت بتاعك في بيدمنت قويه قوي شكلها مثلث قوي كده، الراجل عمل الشجر حواليها بنفس المود، فانت هو حط البرزنتيشن كلها في مود عشان يدخلك في مود المشروع، عشان تحس ان انت لما بتشوف المشروع بدات تفهم شويه اكتر في المود والفيجوال ابييرنس بتاعه. اوكي، حاجه من الحاجات، طبعا كل الحاجات اللي فاتت دي ليها علاقه بالدوز نوت بالدونتس، انا لسه ما جيتش للدونتس. اوكي، طبعا وده بينطبق برده ثاني اجين على اذا كان البرزنتيشن ليها علاقه فوتوشوب ولا بسكتش ووتر كولرز ولا ماركرز ولا بين ان انك ولا حتى فيجوال اسمه ايه ده ريندرينج، اي 3 دي ريندرينج يعني كمبيوترايزد. هنا مثلا انا هتكلم بقى على دوز اند دونتس في حاجه مثلا شويه تكنيكال. دول صورتين دول في ريندر في برزنتيشن كونسبت تقريبا نفس الكونسبت، فكره ان انت عندك انتيريور شوت عايز ده يتبين فيه اللايت داخل ازاي، وعايز تنفسايز على حاجات معينه، بس الصوره اللي على الشمال انا شايف من وجهه نظري ان النور بقى زياده قوي لدرجه ان انا في شويه من الحاجات الاركتكتشر اللي موجوده بقيت شايفها قوي، والميه واخده جزء كبير من الشوت. والصوره اللي على اليمين بدات يبان الشد بالستراكشر بتاعها بالديتيلز بتاعتها بكل حاجه، واللايت ما وباين ان هو في لايت داخل طبعا، واللايت ما منعتش بقيه الاركتكتشرال اليمنتس اللي موجوده في المكان نفسه. اوكي، في الدوز اند دونتس بارتو، ودي حاجه بتريليت ليا انا من الحاجات اللي بشوفها، وفي اكيد ناس منكم كتير بيبقى عندهم ربط ما بين البرزنتيشن والارتستيك سكيل. يعني هو عشان انت تعمل برزنتيشن كويسه لازم تكون ارتستيك سكيل عندك عاليه جدا، ابسولوتلي نوت، بالذات ده ممكن يكون اصلا لعنه مش ممكن يكون نعمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي ارتستيك سكيل عاليه جدا ما ينفعش ان اوفر اي كانوت اوفر دو ات اي كانوت اوفر يوز ات. بمعنى ايه؟ الصوره اللي على الشمال دي واضح ان في حد عنده ارتستيك سكيل عاليه جدا في الووتر كولرز وفي السكتشنج والكلام ده كله. هو لما جه يعمل برزنتيشن للاركتكتر الفيلا اللي بيحطها او للبروجكت اللي حاطه ده، انا اكشلي مش فاهم الاركتكتر من كتر ما انا شايف انه الكومبوزيشن بتاع الكولرز بتاع الووتر كولرز حلو جدا، وما بقتش شايف المبنى خالص. نفس الكلام في البرزنتيشن اللي جنبها، الشوت اللي هو واخده النايت شوت اللي واخده في السكشن ده ومبين وراه الباك جراوند اباف ات، تايه جدا في وسط البورد. The whole board is in a very similar tone. الكونترست بتاعها ما هوش واضح، ومش عارف انا انت بتتكلم على ايه بالظبط، انت بتتكلم على الحته دي ولا بتتكلم على الاربن فوق اللي ما بين المباني ولا بتتكلم على ايه بالظبط. طبعا انا هعرف لما هقعد اقرا، بس انا بتكلم على اول امبريشن بتشوفه لما بتحط البورد. اوكي، فمهم يكون الواحد عنده البوينت دي. الحاجه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها بسرعه، ان انت ما تفتكرش ان انت عشان يكون عندك نولج زي ما اتفضل دكتور محمود ولاندسكيب سوري ويازن اتكلم في لاندسكيب والنولج اللي المفروض تكون عارفها عن المشروع عندك، ما تفتكرش ان انت it's impossible to present this. There is a lot of sections and perspectives ways that you can do that. اللي انت تقدر تعمل بيها الاستراكتور بطريقه سمبل جدا وتبين الاستراكشر بتاعك من غير ما تكون حتى داخل في تفاصيله. يعني اللي عمل البرزنتيشن بتاعه الاستراكشر دي جوه الفيلا دي ما كانش دارس استراكشر زي ما انتم متخيلين، هو ستيل ذا اركتكت از دوينج ذات زي ما دكتور محمود كان بيقول. بس لحد الليفل ده يو هاف تو هاف ذس نوليدج، يو هاف تو نو وات يو ار دوينج ان ذا استراكشر اسبيكت اند ذا لاند سكيب اسبيكت، وتبريزنتو
والبرزنتيشن بتاعته still it's not detailed. يعني if you think that this is detailed, this is not detailed. This is a presentation of the type of the structure اللي ماشي بيه الفيلا دي او ماشي بيه المبنى ده. كل دي points حتى as simple as الصورة اللي على الشمال دي. انت بس هنا بينت ان انت عندك concrete and slab system for example. Okay. على اليمين بينت ان انت عندك steel system. Okay. فكرة الستاديز اللي ليها علاقة بالفلوسفي بتاعت المشروع. انت تعمل كولاج بيبين لك الكونتكست اللي حواليك, بيبين لك الاربن اكتيفيتيز اللي بتحصل في المكان ده, بيبين لك الفسادز اللي حواليك. اوكي, there is tons of ways that you can present the studies من غير ما تكون حاجه محطوطه على جنب البورد وبتعمل فيها كام سكتش خفيف كده وفي الاخر ما حدش عايز يشوفها. اوكي سوري يا جماعه. نفس الكلام هنا, يعني هو واخد جزء من الريندر اللي عمله في الصوره اللي على الشمال وواخد منها ستادي عشان تبين الديتيله دي. اوكي, ودي اكزامبلز ثانيه بتبين نفس الحاجه. انا عايز انتقل للنقطتين التانيين اللي هم مهمين وانا شايف ان هم اهم حتى من اللي كنت بقوله دلوقتي, دول ما فيهمش برزنتيشن اسمه ايه ده سكرين, فانا هلغي السكرين بدون دقيقه واحده. اوكي, بالنسبه لل وانا اسف ان انا طبعا عديت 10 minutes بس ادوني بس 5 minutes كمان. بالنسبه للبيرسونال اند سايكولوجيكال سكيلز عندك كاركتكت, انت كنت بتبيع الفكره بتاعتك. طبعا انت لما تكون بتشتغل وعندك شركه او شغال مع شركه وممكن يكون في حد بتاع ماركتنج هو اللي بيروح يقابل الكلاينت وانت بتروح تقابله معاه عشان يشرح لك عشان يبيع وهو عنده سكيلز احسن وانت بترد في حاجات التكنيكال, بس كل ده بيجي بعد ما بتعمل المشروع. فانت في الاول اول مره بتقابل الكلاينت ده انت لازم تكون فاهم شويه يعني ايه تنيجوشيت, يعني ايه تو دو ماركتنج. ودي مش حاجه صعبه, يعني انا قبل ما اعمل قبل ما اجي اتكلم في المحاضره دي او حتى واحنا بندرس, انا من شويه من النهارده الصبح دخلت على ماستر كلاس وشفت فيديو 10 مينتس بيتكلم فيه على نيجوشيشن سكيلز او ازاي تبيع فكره, والموضوع كله ما خدش مني ساعه وجات لي منه تابس كتيره جدا اعرف اتعامل بيها بعد كده لما اقابل كلاينتس. اوكي, ففكره ان انت كاركتكت تو برود يور تزود الاكسبوجر بتاعك للنولجز الثانيه زي النيجوشيشن زي الماركتنج زي البادي لانجوج زي الحاجات دي كلها, دي حاجه مهمه جدا 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 وانت بتتكلم في المشروع. الحاجه الثانيه ان انت لازم لما تخش في برزنتيشن مع كلاينت او مع جورر او مع دكتور انت لازم تخش بكونسبت ان انت بتخش بكونسبت بتاع وين وين سيتويشن. يعني if the juror lose, okay, الدرجه اللي هو مش هتكسب انت لان هو في الاخر متحكم, او كلاينت لو هو شايف ان هو خسران انت مش هتكسب طبعا. لو انت طلعت خسران ففي الاخر هو برضو يعني بوظ لك مشروعك او غير لك الديزاين بتاعك, صح؟ لكن لو انت وطبعا لو الاثنين انتوا خسرتوا يبقى انتوا الاثنين مش هتعاملوا مع بعض وخلاص. ففكره ان انت توين وين معناها ان انت لازم تفهم ان الكلاينت ليه نيدز وانت محتاج تبين له ان النيدز دي اتحققت, وفي نفس الوقت تبين له انت ازاي حققتها بالديزاين بتاعك مش عشان هو قال كده. تمام, فكره ان انت تخش البرزنتيشن لازم تكون عارف ان انت مش بتعمل ديفنس. يعني باجي الاسم المشروع اسم الليكتشر دي اللي هو هاو تو ديفند يور بروجكت, اتس نوت ا ديفنس از يو ار اتاكت. هو مش اتاك, اتس نوت لايك ذات. ديفنس بمعنى ان انت يو ار ديفندنج يور ايديز, يو ار تراينج تو اكسبرس ذم كوركتلي. فلازم تخش البرزنتيشن وعندك كونسبت اسمه حاجه اسمها ديالوج. دايالوج از ا لاتين وورد, از ا وورد كومينج فروم ا لاتين اوريجين اللي هو دايالوجوز معناها ثرو سبيتش او ثرو ريزن. فانت بتبني مع الجورر اللي عندك ريزنز اوف ايديز بتخليه هو اكشلي انترستد ان هو يسمع اكتر او يتكلم معاك. الحاجه اللي انا بشوفها بتساعدني جدا لما بتكلم مع جورر او حاجه او مع كلاينت عشان الهيبه وعشان انا متوتر عشان انا خايف من الشخص اللي قدامي ده, انت عادي جدا تتخيل, مع كل احترامي لكل الدكاتره وكل الكلاينتس, انت عادي جدا تتخيل الكلاينت او الدكتور بتاعك ده في حياته اليوميه عادي خالص. الراجل ده بياكل بيشرب زيك, بيقابل الناس, بيروح يجري, بيلعب رياضه, ممكن يطبخ, يعني هيز ا هيومن بينج نورمال خالص. فانت عادي جدا تتكلم معاه وانت عندك ثقه ان انت الحاجه اللي بتقولها دي ممكن تكون مش عنده, ممكن تكون انت عندك اقوى منه, ممكن يكون هو هيضيف لك وانت هتضيف له. ف
ما تخليش الهيبة اوفر كم الطريقة بتاعت الكلام بتاعتك. في حاجة مهمة كنت شفتها من كام يوم وورك اب للمخرج عمرو سلامة كان بيتكلم فيها على انت ازاي تبيع الفيلم بتاعك. طبعا هو مشروع موضوع بارلل شوية مش الاركتكتشر بس مفيد جدا في طريقة البرزنتيشن بتاعك. ازاي تبيع الفيلم بتاعك للمنتج في اول 30 ثانية بتشوفه فيها. انت دلوقتي واقف قدام المنتج، واقف قدام الدكتور بتاعك، اوكي، واقف قدام الكلاينت بتاعك، بتدوس زرار الاسانسير وهو هينزل، وانت واقف قدامه لمده 30 ثانيه عايز تقول له حاجه. فانت محتاج في ال 30 ثانيه دول تكون عارف هتقول ايه، بحيث ان انت تبين له الفكره، تبين له قويه، تبين له نوع المشروع، تبين له حجم المشروع، وتبين له قد ايه هيتصرف عليه، اوكي، من غير ما تخش تفاصيل كل الحاجات دي. اوكي، بمعنى ايه؟ بمعنى انا هقول مثلا فور اكزامبل انا عندي مشروع كومبلكس عايز في منطقه شعبيه، عايزين نعمل ساحات للاطفال اللي بيلعبوا. الساحات دي في رينج حوالي، الساحات دي بتتكون ما بين حوالي 6 أو 7 مباني، المباني دي دور او دورين، احجامها ما بتزيدش عن كل مبنى ما بتزيدش عن الفوت برينت بتاعه 200-300 متر. ده هيخلق للناس اللي في الكوميونتي ان هم يلعبوا، او الاطفال ان هم يقللوا الجريمه ومش عارف ايه، وان هم يشغلوا وقت فراغهم في حاجه مفيده زي الكورتس بتاعه الرياضه او الكورتس بتاعه الاكتيفيتيز اللي هتحصل في المكان ده. اوكي، طبعا دي حاجه انا خلقتها حاليا، يعني ما يعني فاهم قصدي، مش بنيها من الاول، بس ممكن انا اكون بقوله ده دول 30 ثانيه. لما هو سمع وبقى انترستد ان هو يكمل، هيديك بعد كده 2 minutes او هتدخل معاه الاسانسير عشان تتكلم معاه، اللي هو بيسميها الاليفيتور بيتش. واكشلي 2 minutes دول بيبقوا اهم من ال 30 ثانيه. انت تبدا تدخل الكلاينت معاك في التفاصيل اهم من ال 30 ثانيه الاولانيين دول. بعدين بتيجي تتكلم بقى، لو هو خلاص نجح معاك في الدقيقتين دول، بيبقى عندك 20 minutes تشرح فيه المشروع بتاعك بقى كله ان ديتيلز بالكيس ستاديز بتاعته، بالستاديز، بكل حاجه. بقول الكلام ده ليه؟ انت لما بتيجي تخش البرزنتيشن مع الجور بتاعك، اولا هو شاف المشروع زي ما كان عمرو بيقول قبل ما انت تخش، هو كون باك جراوند عنه. فانت في اول 30 ثانيه دول يا اما بتاكد له الباك جراوند دي، يا اما بتزودها له، لكن ما ينفعش نقصها الباك جراوند. اوكي، ثاني حاجه بعد كده بتخش في ال 2 minutes اللي after 30 seconds دول، بتبدا تتكلم على تفاصيل شويه اكتر عن المشروع بتاعك. وبعد ما تتكلم على تفاصيل شويه اكتر في خلال 2 minutes، لقيتهم ان هم لسه انترستد ان هم يسمعوا، او ساكتين، او ما حدش بيطرح اسئله، او لسه في من بادي لانجوج كده هم عايزين يسمعوا اكتر، بتبدا تخش بقى في السنس بتاع ال 10 minutes او 20 minutes المتاحه بعد كده ليه. ده كله هيتحقق ازاي بقى؟ اللي هتكلم فيه بعد كده هو بيدخل في مرحله الراب اب بتاع اللكتشر دي كلها. هيتحقق ان انت تكون واثق وبتتكلم في 30 ثانيه او الثانيتين او الكلام ده كله، لما تكون دارس المشروع بتاعك كويس جدا، ومش مش مش تارك اي حاجه او اي عنصر في المشروع، مش تارك الميكانيكال ستاديز بالصدفه، مش تارك الحته دي الشاده اللي انت عملتها دي الكبيره جدا مش تاركها بالصدفه ازاي ستراكشر هيتحل. لا، انت فكرت في المشروع كفكره باسباب منطقيه وبريتنز كويسه، وبعد كده رحت عملت ستاديز محترمه في الكونتكست، ودرست اللاندسكيب بتاعه هيكون ماشي ازاي، وفكرت في الاستراكشر بتاعه، ويمكن يكون الاستراكشر بتاعه هو كون لك فكره احسن او ظهر لك المشروع بشكل احسن. وبعد كده جيت زودت في المشروع ده هيتكيف ازاي، ولا هيتنور ازاي، ولا هيبقى فيه سستينابيلتي ستاديز عامله ازاي، ولا الكلام ده كله. وبعدين بدات تبدا تخرج في المشروع وتوريه في البوردز، وانت كل حاجه بتحطها في البوردز انت كشخص مقتنع بيها وشايفها وعارفها قبل ما تحطها. وعشان تعمل ده لازم يكون عندك تايم بلاننج كويس، وفاهم كل حاجه من الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه. ما تفتكرش ان انت لما بتيجي تعمل برزنتيشن زي ما كان عمرو بيقول انت بتخلص الشغل بتاعك وبعد كده بتحط من الشغل بتاعك بتكروس البوردز وخلاص. لا، انت عشان تفكر في البرزنتيشن التفكير ده، عشان تعمل برزنتيشن شويه كرييتيف، كرييتيفيتي doesn't come automatically. كرييتيفيتي comes with effort. انا هقعد ساعه افكر ازاي اطلع البرزنتيشن بشكل فلاني او بشكل مختلف، ازاي والفكره دي والقعده بتاعتي ان انا اطلع بيها افكار، ممكن تكون على البحر، ولا ممكن تكون في البيت، ولا ممكن تكون في حته انا I want to develop ideas. ايه المكان او ايه الطريقه اللي بتخليني develop more ideas more creativity؟ مفيش حد مخلوق كرييتيف لوحده، كل الناس الكرييتيف
around the world اللي انت تشوف ان هم very creative, they do an effort to be creative, they do an effort to develop ideas. What they do after that, they write the ideas, they يكتبوا الفكره دي وما بينسوهاش, بييجوا يبصوا عليها كمان شويه ويبقى عندهم sketch book كده فيه الايديز كلها اللي كتبوها ويقعدوا يراجعوها كل شويه. تمام؟ فعشان انت تعمل الحاجه المختلفه لازم تشتغل على الموضوع ده, وعشان تكون مقنع للجورلز لازم تكون انت مقتنع باللي بتعمله ومذاكره كويس. اوكي؟ وحاجه من الحاجات اللي بنقع فيها وليها علاقه بموضوع الارتستيك سكيلز ده, انت ما تاخدش البرزنتيشن على انها حاجه فور جرانتد لو انت عندك مثلا برزنتيشن كويس سكيلز عاليه, ودي حاجه انا شخصيا وقعت فيها كتير جدا. اوكي؟ انا واحد بعرف, انا شخصيا من الحاجات اللي حد عملتها لحد جراديشن بروجكت اللي عملته من سنه اولى لحد سنه رابعه كلهم كانوا بسكتشز ووتر كولرز وشويه برزنتيشن كلهم هاند ميد, كلهم يعني مين باي هاند. فانا اوقات كتيره جدا كنت باخد الموضوع ده فور جرانتد ان انا خلاص بقى يعني اخر يوم كده هروح عامل راسس البلانز وبتاع واروح ملون والالوان بتاعتي حتى لو في حاجه ناقصه في المشروع هتبهر الجورر وهيتبسط. اوكي؟ لحد ما في مره ونجحت لفتره طويله مش هكذب عليكم, بس لحد في مره ما الدكتور اداني درجه وحشه انا قليت عن الستاندرز اللي انا باخدها. ليه؟ لان هو بدا يتكلم معايا بكام حاجه في المشروع اللي انا ما كنتش دارسهم فعلا, وانا كنت معتمد على السكيل واخدها فور جرانتد اند ذاتس ات. فدي غلطه ما ينفعش تقع فيها ابدا مهما كان. الحاجه المهمه ان انت كاركتكت تعملها ودي هتفيدك في البرزنتيشن مع الجوررز, ان انت تقرا وتشوف وتزود الاكسبوجر بتاعك وتتعلم حاجات جديده زي الماركتنج زي النيجوشيشن. انت مش متخصص نيجوشيشن, مش يو نوت نيجوشيتنج كونسلتنت, بس انت لما بتعرف ان انت مثلا بطريقه او بكلمتين تخلي مثلا اللي قدامك هو اللي فاكر ان هو كسبان الكونفرزيشن وانت في الاخر عملت اللي انت عايزه, دي سكيل هذه ممكن تكون مفيده ليك لما تيجي تبرزنت المشروع بتاعك. اوكي؟ حاجه من الحاجات اللي اتقالت اللي قالها ابراهيم الحديدي ويزن ان انت تو ريهرس, دي حاجه مهمه جدا ان انت تو ريهرس. في تريك حلوه جدا لما تيجي تقعد حد من صحابك وتبدا برزنتيشن وانت حاطط لنفسك 10 مينتس مثلا وتبدا تتكلم على البرزنتيشن بتاعتك لمده 5 مينتس, وقف بعد 5 مينتس وقول له انا هروح ادخل الحمام او اجيب حاجه وارجع تاني. اوكي؟ لو رجعت تاني وهو قال لك ها كمل, معناها ان انت ماشي على التراك صح. لو هو ما اهتمش ان هو يكمل معناها ان انت في حاجه, يبقى انت تايه في البرزنتيشن او انت مش مهتم او هو ما وصلتلوش الفكره او الفكره مش حلوه او تب. فدي حاجه ممكن تتست بيها الريهرسل بتاع البرزنتيشن بتاعك دي تب ظريفه يعني. حاجه من الحاجات اللي ممكن تختبرها في نفسك قبل ما تروح البرزنتيشن مع الجوررز, تقول تحاول تختزل المشروع بتاعك ده كله في 10 كلمات او في سطرين, وشوف لو عرفت تعمل ده معناها ان انت فاهم مشروعك كويس وتعرف تبرزنت كويس قوي. وخلي بالك ان انت لما بتيجي تكتب النوتس بتاعتك, انت طبعا قبل ما بتروح البرزنتيشن او قبل ما بتحضر اي برزنتيشن زي مثلا دلوقتي زي كده, انا بكتب شويه نوتس بقول انا هتكلم على كذا هتكلم على كذا هتكلم على كذا والحاجات دي كلها. النوتس دي مش هي بالظبط اللي انا بقولها قدامكم, انا النوتس دي عشان ارتب بيها افكاري عشان اعرف بيها اقول حاجه ثانيه. ف don't deliver your notes as they are للجور اللي قدامك. بس to wrap up everything, الاركتكت عشان تطلع ببرزنتيشن ناجح او to defend your project properly او to sell your project properly لازم تكون مريت بالثلاث مراحل اللي احنا اتكلمنا عليهم من اول البرزنتيشن لحد من اول البكتشر لحد الاخر. هو ان انت يكون عندك philosophy of project او concept قوي مدروس, مش اللي انا والله عجبني شكل السمكه فعايز انا ابني على شكل سمكه and that's it. لا, it's not like that. لا, انت محتاج ان انت تبني الفلوسي بتاعت المشروع زي ما كان عمرو بيقول في حاجه من الحاجات اللي علاقه بالستراكشر, ليها علاقه بالفلوسي, ليها علاقه بالكونتكست, ليها علاقه مش عارف ايه. الكلام ده كله هو اللي بيخلق بذره المشروع. الحاجه الثانيه, انا درست جوانب المشروع كلها من الكونتكست, من الستراكشر, من الـ architecture, من الانفيرمنتال, من السيستمز اللي موجوده, من وات ايفر اللي موجود في المشروع عندي. عرفت ابدا ترانزليت الافكار دي والدراسه دي للستاديز زي ما كان احمد شريف بيقول, او دايجرامز او دروينجز بعد كده 2D and 3D. عرفت اطلع برزنتيشن سواء كانت بوردز او سواء كانت موفي او سواء كانت فيديوز او سواء كانت كلام ليها علاقه بتبين قوي قوه الفكره بتاعتي وعدم ضعف اي بوينت من البوينتس اللي انا اتكلمت فيهم عشان انا مذاكرهم كلهم كويس. In this case you will be able to defend your product and you will be able to answer any question هيتسال لك من الجورر اللي عندك او من الكلاينت اللي قدامك. لو انت ما عملتش البروسيس دي مظبوط هتيجي في الاخر هتلاقي في حاجه عندك واقعه,
ولو وقعت في المشكلة دي حاول ان انت you don't emphasize this point في المشروع عندك. يعني ما تجيش مثلا تقول ان انت عملت project وخلاص انت يعني it's too late ان انت تفكر في الستركتر وتعمل لي مثلا شوت او سكشن مش هيبان فيه غير ستركتر. فخلاص الغي السكشن ده من البورد بتاعك واعمل بلان يا سيدي من غير سكشن او اعمل سكشن في اتجاه تاني. فاهم قصدي؟ لان انت عارف ان انت you lack this point فdon't expose this point للناس المحكمين او للكلاينتس عشان ما يبقاش الموضوع في الاخر محكم ليك. ولما تيجي تتسائل فيها خليك اونست تقول ان انا ما ذاكرتش الحته دي I will study it and come back to you. ما تفتيش ابدا لان الفتي بيبان من غير ما تفكر كده بيبان على طول مين فتاقي مش مين مش فتاقي. انا اعتقد ان انا خلصت الراب اب حتى بعد البوينتس اللي اتكلمت فيها واعتقد ان هو كده تمام. دكتور محمود لو في حاجه بقى ممكن نقولها او ممكن نفتح الفلور للناس ان هم يبداوا يطلعوا الكويشن او لو عندهم اي اسئله او حاجه. شكرا يا ابراهيم. الف شكر عبيدي. الف شكر ابراهيم. شكرا يزن. شكرا حديدي. شكرا ابراهيم. شكرا عمرو. شكرا احمد. مش عارف اقول لكم الحقيقه كانت الحكايه ممتعه. انا شخصيا مستمتع بقالي شويه عايز ارجع اعمل مشروع التخرج واعمل له برزنتيشن عشان اشوف الاخطاء. طبعا انا بس عايز اقول حاجه الاول خاصه بموضوع الاستراكشر شويه. طبعا لازم تفهموا ان اللي اتقال ده كله ليه علاقه ان حضراتكم تبتدوا تدوروا. طبعا ما كانش عندنا وقت نقول استراكشر كما يجب ولا اي حاجه من اللي قالوها الباشمهندسين ممكن تبقى كافيه في الحته اللي عايز يقولها. يعني احنا بنقول الحاجه عشان نفتح بس السكه. فمثلا حاجه زي الاستراكشر انا كل اللي بقوله عشان اخليك تبتدي تروح تدور على الاستراكشر ازاي تقوم تعرف تقوله. شانس يزن تدور على لاندسكيب تقوم تعرف تقوله. شانس عمرو. شانس احمد. شانس احمد ابراهيم. كل واحد فيكم يدور بقى الحته اللي اتقالت دي ويدور عليها شويه لانه طبعا احنا لو بنتكلم مع واحد واحد طبعا كنا ممكن ناخد ساعتين ثلاثه عشان نتكلم كل واحد على مشروعه لوحده. فاحنا عشان بنكلمكم كلكم فقلنا لكم بس زي ما بيقولوا دايما الاوت لاينز او الخطوط العريضه تقدروا تعملوا ايه. انا من وجهه نظري مثلا الشخصيه وطبعا مع احترام كل الاراء اللي اتقالت دي كلها طبعا فاليد وسليمه جدا جدا حاول عارف انه كلام يعني غريب شويه بس حاولوا تحبوا مشروعكم في شويه شغف كده بيه. حاول تحس ان المشروع اللي انت بتعمله ده حاجه يعني بقى ما فيش شبهه لانه والله يا جماعه انا ما بقول لكم اي كلام وانتوا كلكم عارفيني كويس معظمكم. يعني انا اعرف ناس بتعمل اي كلام في البتنجان تماما كويس بس بيحسسك ان الشيء ده ما فيش منه اتنين ويقول لك الحق روح شوف فين وقابلوني في التلفزيون البتنجاني وقابلوني في الحته العلانيه وهو واثق في نفسه هو مصدق نفسه. فحتى الحاجه اللي هو عاملها ممكن تبقاش حلوه بس هو من كتر ما هو مصدق نفسه انت هتصدق. مع احترامي طبعا هو الجورر او الدكتور اللي بيقابلك لو صدقك فعلا وحس انك انت بجد عايز تقول حاجه حتى لو فيها بعض الخطا هيسمعك. خطأ هيصلح لك خطأك من غير فتي طبعا. لكن لو انت اوريدي داخل مرتعش كده وخايف وحاسس انك زيك زي الناس هو خلاص هيشوفك زي الناس. فلازم عشان تبقى مختلف تقول كلام مختلف تبقى مختلف اصلا فلازم تقف تتكلم كويس. عشان تتكلم كويس بقى ابراهيم قال تقروا وتتفرجوا. عمرو قال تقروا وتتفرجوا. يزن قال تقروا وتتفرجوا. احمد شريف قال تقروا وتتفرجوا. ابراهيم حديد قال تقروا وتتفرجوا. وانا بقول لكم اقروا وتفرجوا. لازم تقروا وتتفرجوا وتعرفوا. ام كل واحد لو خدتوا بالكم كل واحد فينا قال حته كده خاصه بيه. يعني دايما ايه مثلا زي ما الناس بتقعد تقول لي كده انت كلمتك كفته ضاني مشوي مش عارف. عمرو قال حته في الاخر بتاعته. يزن قال حته بتاعته. كل حد عنده ليه حاجه بيقولها كده بتخلي الناس شايفاه مختلف. فهقول لكم حاجه لطيفه قوي. احنا بنعمل ايفنتس دي ازاي بقى لنا 4-5 مرات بسألكوا عايزين ايه وده اللي قاله حديدي اول ما اتكلم خالص. بشوفكوا عايزين ايه ونجيب لكم اللي يقولوا لكم اللي انتوا عايزينه. ادي اول حاجه من اللي قالها حديدي النهارده. شوف دكتورك مستني يسمع منك ايه. شوف دكتورك مستنيك تقول ايه. شوف دكتورك لما يقف قدامك كده ويتاخد من اول لحظه. اقول لكم بقى جمله بقى مهمه جدا. الانطباعات الاولى تدوم. يعني اول ما تدخل في وشي على طول لو خدت انطباع من الدقيقه من 30 سنه زي ما ابراهيم اسماعيل قال كده خلاص انت بتهجس علينا. انا بالعكس انا هبتدي ابقى فعلا اوحش معاك. هبتدي اهاجمك اكتر عشان انت اوريدي داخل مش واثق في نفسك. ثق في نفسك. الثقه في نفسك مش هتيجي غير بالبصه كتير. استراكشر. طب انت بتقول انا مش فاهم استراكشر دلوقتي مش لاحق اقابلك يا محمد محمود ولا حد قابله كحاجه.
روح حضرتك بص على الانترنت هتلاقي مشروعك فيه شبه الديفينتلي. ما هو انت لسه ما انت بتخترعش العجله كويس، انت كل انواع الاستراكشر في الدنيا موجوده. لو قعدت تتفرج على صور الاستراكشر سيستمز كده لازم هتلاقي شبه الاستراكشر بتاعك. تدخل تقرا وكل المباني المحترمه في الدنيا ليها فيديوز، يعني كل مبنى محترم ليه فيديو. هتقوم تلاقي في اليوتيوب فيديو بيحكي حكايته اركيتكتشر وستراكشر ولاندسكيب واربن وكل حاجه. يبقى حضراتكم لازم تدوروا على ده. انا في سؤال واحد اتسال لي بس في الشات، هو انا المفروض اعرف الاستراكشر سيستم ولا كمان اعرف بيتبني ازاي؟ والله هما السؤال بيقول بيجاوب على نفسه، ما هو انا مش هفهم الاستراكشر سيستم غير لما اعرف بيتبني ازاي. مش لازم احكي بناء كتنفيذ، لكن لازم افهم هو بيتبني ازاي، بيتعمل ازاي. لازم افهم هو لما يتبني هعرف افتح فيه فتحات ولا لا كويس. ما هو في ناس كتيره مثلا اقول لكم معلومه، مثلا نص اللي قدامي مش هيبقوا عارفينها، ان الشير وول دي كانها حيطه سد ما بتفتحش فيها ابواب. لا، الشير وول بتفتح ابواب، بتفتح شبابيك وكل حاجه. فكلمه شير وول دي مش حيطه سد. الشير وول كلنا بنرسمها 75 سنتي 80 سنتي متر، مش عارفين ان في شير وول من اول 20 سنتي. كل دي معلومات هتدور هتلاقيها، هتجيب بلانز هتشوفها، هتجيب شغل كالترافا. دكتور كامل للاسف مش معانا حاليا، كان كاتب لنا بيقول انه كالترافا وما شابه يعني، وناس كتير قوي شاطرين جدا استراكشر، بالعكس كانوا ليجند في الاستراكشر عشان يعرفوا يعملوا اركيتكتشر حلو. انا مش عايز اخد وقت اكتر من كده في الرابب الاخراني، بس انا ده وجهه نظري كمحمد. لازم فعلا يا جماعه تتفرجوا كتير وتقروا كتير. كل ما تقرا اكتر وتشوف اكتر فرصتك في الفوز هتكتر، ما فيهاش كلام. هتقف قدام الناس بتتكلم، هتبقى قوي جدا في انهم يسمعوك، هتبقى فعلا مالي مركزك كده. يا جماعة انا بناقش مشاريع بقالي 10 سنين في الكلية، في عيل داخل عليك كده يخضك كويس، وتبقى انت متأكد ان هو مش قوي في كل حاجة. ساعات من كتر ما انا مبسوط منه وشايفه شاطر هتصدقوا لما بعمل العكس، بعمل حته يمكن عكس اللي ابراهيم قاله شويه، قوم بدل مزنقه في الحته اللي عايز يتزنق فيها قوم مزنقوش، ابتدي اجاوب له انا على الحته دي اصله عاجبني في بقيه الحاجات. يعني في بعض الجورر بيفكروا كده ساعات، يلاقي الشغل حلو قوي بس الولد عنده مشكله صغيره. يا اخي ما تبقاش بايخ بقى، يعني ما تزنقوش في الحته، شوف بقيه الحاجات الحلوه واجي على الحته اللي ممكن تزنق فيها روح انا مجاوبها له كويس. وبنعمل كده ساعات مع اكسترنال جور قاعد معانا وانترنال جور قاعد معانا، وانا ارد على ارد مكان الولد لاني حاسس ان هو ممكن ما يعرفش يرد على الحته دي. فحضراتكم والله ده كلامي حقيقي، يعني حبوا المشروع كده وذاكروا حلو، وقف واثق في نفسك وقوي بس بالحق، وانت هتعرف ترد كويس قوي. وسلبياتك ممكن تعالجها، وسلبياتك اللي هتفضل موجوده قولها انها سلبيات، وانت واقف قول ده انا ما عرفتش اعمله وده ما لحقتش اعمله، بس مش كتير طبعا كويس. لكن لو اتزنقت في حته ما عملتهاش فعلا اعترف، مع اول قلم اعترف على طول، عشان ما تدخلش نفسك في ان في ديبيت رهيب في انك انت عايز تضحك علينا. طب تعالى بقى لما اشقطك بقى ومرمطك اسئله، لا، ما زلقت نفسك اتزنقت تقف. حتى انا الحمد لله خلاص خلصت ماجستير ودكتوراه، بقول لك اهو كان بيجي ساعات الراجل الممتحن في الدكتوراه عند لحظه معينه الاقي الناس بصالي كده اسكت بقى خلاص يا محمد خلاص مش هينفع تكمل اكتر من كده. كنت ممكن ابقى بناقش حته مدني وبيناقش دكتور في العماره وانا ببقى فاهم انا بقول ايه في مدني، وخلاص بيعرضني مره اتنين تلاته الرابعه بقول له تمام يا دكتور خلاص. يعني في لحظه برضو لازم تتوقف، تعرف امتى تتوقف عن العند والجدال. فطبعا ما اعرفش حصلت اكيد مع حضراتكم كلكم، يعني في لحظه لازم تتوقف فيها عن العند والجدال، حتى لو انت واثق في كلامك تماما، الا بقى لو العند والجدال مطلوب لان انا هسقط مثلا خلاص هدخل بقى ما هو يا ضرب خلاص ما انا متقطع جاهز بقى. لكن ما تبقاش على وشك انك جيت 98 99% وخلاص تبقى الجدل الاخراني بقى وجعتك قوي من جوه مش قادر بقى. احنا مش في جوازه، انا مش بتخانق مع مراتي، ده شغل. فلازم نعرف نقف برضه امتى. انا مش عايز اقول لكم انا مبسوط ازاي سمعت منكم انتوا الخمسه الحقيقه من حضراتكم كلام انا والله العظيم نصه اول مره اسمعه بالطريقه دي طبعا كويس. وكل ما بقعد معاكم اكتر بستفيد اكتر، يعني ده رابع ايفنت نعمله مع طلبه الاي اي تي وهندسه القاهره عموما، ويجي لنا ناس من كل حته، والله حاجه جميل. ربنا يخليكم يا رب والف الف شكر. لو حضراتكم حد عايز يقول حاجه يتفضل، والناس طبعا محدش كاتب اسئله معينه، لو حد عايز حاجه يا جماعه اكتبوها لغايه ما الباشمهندسين
يقولوا كده اللي عندهم لو في حاجه واحنا نرد على اي سؤال. اتفضلوا يا جماعه وانا احاول اقرا الاسئله. في حد تالي سال لي سؤال بس. في هو كوتش انت باشمهندس عمرو. اتفضل يا باشمهندس عمرو بقى. باشمهندس حديدي انت كنت معانا ولا لا؟ انا كنت معاكم بس اون اند اوف كده، بيقطع الانترنت عندي سيء جدا. طيب انا هرد على كريم ان هو بيقول لي بيسال عن السيكونس بتاع الشغل. الحقيقه انا كمنت برزنتيشن قصيره، فانا يعني موضوع السيكونس ده ممكن نقعد نتكلم فيه كتير قوي يعني. ليه نتكلم فيه كتير؟ لان هو مش حاجه ميثودك، ومش حاجه اعمل واحد اتنين تلاتة، وما هياش حتى لينير بروسس. يعني زي ما احنا شايفين احنا بنشتغل في كل حاجه في نفس الوقت، واي حاجه بظبطها هلاقيها بتاثر لي. اي حاجه هعملها في البلان هتاثر على السكشن، هتاثر على الاليفيشن، على الستايلز، على كل حاجه. فبالتالي هي عمليه مستمره، فانا اظن ان ملهاش سيكونس ثابت. لكن اللي اقدر اقوله انك انت حاول على قد ما تقدر ما تبقاش ستوك في اللي انت شغال عليه. ودايما وانت شغال كده وقاعد مسحول افتكر انا بعمل ده ليه، وعايز اوصل لايه، وايه اهميته في الصوره الاخرانيه بتاعت المشروع بتاعي. لقيت والله ده مهم واولويه في الفتره دي، اشتغل عليه. اوكي، لقيت ان لا، في حاجه اهم من كده. يعني من الاخر ما تخليش المشروع هو اللي يسوقك، انت اللي تسوق المشروع، وانت اللي تشوف ايه الاوتبوت اللي انت عايز تطلعها، وايه اللي احسن حاجه تعبر عن مشروعك. والسيكونس طبعا هيختلف من مشروع للتاني، والاوتبوت هتختلف من مشروع للتاني. فكل اللي اقدر اقول لك عليه انك يعني هتليرن باي دوينج. يعني انت هتقعد تجرب وعلى قد ما تقدر، بس تحاول ما تضيعش وقت في حاجه ملهاش لازمه. يعني اتمنى اكون جاوبتك يا كريم. في سؤال بتاعي ممكن نجاوبه احنا السته الحقيقه كلهم بطريقته بقى. في سؤال بيقول انا لو فقدت اثناء المناقشه، لو حسيت اني فقدت انتباه المناقشين، اعمل ايه عشان اخليهم قادرين يسمع باقي الكلام؟ يعني هو حس ان المناقش تغذاهم. ايه ايوكم انت هتعمل ايه يا ابراهيم؟ بتصير هزغزغ. لا عايز اقول لك حاجه، انا ههزر بيها. لا بس انا اعتقد ان انت عشان انا بهزر طبعا، بس يعني هو الهزار ده يعني جوين تو ا بوينت. يعني انه لوزينج ذا اتراكشن من الناس اللي عندك معناها ان انت بقيت يا اما نمطي جدا في كلامك، يا اما كلامك مش مفهوم لدرجه ان ما حدش قادر يسمعه تاني. فيا اما فانت محتاج تغير السيكونس اللي انت ماشي بيه بطريقه او باخرى. الطريقه دي ممكن تغيير في الكلام، ممكن ترجع للبوينت اللي انت كنت شايف ان هي انترستنج بالنسبه لهم في الاول، وترجع للبوينت دي وتبدا تتكلم منها تاني. ممكن تغير الحركه بتاعتك، تبص على حاجه ثانيه، تتكلم في حاجه ثانيه. You have to do something that change the routine of the presentation to catch the eye again to you. ممكن تسال سؤال للناس، يعني ممكن تسال سؤال اللي قدامك، الجوله اللي قدامك، حضرتك شفت الموضوع ده قبل كده في حته؟ فيبدا يقول لك ايه، انا ما سمعتكش، فيبدا يسمعك. تمام، ف losing the attraction. ولازم تاخد بالك طبعا ده هيرجع برضه ان انت لو انت you well structured your presentation، هتعملها ازاي قبل ما تخش، عملتها rehearsal مع حد زي ما كنت بقول قبل كده، وكان attentive ليك، مش هيجي الدور اللي يكونش attentive. يعني هو الدور كده هيكون attentive، فانا صاحبك اللي بيحبك كان attentive، يبقى اكيد او صاحبك اللي هو مش فارق معاه ان هو يكون يعني شكله حلو قدامك او حاجه، ده عادي جدا ان هو يسيبك ويمشي. لا، ده هو كان attentive معاك ان انت كنت interesting بالنسبه له، فاكيد الدور هيكون interested اكتر من كده. انا الحقيقه كمان شايف حته مهمه في الحته دي، يعني اظن ذلك بما ان الواحد بيشتغل مدرس بقاله شويه يعني، وده بيحصل لك ساعات حتى في المحاضرات. يعني بتقلي البادي لانجوج وصوتك انه لازم ما يبقاش بتون ثابت، كل الكلام اللي بينهمك في المحاضرات ما تعملوش في الجورج. يعني انت بتبقى بتشتكي في المحاضره انك بتنام بسبب معين، ما انت ما تعملش كده في الجورج ومش عايزه ينام منك او يتضايق. التون الثابت، طريقه انك ما تستخدمش بادي لانجوج، ما بتحكيش حاجتك كويس، واقف بتتكلم كلام بتعيده هو تاني مثلا يعني، فلازم تغير طريقتك، تغير طريقه كلامك، لازم تستعمل الفاظ غريب. اذا لقيته تاه منك شده بكلمه غريبه شويه ويبتدي فعلا يسالك في ايه، هزر جوه الموضوع، ما تهزرش بره الموضوع. يعني انت ممكن تهزر جوه الموضوع بطريقه ما، وطبعا برضو ده ديبينز على الجورر بتاع هزار ولا لا. في ناس ما بتهزرش وما بتفهمش الهزار وما بتفهمش فلا ما تعملش ده، اعمل حاجه ثانيه. الحقيقه برضو هتبقى باينه لك شويه دي، بس اللي امينه ده قالته خطير جدا لسبب، لان يمكن تكون خايفه انه اول ما تبتدي تتكلم في المهم تبتدي الناس ما تسمعهاش، هترجعيهم بقى تاني. دي نوع من الشطاره. وزي ما ابراهيم قال، من وجهه نظري الحقيقه لو الموضوع اورجنايزد
ومعمول كويس وبطريقه حلوه هتقعدي تجريه من نقطه لنقطه. خدتوا بالكم لما الناس بتقول مثلا في الاول مثلا انا عندي مثلا خمس نقط هبتدي اكلمكم فيهم، ام هو يبقى فاهم ان هم خمس نقط. على فكره كانوا بيعلمونا كمان في البرزنتيشنز حاجه، ما هو ساعات الجورنال بيبقى نفسه يعرف تتخلص كمان قد ايه، يعني خايف لك تكون ناوي تتكلم ساعه الا ربع. فحلو انك برضو تفهمه انت في انهي رينج اوف تايم، وتفهمه انت انك بتقرب من الاخر، بقى لنا نقطتين، بقى لنا نقطه، بقى لنا ثلاثه، اي حاجه زي كده يعني. حديدي هتعمل ايه بقى، وشريف سلامه هتعمل ايه في حاجه زي كده؟ لا هو في حاجه زي كده انا متخيل، بس ما هو لازم يكون عمل ريفرس زي ما كان ابراهيم بيتكلم في كذا مره، ويكون في لوجيكال سيكونس ده اللي كنت بتكلم فيه. طب برضه فلته منه بعد كل ده يعمل ايه؟ فلته منه يبقى هو يبتدي يتكلم يجامب، يعني النقطه دي هو خلاص الجورر وقع منه، فيجامب للبوينت الثانيه ان هو ممكن يبتدي ياخد اتراكشن من حاجه ثانيه. يعني مثلا كان بيتكلم على اللاندسكيب او ستراكشر ولقى ان هو بيلاقي لا طب ننط بقى للبلانز او اللي اوت او يبين ازاي عرف يابلاي ده في الحته دي، يبتدوا يركزوا يعني ترمينولوجي كونسبت يعني هيعرف. انا ممكن اقول حاجه سريعه عن النقطه دي، لانه انا يعني من التجربه بتاعتي بقى مع طلبه المشروع التخرج لما بييجوا يحكوا لي المشروع لاول مره، احيانا بنضيع وقت كتير في بديهيات اساسا اللي قدامي سمعها غالبا من اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي. فمهم ابقى عارف انا يعني انا لو جاي في الاول خالص، لو ببريزنت من الاول، انا عندي مساحه اكتر ان انا اتكلم على الباك جراوند اكتر، وبالذات ان احنا بتبقى في مشاريع الكونتكست متكرره وكده. لكن احيانا مثلا بلاقي حد قاعد بيكلمني ببديهيات كتير جدا، فانا ببقى اللي هو غيره طب ها عايز اقطعه، بس نفس الوقت عايز اديله مساحه ان هو يتكلم. فمهم ان انا اعرف برضو امتى اوقف، ودي كلنا بنقع فيها طول الوقت. يعني بتبقى بتتكلم وبعدين خلاص فقدت انتباه اللي قدامي، ممكن مش علشان انا ما بقولش حاجه انترستنج، ممكن عشان الفكره وصلت خلاص خش في اللي بعده. وفي نفس الوقت الجزء اللي له علاقه بالحاجه اللي كنا برضو كلنا اتكلمنا فيها، اللي هي مين الاودينس بتاعي، ما انا عارف انا بتكلم مين، وغالبا يعني في واحد او اثنين او ثلاثه عارفهم خلاص. دايما كان دكتور علي جبر يقول لنا ايه، اعمل اي كونتاكت. ما هو انا ما اقعدش ابقى باصص في السماء وباصص في اي حته، باصص في لازم اعمل اي كونتاكت مع الشخص اللي قدامي. فغصب عنه هو يعني من باب الاحترام حتى بيضطر ان هو يفضل منتبه. وجزء ليه علاقه بالستوري تيلنج اللي احنا كنا بنقوله في الاول، ان هو في الاخر انت معاك وقت بتحكي فيه قصه، فانت لو قصتك اصلا حكيتها 100 مره قبل كده، وهي لقيت حد كذا يعني من البراكتس والريهرسز بتاعتك، لقيت ان كذا حد من ملاحظتي كده ايوه الحته دي فهمناها او الحته دي بورينج، مش شرط بقى اقولها، ففقدت انتباهه. يبقى اراجع انا بقى مشكلتي انا فين دلوقتي، هل انا طولت قوي في النقطه دي، اخش على اللي بعده. وفي نفس الوقت ابقى مذاكر القصه قبل كده، لان احنا كلنا بني ادمين بنحب نسمع قصص، واحيانا القصه بتبقى حلوه بتلفت انتباهنا، احيانا القصه ما بتبقاش لذيذه. ف try to engage الشخص اللي قدامك، اظن كلنا قلنا الكلام ده برضو. وانت يا زلمه مش هتحكي لنا شغله؟ لا بقى انا بس يعني شوف بقى اللي بيقوله ابراهيم الحديدي ده، دايما كل ما يزن يجي مره يتكلم معانا يقول لك انا بدي احكي لكم شغله. يعني شوف البدايه بتزهق حكايه اهي كويس خلاص طولتوا عليه. لا انا اللي بدي اقوله انه دي بتحصل كتير، يعني بتحصل احنا لما كنا نحكم مشاريع وتحكم 4-5 مشاريع ورا بعض، ويجيبوا لك مرات قهوه وتلتفت على يمينك وشمالك، وانت كجور بتصير تفكر شو طابخين اليوم، شو عندنا شغل بكره، وهم بيحكوا. فالطالب عليه انه زي ما حكيته ممكن يزيد من التون تبعه، ممكن يمشي شوي، ممكن يسأل سؤال، ممكن يرجع لبوينت اولى. لازم يضل عيونه ينتبهوا. المشكلة انه مش كل الطلاب واحد، احنا عارفين ولا شخصياتهم، في اللي بيطلع وبيعرق ومش قادر يكمل، وفي اللي بيخاف، واللي في هاد. دائما انت بس تفوت على البرزنتيشن تمام تبعك او التحكيم، كون واثق من حالك زي ما حكى الدكتور وحكوا زملائنا كلهم تمام، خلي ثقتك في حالك زي لما بتفوز في كومبيتيشن. اذا بتدخل في مسابقه او مشروع او عطاء وبتحكي انا يعني 50% ما بدي افوز فيها، لا انت فوت كانك خلاص حصلت عليه، او خلاص انت راح توصل المعلومه. وبدك تعرف شغله، بعد 10-15 دقيقه
خلص يعني مش راح يتبع معك الجورر، في ناس وراك تمام، فأكيد بعد 10-15 فأنت بتقدر تسرع شوي، أوكي؟ تسرع، مش نقعد مثلاً بالسكشن 10 دقايق وبالثري دي 10 دقايق وفكرة المشروع 20 دقيقة، فاهمين علي؟ لأنه في طبعاً مرات في محكمين لا بعطوك وقت بقول لك خلص خلصت 20 دقيقة، طبعاً إذا دي أصعب حالة، لما واحد يقول لك معك 15 دقيقة وما خلصتهم مش هيدوك كمان، ممكن يدوك مرات 5 minutes، ممكن مرات كتير يقولوا لك لا سوري احنا لسه ورانا 10 بني آدمين ما بتقدر تكمل. فدائما انت بتتحرك، انت بتخلي الجوررز زي ما حكى ابراهيم وكل الشباب انه انت بتحكي ستوري، تمام، انت عم تعمل قصة وعم تحكي المشروع اللي اشتغلت عليه، وانا فاهم طبعا انك تشتغل في فصل كامل وتيجي تعمل هالبرزنتيشن. نفس الاشي بكره بتصير عندك كلاينت وزير ورئيس بلدية ورئيس وزراء، مش هيقعد أكثر من 10 minutes معك، وممكن 5 minutes، انت ما معك وقت كبير يعني. والمشكلة الكبرى زي ما حكى الدكتور محمد محمود الانطباع الأول، يعني انت مستحيل يكون عندك second chance، انه هو first impression، مش هيكون لك فرصة ثانية بعدين، هذا بالprofessional level، تمام؟ فما بالك بالgraduation project. بس هذا اللي كنت بدي أحكيه يعني. ما عايز اقول حاجه كمان دكتور محمد كده. ممكن اتفضل ابراهيم، اتفضل محمد، ممكن نجاوب على الثاني بتاع محمد علي محسن بسرعه، لان هو نفس يعني غالبا ليه علاقه بنفس البوينت. ان هو بيتكلم في انه لو الجولر او الدكتور وقفه في وسط البرزنتيشن هيعمل ايه. طبعا هنرجع للسؤال بتاع محمد، بس انا قصدي ان هو يعني يكمل نفس الحاجه. هو ده يعني ده من اكتر الحاجات اللي ممكن تحصل، ده مش حاجه يعني وارد تحصل، ده هي حاجه ممكن يعني حاجه هتحصل اكتر. فانت زي ما كنا بنقول في البرزنتيشن، انت عندك لازم تقسم 30 ثانيه 2 مينتس دول لازم تكون اوريدي ذاكر فيهم المشروع واللي قدامك بقى عنده امبريشن بالمشروع، غير ان البورد بتاعتك تتكلم قبل ما انت تتكلم. ده لسه عادي ان انت ما تقولش كل حاجه في المشروع، ما هو في الاخر يا اما الدكتور هيسالك لو في حاجه مش عارفها، لو في حاجه انت مش موضحها في البولتس اوكي وما وضحتهاش في كلامك اكيد هتسالك، لو ما اتسالتش يبقى خلاص يبقى انت مش محتاج توضح حاجه، انت موضح كل حاجه بشكل واضح وخلاص شكرا، مش محتاج تشرح اكتر من كده، البولتس مسموحه يعني. ف it's not a rule that you have to present everything and you take the full time، يعني عادي جدا ان هو يقف الموضوع، مش لازم تتصرف، مش لازم تجبر الجورر ان هو يرجع يسمح لك بمساحه الكلام يعني. ولا يا دكتور؟ لا مظبوط تماما، انا موافق تماما على اللي انت بتقوله، بالعكس ده انا كمان مش موافق اكتر، ده في اجزاء معينه اول ما انا حتى بكتشف في المحاضره ان العيال مش قادره تسمعها في اليوم ده بقلب على حته ثانيه واجل الحته دي لوقت ثاني. يعني كتير قوي بيحصل ان ابقى داخل في يوم مثلا الاقي العيال نايمه خالص النهارده، العيال جايين مثلا بيبقى بتحصل لنا بقى في موادنا جدا جايين مثلا من سكتش ديزاين فاينل سكتش، العيال داخلين على الساعه 3 الظهر بقى ومش قادرين يسمعوا اي حاجه. لو دخلت احكي لهم بقى حكايه من الحكايات اللي فيري تراديشنال ما بيسمعوش حاجه ومقلب لهم الدنيا حاجه ثانيه خالص. مره من المرات بس مش عايز الاهلاويه يزعلوا يعني، في يوم من ذات الايام كده كان لسه الاهلي مغلوب من سان داونز 5-0، كان يوم جميل من الايام بالنسبه لي يعني. اليوم ده انا كنت داخل احكي للعيال عن الستيل ستراكشر وهم بيبقوا اليوم ده مسلمين مشروع ديزاين واحنا مضطرين نقابلهم وحاجات كده. بالصدفه البحته بقلب في 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 نادي سان داونز الجنوب افريقي ده، قمت لقيت الراجل بتاع جنوب افريقيا، الراجل رئيس النادي طلع اكبر راجل بتاع تعدين في جنوب افريقيا واكبر واحد بيتاجر في الحديد في جنوب افريقيا، وانا اشرح ستيل ستراكشر اصلا. فرحت حاطط صوره الراجل ورحت حاطط صوره سان داونز والخمس تجوان بتوع النادي الاهلي، وابتديت اتكلم على ان الراجل ده بتاع حديد. اول ما خلصت الحكايه دي الدنيا اتقلبت الى شويه ضحك لمده 5 دقائق، خلال ربع ساعه كنت خلص الستيل اللي انا عايز اقوله خلاص، يعني في ربع ساعه خلصت المحاضره اللي انا عايز اقولها وهم لسه مصحصحين بيتكلموا على الاهلي وسان داون. انا بتهيألي الطالب يقدر يعمل كده وهو واقف لو لفت نظرنا لحته من اللي ممكن نحكي. طبعا حاجه بقى كمان مهمه قوي انت قلتها ابراهيم، وابراهيم كلكم قلتوها الحقيقه يا جماعه، انا شخصيا اما بدرس، انا دلوقتي بدرس يمكن حته اتلايت والاكوستكس، فبشوف شاسيهات كتير في الوقت ده غير بقى حلول المسائل وخلافه ولوح الوركينج يعني. لا انا في حاجه اول ما بشوفها قدامي خلاص بتخض، في عيال السنه دي في اللايتنج كنت عايزهم ينوروا وجهات الكليه، فخدوا المبنى بتاع، عارفينه يا جماعه المبنى بتاع صاله الباسكت بول اللي في الكليه اللي هو الناس بتعمل فيه ساعات ده، خدوه عملوا عليه من بره، يمكن لو في وقت اشيل السكرين كنت هفرجكم، خدوه من بره عاملين عليه اعلانات كويس واضاءه، وراحوا حاطين صورهم وهم بيرقصوا مع بعض كانه فيلم، كانه اعلان بتاع فيلم. احنا اول ما شفنا المنظر وراحوا حاطين صورهم الحقيقيه خلاص انا قلبي اتاخر، الموضوع انتهى خلاص.
فأي كلام قالوه بعد كده بقى حلو حتى لو مش حلو خلاص بقوا كرييتيف بقوا بيبريزنتوا حلو خلاص. ففي حاجات كده معينه بتهيألي لازم شاسيهك يبقى شكله مختلف، لازم وانت بتبريزنت تورينا حاجه الاول مختلفه وما افضل مركز معاك. عشان كده حكايه الانطباعات الاولى تدوم دي والحاجات اللي المفروض تتقال اللي تشد العينين. انما تخيل انت لو زي ما عمرو كان بيقول كده كل حاجه محطوطه في نفس المكان، الدراسات على اليمين بالطول واللي اوت بلان في النص واللي اوت على الشمال فوق، مش معقول بقى. ما انا اول ما بشوف مشروع تاني لسه شايف، ما انا بزهق زي اي بني ادم في الدنيا. ف تغيير شكل الشاسيه والالوان. يزن انت وريتنا النهارده كمان حاجات حلوه قوي في البرزنتيشن والالوان بتاعت اللاندسكيب، الحاجات دي بتهيألي ممكن برضو تدي فروق عنيفه، الالوان العنيفه بدراسه مش عنيفه من غير دراسه، حاجات كتير قوي بصراحه الحقيقه. ف مش عارف يعني انا متفق معاكم تماما. انا عايز ارد على انا خلاص بقى يعني هدى معانا وعايزه تتكلم، دي هدى الخلبي اللي كاتبه حاجه. هي هدى كانت بترد عليهم. انا عايز ارد على بسمله انها كانت بتقول على الديتيلز انها بتاخدها وهي يعني بتاخدها في الوقت وهي بتنسى نفسها وهي شغالة على الديتيلز. الحكم بالنسبة لك ابدأ يحط الحاجات الشخص على الشاسيه. انا الشخص ده جدا. ايوه وانا كده وانت عارف غالبا. بتبقى شغالة على ديتيلز ومش عارف هتظهر عندك ولا لا وايه مهم ولا لا. ابدأ حط كل الديتيلز دي عندك على الشاسيه عشان تعرفي ايه هيظهر وايه مش هيظهر وايه مهم وايه مش مهم. يعني رتبي الاولويات وعند مرحله معينه لازم هتاخدي قرار ان خلاص دي هطنشها او لا مش هحط الاستاد دي او احط كله. يعني هنبدا ناخد قرارات بيزد على المساحه اللي انا هعرض عليها، لكن في الهواء كده ابدا افكر استبعد ايه واخد ايه من غير ما ابقى عارف ايه اللي انا هقدمه هيبقى صعب جدا يعني. وممكن على فكره يا عمرو كمان الناس اللي هي بتحط، عارف كان جات برضو ترند في الدفعات اللي هي بعدينا وبعديك غالبا اللي هو بتبقى انت مع بلاش طريقه اللي هو استخسار الشغل ده، انا عامل شغل ومستخسره مع ما احنا فهمنا شغال بقالك سنه في المشروع، بس ممكن يبقى في بامفلت مثلا بي كرييتيف تعمل مش عارف سي دي وتديه للدكتور وتقول له ده فيه الفيديو اللي مش عارف فيه ايه وده موضح كل الحاجات، او يبقى معاك لابتوب وبتشغل كمان يعني احترم فكره ان انت عندك يعني شاسيه وعندك الشخص اللي قدامه عنده كاباسيتي ان هو يسمع حاجات معينه، واحترم في نفس الوقت شغلك بانك تقدر تقدمه كابندسيز يعني اجزاء زياده بطرق كرييتيف. ممكن تبقى في حاجات واضحه في مكان مثلا لو انت عامل موديل، مش لازم كل حاجه رسمتها وخططتها تتحط في الشاسيه في الاخر. هي برضو كان في سوري يا احمد انا قطعت. لا اتفضل. كان بسمعنا بتقول ان هي انا حاسه ان هي برضو قسمتها لكلام فيربل كديتيل فيربل وكلام كديزاين بيتحط على الشاسيه، لازم تفصل بين الاثنين دول. هي بتقول ان هي خايفه تقول عن ديتيلز وهي بتتكلم وقت البرزنتيشن، فالجورر يوز انترست، مش لازم كل حاجه تقوليها، ممكن حاجات تحطيها في الشاسيه وما تجيش ما تكلميش عليها، لان ممكن في الاخر هو برضو الديتيلز دي هي بترسم الفول بيكتشر بتاع المشروع، مش لازم امشي على كل بارت اتكلم عليه. وده اي ثينك هيبان قوي لما تيجي تعملي الريهرسل بتاعك في البرزنتيشن، هتلاقي في حاجات ممكن تاخد 30 سكند او ما تجيش جنبها خالص عشان لما اجي اوصل للادج او الكونكلوجن بتاع مشروعي. بحاولي في الريهرسل كده اتكلم ناحيه فيربال برزنتيشن، مش اتكلم على مخصوص الشخصيه، اتكلم فيربال ايه الحاجات اللي هقف عندها وايه الحاجات اللي ممكن اباسك مجرد حطيتها، عشان مثلا لو افترضنا ان الجورر كان عايز يسال عن حاجه ارفير ليها كرفرنس عندي في المشروع. وعامل حسابك انك هتتسالي كده في حاجات بالزبط. فمش لازم كله يتقال دلوقتي، في حاجات انت عارفه انه غالبا الدكتور ده بيحب يسال في الحاجات دي فهديله كده يعني مش هحط كل الامفسز على الجزء ده، بس هسيب مساحه لان هو غالبا هيسالني فانا مجهز او سايب حاجات اشرح بيها بعد كده لما تسال مثلا. هي يا جماعه انت عارفه كويس ان انت لما عندك شغل كتير سوري لو انت عارفه ان انت عندك شغل كتير قوي، لو انت عندي عارفه كريت شغل عندك شغل كتير قوي ومش عارف تشرحيه كله في الوقت بتاع البرزنتيشن ده، وارد جدا زي ما ابراهيم بيقول ان انت تكوني سايبه شويه حاجات كده مش قايلاها دلوقتي
عشان لما تتسالي وعشان لما يكون في سؤال حتى ممكن تمحوري السؤال في حاجه من الحاجات اللي انت كنت عاملاها قبل كده فاهمه يعني ما تبعيش نفسك على طول في كل حاجه سيبي حاجات في الاخر. ابراهيم حكى اصلا شغله حلوه انه ممكن كمان الواحد انه يطبع مثلا بوكلت او شغله ويوزعها على على الجورز مش ضروري بس الشخصية اللي بده يسلمه whatever you know what I mean أو حتى ما بيعملوا كده already دلوقتي كلهم مفروض يعني yes. yes فدي كويسة حكاها إبراهيم إسماعيل. بس خلي بالكو إنه ما هو شروق رضا بتسأل السؤال. فاكين لما كنا قاعدين بنحضر للبرزنتيشن دي مع بعض فاكين لما قلت لكم الطلبة يسألوا السؤال ده شايفين السؤال اللي تحت ده لو جاءت أونلاين أنتوا شايفين أنا هقول جملة واحدة بس واسيبكم تقولوا. لو يا باشمهندسة شفتي محاضرات أونلاين شوفي المحاضرة اللي عجبتك وعملي زيها. يعني إيه بقى؟ يعني إحنا لما تحطينا في الوضع ده في الترم ده حضرتي محاضرات أونلاين بس شوفي المحاضرة الأونلاين اللي أنت حبيتي تسمعيها كانت شكلها إيه وعملي زيها. يعني ممكن تلاقي نفسك بقى إيه المحاضرة اللي عجبتك اللي كانت مترتبة واللي كان الصوت فيها كويس واللي كان فاضمني يبقى عندك إنترنت حلو. رتبي محاضرتك كويس، اعرفي هتقوليها ازاي، هتعملي الترانزيشن بين السلايدز هتبقى ازاي، عناصر القوه كلها هتبقى في الاول لان ممكن اونلاين عقبال ما تشتغلي دقيقه دقيقتين يبتدي الصوت يقطع، يمكن بعد ما تشتغلي دقيقتين ثلاثه اربعه الراجل يقول لي خلاص كفايه مضطرين ونعد تاني. يا دكتور كامل كان بيحكي لنا من يومين لما جه مع يزن لما دخل معانا دكتور كامل في الكلام قال لك لما الناس قالوا اكتر من 10 دقائق للطالب قلت لهم ازاي اكتر من 10 دقائق يعني هيقعد اكتر من 10 دقائق يعمل ايه. فانت تخيلي بقى ان انت عايزه يا شروق تقولي اللي انت نفسك فيه في اقل من 10 دقائق. وطبعا انت حاسه ان المشروع ده يور بيبي بقى ده انا قاعده شغاله فيه لما طلع عيني 6 شهور اشهر فيه عايزين تسمعوني 5 دقائق هو ده للاسف اللي هيحصل. 6 شهور دول انت اللي حساهم انما هم يشوفوا 5 دقائق. الست بتعمل في البيبي 9 شهور وبتولده الناس بتبص عليه وتمشي ويقولوا الله ده جميل ويمشوا ما بيقعدوش 9 شهور جنب الست وهي بتولد. فحضرتك هتعملي مشروعك هيبقى يور بيبي بس هم مش ابنهم هم بقى فهم هيبصوا له 5 دقائق فوريهم بقى وبص الله بص عليه حلوه ازاي شايف مناخيره صغيره ازاي مش لازم بقى نوري له كتفه وراسه وشعره وظهره وبقيه البيبي بقى كله هنوري له الحتت الحلوه بقى اللي فيه ومي في الخمس دقائق دول في الاول توري له بقى الحتت الحلوه دي. فانا شايف ان ده ممكن يحصل الحقيقه لو اونلاين طبعا مش هيدوكوا نفس الوقت بتاع الكليه وللاسف برضو الحته اونلاين يمكن الحاجه الوحيده اللي صعبانه عليا شويه مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا زي ما قال ابراهيم من شويه العين بقى الاي كونتاكت بقى للاسف هيفقد شويه وان كان ممكن تفتحوا الفيديو وتوروا الناس تتكلموا ازاي حاولوا تبرزنتوا طبعا بفيديو بلاش قفله الفيديو دي طالما بتعمل برزنتيشن افتح الفيديو خلي الناس تشوفك خليها تشوف دراعاتك بتتكلم وعينيك بتتكلم والبس حلو والبس كلم حلو وخلي باك جراوند حلوه بس حلوه تنفع بلاش تبقى باك جراوند حلوه ما تنفعش يعني مع ان في ناس بتقول خليها تويتي والحاجات دي خليك سيريس هو في ناس بيحبوا ساعات كمان على فكره بروفيشنالي في ناس بتعترض حتى على الباك جراوند بتاعت البيوت بيقول حط فيرتشوال باك جراوند بس لو حتى عايز تعمل باك جراوند في البيت لطيفه في حته اعمل كوان حلو كده لطيف واقعد فيه ليه لا يعني يبقى وراك حاجه لطيفه يبقى شكلك لطيف سرح صوره المشروع بتاعك وراك لا وراك بقيت المشروع اللي انت ما لحقتش تحطه حط وراك بالظبط وراك تشاور عليه كل شويه لا فكره في حاجه مهمه بما ان الموضوع كله رايح اونلاين وديجيتال وفي ممكن تبقى في اونلاين برزنتيشن فكره ذاكروا البروجرام ده يعني الزوم بيشتغل ازاي يعني بسرعه لما تيجي عايز تشير حاجه ولا تبعت حاجه ولا تعمل حاجه ثانيه واحده زي ما انا عملت النهارده مثلا ومعلش اعذروني والحاجات دي على طول بقى انت عارف هتروح فين وهتعمل كوبي ازاي وتكون فاتح الفايلز كلها قدامك عشان تبدا تطلع الشير الانوتيت يا ابراهيم ممكن يرسم كمان بقى يعني 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 هو بيعمل شير والانوتيت الكلام ده كله طبعا فاهم بس لازم تكون فاهم الحاجات دي كويس قبل ما تكتشفهاش في الوقت المحاضره يعني كل الوقت قاعدين نعمل كده وبنانوتيت وبنقعد نرسم بالبص بالحاجات ونشخبط وندور ونعمل الحاجات دي معملين بيحبوها قوي ونقعد نحط خطه تحت مش عارف ايه ونقعد بص تكست تكتب تكست تعمل درو تعمل كده المهم انك تعمله بسرعه كمان وتجيب ماوس لطيفه عشان ما تاخدش بقى وقت طويل يعني فاهم ازاي وخلي بالك هقول لك حاجه لطيفه قوي ده احنا بتكتشف حاجات وانت بتشتغل انت مثلا لما بتعمل الانوتيت ده لازم تقفل ده الاول لازم تكلير الاول الدروينج قبل ما تقفل يا اما تعمل انوتيت ثاني عشان تعمل
بص الشغبات تفضل موجوده، لازم تتدرب على اللي انت تعمل بيه برزنتيشن. يعني وفي نقطه مهمه برضو في الاونلاين، يعني الناس اعرفها وقعت فيها، كنا بنعمل جول الديزاين ان هو في لاج بيحصل في النت، فانا ممكن اكون وانا معايا الماوس فانا بزوم ان في حاجات واتكلم عليها وبعديها زوم اوت تاني ويكون عدى باين للجوري ان هو لسه في البارت الاولانيه. ايوه صح، كاني بتكلم في حاجه وهو الجوري شايف حاجه تانية خالص. فلازم تبقوا عارفين ان انت معاكم الماوس وانتم بتكنترولوا هتزوم فين وهتزوم اوت من فين، بس لو هتوفر دول الموضوع ده هتلاقي الجوري بدا يتوه منك. هو مش زي الحقيقه ان انا بتحرك قدام البوستر فبيبقى فاهم هو انا عايز اتكلم على ايه. فلازم تركزوا في اللاج اللي بيحصل، حاول ان انت تزوم ان، مش لازم تزوم ان لغايه اكبر ديتيل وتتكلم عليها. مثلا هزوم على السكشن مش هزوم على الكاميرا اللي في السكشن، فدي برضو مهمه ان هو ناس كتير وقع فيها. وكان خلاص دي خالص عن ال على فكره هاي عمر عوف حكاها، قال اول البرزنتيشن بدك تشوف ايه المطلوب ازاي تسلم. هل مطلوب بورد؟ هل مطلوب باور بوينت برزنتيشن على A3؟ لانه اذا كان فكان كله هم 20 سلايد او 3 سلايدز او هذا. انتوا سامعيني؟ سامعينك كده يا يزن؟ خلاص لأنه بقول لي connection عندي unstable. فبس فأنت حسب التسليم تبعك بتطبقه هذا إذا كان أونلاين، لأنه أنا جربتها صعب جدا تعمل بوستر resolution تبعه عالي وتقعد تعمل فيه زوم وزوم أوت وكرت الشاشة خرب وكرت الشاشة مش عارف شو اللي أنتوا بتعرفوه يعني الحكي هذا، يعني خصوصا أنتوا أشطر منا يعني في هذا الحكي. فأنا بس برجع على البوينت اللي حكاها عمر، انت اعرف شو التسليم اللي مطلوب منك، تمام؟ بس هذا اللي حبيت اضيفه. هدى ما تقول لنا يا هدى اللي انت عايزه تقوليه. يا هدى انت ليه بتكتب لنا؟ يلا يا هدى قول لنا حاجه. اظهر وبان لكم. ايوه قول لنا اللي انت قاعده تكتبه. يا هلا يا هلا والله. تعالي يا هنا الحلبي. كنت عايزه اقول بس ان انا الاسبوع اللي فات كنت بدي برزنتيشن وبقى حماسه، بقى اهلي بقى بيصوروني وكده، بدي في كونفرنس اونلاين وانترناشونال وعمالين بيبعتوا والكمبيوتر كونكتد قاعد يعمل تن تن وانا مش عارفه اركز فرح. يعني just in case لو ان شاء الله هتدوا اونلاين اتاكدوا ان انتوا اي حاجه بتطلع نوتيفيكيشنز والعادي بقى فيسبوك واتساب وكده مش كونكتد، عشان هم بجد كانوا متحمسين وانا مبسوطه بس اللي هو كونكتد غصب عني يعني. فبس دي الحاجه الاول. جربوها مع حد قبل كده؟ يعني جرب نفس البرزنتيشن دي مع حد واعمل كل الاجراءات اللي انت هتعملها في مش عارف اعمل كذا وكله وشوف ايه المشاكل اللي هتطلع لك وتاكد انك ما تعملهاش يوم البرزنتيشن. انا عايز اغشش العيال. كان في سؤال عن الكرييتيف بلوك. اتفضل يا دكتور. لا اتفضل عمرو. طبعا اتفضل. لا انا بس كنت بقول ان في سؤال عن الكرييتيف بلوك، لو حد حابب يتكلم في البوينت دي عشان دي ما اتكلمناش فيها. في واحده بتقول لك انا هو انت رديت عليها في البورد بتاعك الموضوع ده كان انا اتكلمت عن الفريش اي شويه بس يعني كرييتيف بلوك انا لا ادعي ان انا يعني اعرف ازاي الواحد يتعامل معاها، بس يعني ريفرش على قد ما تقدر وحاول تتفرج على حاجات على قد ما تقدر. يعني هجاوب اجابات نمطيه لو حد عنده اجابات يعني ثانيه برضو ممكن. انا ليه اجابه في الحته دي مهمه قوي بعملها مع العيال كلها ومع عيالي حتى في البيت. هو بني ادم لو وصل انه عنده بلوك نتيجه ان هو مش قادر، قوم سيب الحاجه وقوم شويه يعني اعمل حاجه ثانيه، لانه برضو احنا الحقيقه عندنا المأساة دي. انسان انا ما خايف بنتي برضو تسمعني تيجي تزعق لي، انتوا عارفين ستاك كلها بتزعق. فعلا انت بتقعد مصمم تقعد تذاكر ومصمم تقعد تعمل ومصمم تقعد تو بي كرييتيف دلوقتي وعايز تطلع الفكره دلوقتي حالا. احنا مش مكان يعني في لحظه. فعلا انا كنت قايم النهارده الصبح اعمل 16 حاجه، انتخت على الكنبه لغايه البرزنتيشن الساعه 8 عادش حاجه خالص. مش قادر النهارده، ماليش نفس النهارده الجمعه، مش قادر اعمل كورس فايلز واحضر مش عارف ايه بكره، قلت الصبح ما يبقى ربنا يحلها. في لحظات البني ادمين مش قادر.
تعرفين تجربه ثانويه عامه لما اتاجلت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التاجيل ده العيال اجلته بالملي في المذاكره واكتر منه كمان، زهقوا مش قادرين، فخلاص مهما حاول يذاكر مش قادر. فلو الكرياتيفيتي بلوك، انا لو انا فهمت السؤال صح، ده انتوا شغلتكم كمعماريين اصعب كمان. بس الراجل بتاع مدني بيحل شيت يعني لغايه ما يموت، هو بيحل شيت 3 في الكونكريت او شيت 4 في الستيل او شيت 3 2 في السويل، هو نفس الشيت تاني بيحله تاني، فمفيش كرياتيفيتي قوي. انتوا مخكم لو مش رايق مش هيطلع حاجه، فبالتالي لازم يغيروا جو، صح؟ لازم يغيروا حاجه، ينزلوا الشارع، يشوفوا حاجه تانية، يروح يتفرج على فيلم حلو، ياكل حاجه حلوه، يعمل هوايه. بتحصل لنا كلنا اثناء الشغل كمان يعني. انت حتى نفس الشخص اللي بيسال اكيد مر throughout السنه دي بسكتشات معينه، لقى نفسه واقف محلك سر ما بيتقدمش فيه، عملت ايه ساعتها؟ خرجت منها ازاي؟ حاول تفكر، لانه انت لازم تعرف انت نفسك ايه اللي بينفع معاك وايه اللي ما بينفعش. في حد بينفع معاه ينزل يتمشى يغير جو يرجع يلاقي. انا بقى والله العظيم ما بهزر، واللي يعرفوني بالذات يزن عارف كويس، لما بيجي لي كرييتيف بلوك هو عارف ادخل اعمل ايه، باخد اللابتوب وادخل الحمام. ده جميل، ما بيجيش غير كده معايا على يدي بس. وهو كنت اقول له معلش يزن انا داخل اجيب افكار بس ساعه وجاي يقول لي داخل اجيب. كل واحد ودماغه. ايوه دي حاجه مهمه، انت اعرف دماغك بتشتغل ازاي. هناكل اشتغل فكره في نوعين من البيزنس يعني. لو الدنيا وقفت معايا اروح ارجع اعمل كل اللي مطلوب مني. انا زي حضرتك اكل اكله فيها مزاج، اقوم اعمل اللي انا عايزه. ساعات عارفين اعمل ايه والله العظيم، ساعات اقوم اتفرج على، كنت بقول للعيال ليله امتحان العيال بتوع نايل يونيفرسيتي، كان في حد منهم معانا دلوقتي ويا رب يبقى موجود ويفتح الميكروفون ويقول، ليله امتحان الاستراكشر بتاعهم كان اونلاين، واول مره يجربوا يمتحنوا اونلاين، وانا اول مره اجرب امتحن حد استراكشر اونلاين. ودي برده من الحاجات الحلوه قوي، انك انت ما تقعدش تعمل فيها برم الفظيع. قلت لهم على فكره انا بجرب معاكم وربنا يسترها يعني. ليله البتاع الساعه 8 واحده بعتت لي كام مساله كده حلهم كويس، تمام اعمل ايه دلوقتي؟ قلت لها في الباشا تلميذ على روتانا سينما، روح اتفرجي عليه بقى. خلاص اليوم خلص كده خلاص. قامت ورحت كاتبهم كلهم على الجروب، قوموا اتفرجوا على روتانا سينما. قاموا اتفرجوا بقى، شافوا الباشا تلميذ، واتقابلنا تاني الصبح وحلينا. في لحظات انت فعلا مش قادر تعمل حاجه، العيال قاعده بتحل استراكشر طول النهار، طبعا احنا اونلاين ومع بعض طول النهار، وفتح لهم زوم زي ما هم عايزين وكل حاجه، بس خلاص بقى في لحظه انت مش قادر تسمع ولا قادر تذاكر ولا قادر تعمل. فلو في بلوك لازم نقوم نستريح شويه. انا بقول للناس كده عموما يعني، زي ما ابراهيم بيقول الحمام ده جميل، حمام والمطبخ دول الويت ارياز دي مهمه قوي في الديزاين كمان. ما هو انا بشتغل في المطبخ واطلع افكار من الحمام كده فعلا. لو اي واحد كان قاعد على ماستر بلان مثلا بيصمم فيه وبيتركه 20 مينتس او 30 مينتس ممكن يروح يجيب حاجه، وهو راجع اذا ما بقعد نفس القعده تبعته، يعني اذا مثلا سهم الشمال لفوق يجرب يقعد من الناحيه الثانيه من المرسم ويشوف الماستر بلان تبعه، حيطلع افكار جديده على فكره، ويمسكه من الشمال ويمسكه من الجنوب ولف الورقه وشوف، وممكن تتركه وتنام عليه كمان ليله ومش راح يعني راح يصير في تغيير كامل في اللي انت بتشتغله. هذا ان ماي اوبينيون يعني، بس دائما لازم الواحد ياخذ بريك من شغله. بعدين انتوا هلا معكم تاخذوا بريك، بعدين بالشغل رح تصير شوي صعبه بريك في الشغل. وسام تعمل تبقى خلصت يعني، بيبقى المشروع اصلا خلص، ما عندكش مش شرط تكمل يعني. انا خلصت مشروع قبليها بخمس ايام مثلا او ست ايام وقاعد هتجنن يعني، طب انا معايا ست ايام احط ايه تاني؟ مفيش حاجه، نزلت طبعا. معلش لازم اقول ان ابراهيم بس اللي بيخلص مشروعه تقريبا قبل خمس ايام يا جماعه، عادي احنا دقيقتين يعني. لا 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 لا، ده كان استثناء، ده استثناء، لانه انا في العادي كلنا بنبقى متاخرين. ده كان على يدي ده. ايوه بس انا بس لا ما اعرفش هدى هتتفق. انا بخلص المشروع بعد ما المشروع بيخلص بيوم. مش انتوا ما تاخدوش بالكم انك انت لما بتخلص في لحظه معينه الحته انت قلتها هتيجي دي في الجون الحقيقي. انا بحس ساعات بقى ان لما بتخلص فعلا بقى بست ايام وتقرر انك عايز تشتغل عشان الناس كلها قاعده تشتغل بتبوظ اللي انت خلصته يعني. ما هو علشان عشان كده بقى انا اللي حصل ايه وقتها، ان انا بقيت مش عارف اعمل ايه، بعت المشروع لدكتور علي جبر، قلت له يا دكتور انا دلوقتي عملت كده وبعدين انا مش عارف اعمل ايه تاني لسه فاضل. قال لي خلاص حبيبي انزل اطبع وريح. اتفرج على باشا تلميذ في روتانا سينما. بالظبط اللي هي خلصت مش بس هي ما حصلتليش تاني، هو كان ده بس.
فرصه واحده. بس انا زي ما بقول لك تحس فجاه انك هتحط التاتش بتاعك زي حزلقوم كده فتبوظ دنيا يعني. ما الدنيا طلعت وحلوه اهي، طب هنكمل ليه يعني؟ فاهم؟ خلاص ما حصل خير صح. فيعني المشكله الناس بقى عندها اكسبكتيشن ان هو ما ينفعش ان انا اخلص بدري، ما ينفعش ان انا ابقى كلنا لان متعودين زي ما دكتور محمد وزي ما ابراهيم برضو قال دايما الاركيتكت بالذات متعود ان هو بالظبط بيشتغل في لحد ما يتقال له يلا انزل اطبع لو حد بيشدك. احيانا ربنا بيفرجها من عنده وتلاقي نفسك وصلت الليفل. ما تستخسرش بقى، احترم الهبه اللي جات لك دي ووقف هنا. نو وين تو ستوب برضو، دي اظن حاجه مهمه جدا. واي ثينك ان الموضوع ده في يعني في الحياه العمليه مهم جدا. انت هتبقى بعديها بتقابل كلاينت، هيبقى في مواعيد مسابقه بتقدمها، الموضوع مش هيبقى فلكسبل زي ما متخيلينه هيبقى كده. لا، انت الموضوع هيبقى كونكتد بحاجات اكبر بكتير. ان انا ما ينفعش مثلا ادي كلاينت معايد ان انا هديله افانفرجي وبعدين لا سوري انا هكلمه هاجل بكره لا هاجل بعده. هيبقى في يعني زي ما كان دكتور محمد، هو فيرست امبريشن، هو اذا ده اول امبريشن ليه ده هو مش معيد، فالموضوع بيبقى كومبليكيتد شويه كمان بعد الجامعه. وغير الامبريشن كمان لو بتسلم تندر ولا حاجه ديدلاين بفلوس يعني ديدلاين بتخسر فلوس على طول الكلاينت ده بيخسر. انا لما بكون بشتغل الدنيا في شركه مثلا تندر الساعه 12 الظهر 12 ودقيقه ما بيدخلوش يعني مية. على قد انتوا عارفين انا مش شرير بطبعي، لكن في قواعد معينه في الشغل ما ينفعش نظام التندر ميعاده الساعه 12، الساعه 12 بالدقيقه اللي ما بيجيش 12 ودقيقه ما بيدخلش التندر، لانه مش فارق اصلا، لان هي ممكن تكون مكتوبه للشخص اللي جه ده انه يكسبها، واللي كان جاي ده هيجي بسعر اقل وهيكسبها ومش نصيبه بقى، الثاني نصيبه كده. نفس الكلام. طب ما هو كان في احنا دكاتره عندنا كتير في الكليه نعرف دكتور عماد الشربيني 8:15 8 تبقى 8، هو بقى بيروح الكليه من الساعه 6 الصبح، فبالتالي هو الراجل ملتزم، فمش شايف اي مبرر انك ما تلتزمش. فاقنعه بقى باي حال من الاحوال ان انت اللي صح. مستحيل اتاخر براحتك بقى، بس لما يجي يقول لك انت متاخر ما تقولوش لا طب وفيها ايه، ما فيهاش حاجه اسمها فيها ايه. فمشكله. تعرفين اما كنا بنستلم الحاجات اونلاين الاسبوع اللي فات ده كان عندنا مشكله في حته ان نحط العيال مواعيد، ولو ما التزمش العيل بميعاد التسليم نعتبره ما جاش الامتحان، نعتبره سقط ولا نعمل ايه؟ حاجات كتير بقى. فخلي بالك الجي بي ده لو ليه ميعاد وفيه جورر وبني ادم متاخر ساعتين في انه يعمل شير لشغله والجورر مشي خلاص، هنعمل ايه؟ هيناقش ازاي؟ طب زمان كان بيقول لك اصل الطباعه اتش بي قفل، اسمه ايه قفل على صباعي، مش عارف ايه اللي حصل، طب هتقول ايه بقى في الشير بقى وانت بتشير حاجتك؟ طبعا الالتزام مهم جدا الحقيقه. ايه داتا بقى؟ في نشوه بتسال سؤال يا جماعه لو حد عايز يجاوب. بتقول ايه نشوه؟ كيف ماي بتقول لو المشروع بتاعها بتكلم على البروجكت بتاعها بالسايز الناس اللي حواليها. يعني انا بتهيالي الرولز بتاعت البرزنتيشن يعني في الدفعه عندك البروجكت السكيل بتاعك انت اكبر من السكيل بتاعي انا، فانت البرزنتيشن بتاعتي عشان احطها على البورد تبقى تجمع في 8 بورد مثلا، انت محتاج اكتر من 8 بورد تستخدم نفس السكيل. فدي مش هتبقى مشكله عندك. دي تعمل مشكله في الكليه في الحجم، بيقولوا الاكتر من الطبيعي برضه ما ينفعش. مشكله يا جماعه؟ ما ينفعش للاسف يعني في انت عشان كده لازم تعرف من الاول ايه اللي هتحطه. معاك لك حتى عشان كده برضو ابراهيم عشان كده برضو يعني لو انا مشروعي اربن مختلف واخد سكيل مختلف عن الناس ممكن اسال الدكتور اللي انا شغال معاه واقول له معلش انا مش هسلم البلان واحد لبتين، انا هسلمه بسكيل اصغر من كده شويه عشان انا ظروف مشروعي كده. فممكن الاقي ان ده مثلا وفر لي شاسيه، وممكن ابقى انا فعلا محتاج ده لان المشروع كبير جدا وانا مش واصل لحجم الديتيلز في البلان اللي يخلي المشروع شكله حلو، فيبقى انا لا لازم فعلا اصغر السكيل بتاعي. فهنشوف بس خبرتي اذا كنا هنضحي بحاجات. هل انتوا بتوافقوا ان حد يقدم شاسيه زياده؟ انا خبرتي ضئيله كمحمد معرفش. هل لو انت لا انا لا على شاسيات معينه ما ينفعش زياده صح؟ لا بس ممكن لو حاجه تاني زي اللي هو انك عايز تضيف بقى تقدم ان اكسترا بعد كده، بس في شاسيه هو ده اللي هيبقى عادي. معلش يا عمرو انا اسف اني قطعتك، انت قصدك يزودوا ولا ما يزودوش؟
اعتقد في معظم الاحيان ما بيتسمحش ان هو يزود حاجه يعني ان هو انت لا التزم لو حد مختلف واخد اكسكيوز انا يعني بس انا ما شفتش ده يعني بس هو ما ينفعش كده من دماغه يزود دبل سايزد يعني هي عايزه الاربع عشان ساعتها تقدم 8 مش تقدم هي اكيد مش هتقدم 8 بس هي يمكن قصدها ان برده بتاعتها كبيره شويه فبدل ما تسلم 4 عشان سكيل هنا سكيل زي ما عمرو كان بيقول سكيل في الحاله دي ممكن تاخد اذن ان سكيل وانا عملت كده في مشروعي بس مش يعني كان غالبا حته الديتيلز ما هو السكيل لما يصغر هيبوظ الديتيلز برده حلوين عايز اقدمهم يعني ما هو مش شرط بقى ما هي دي الفكره عشان كده حتى ابراهيم وهو بيتكلم لما كان بيقول لك انه انت لو مشروعك اربن مثلا وانا قاعد حطيت وقت قد كده throughout الديزاين بروسيس عشان احط ديتيلز 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 وجيت بعد كده اخد اللقطات اللي هي اللي من يعني من بعيد قوي دي ولقيت الديتيلز دي كلها مش باينه ما هي نفس الفكره برضو انت مش بالعافيه لان هو في الحقيقه مش نوعية مشروعك عايزة معاملة معينة عشان كده الكلام اللي كان عمرو بيقوله وابراهيم بيقوله اللي هو بتاع انك لازم تبقى فاهم ايه نوع مشروعك وبالتالي ايه الطريقة الافضل انك تبقى هتتشقلب بتتنطط ماش هيقبل منك وبيقول لك هناخد مثلا 3 A3s ومعاهم مش عارف بتاع شكلها عامل ازاي وبتعمل ازاي انت لازم تشوف ايه اللي محتاجه لو هي مشكلة زي في الحالة بتاعتها ان هو السكيل دبل انا في مشروعي كان نفس الكيس كان بدل ما غالبا اللي اوت 1-400 عملت 1-800 التفاصيل صغرت بس حاولت اعوضها فان انا لما حطيت البلان والطريقه بتاعه البرزنتيشن اللي انا اخترتها ممكن لو كده نرجع نبص يعني اللي عايز يرجع يبص هيلاقي ان هو البلان سايح في بقيه الرسومات وفي بقيه الديتيلز متفيده خالص فانا عملتها كده علشان اظهر الديتيلز اللي اختفت مع اللي اوت فهي ليها طرق بس لازم يا عموما يومنا يومنا قالت لها هنا خدت اللاست سمستر اكسبشن انها تغير السكيل زي ما حضراتكم بتقولوا بالظبط ممكن تعمل ميرج انا بتذكر مع الدكتور علي جبر لما قدمت له كان المشروع التخرج كوزمولوجي اند ريسيرش سنتر جنب المرصد فانا دمجت السايت بلان يعني لاندسكيب مع الجراوند فلور بوث قليتهم ما كررتش الهاد وحطيته ماستر بلان كبير يعني وبعدين الدروينجز الثانيه خفيفه وعملت بس سكشن واحد مش تو سكشنز سكشن طويل يعني تمام حتى الاليفيشنز فانت يو كان ورك ذس على عشان انت زي ما حكينا بالاخير انت بدك تحكي حكايه بدك تحكي سيكونس سيكونس وتضلك يعني بالشاسيه تبعك او وات ايفر فانت وطبعا زي ما حكت يمنى انه بتقدر تسال الدكتور او الانستركتور يعني او الدكتوره انه انا بدي اعمل هيك هذا اللي بدي استخدمه ممكن حاجه لو هي قررت تصغر سكيل عشان يقضي البوردز وفي ديتيل معينه عايزه تاكدي عليها ممكن تعملها بلوك ممكن تزومي انت في الديتيل المعينه دي بسكيل مختلف كاني باكد الحته دي او عايز ابين الحته دي اكيد مثلا مش عايز تبيني كل حاجه هي تبقى حاجه صغيره هي دي اللي بتفصل الفكره بتاعتك او بتاكد المعلومه اللي انت عايز توصليها وده هيبقى ماشي قوي في سياق السيكونس اللي كنا بنتكلم عليه ان هو مثلا انا شغاله لاندسكيب فعملت اللي عاوز ماستر بلان كبير فصغرته عشان سكيل عشان البوردز اجي ازوم ان في حته بس فكده هتبقى انا وصلت الفكره اللي انت عايز توصليها مش ان انا كبرت البلان وضيعت فكره السكيل وبقيت ضعف السايز بتاع الدفعه لا انا فضلت بالسايز الموجود في الدفعه عشان ده رول في نفس الوقت اكدت المعلومه اللي عايز اوصلها للجورج اللي قدامي بطرق مختلفه بالظبط كده دي ممكن تبقى زي فكره انك برضو لو انت في ديتيله في اللاند سكيب او في اللاي اوت ما بنتش وقدرت تبينها في البيردز اي طب ما خلاص وصلت هي الفكره توصل بس بالظبط هو ده اللي بيوصل في الكونكلوجن ده ان هو المفروض كل واحد فيكم يقعد مع نفسه يشوف هو انا عايز اوصل ايه الانفورميشن ايه الادج بتاعي ايه اللي في مشروعي يعني احنا دلوقتي لو كل واحد عمل مشروع في واحد بيبقى عنده ادج مختلف فانا لما اعرف الادج بتاعي هعرف ان انا اوصله في الستديز اوصله في الكونسبت في البلانز في السكشن في كل اليمنت في البوستر بيبان هاكد عليه بس هو ده اهم حاجه اللي هو تعرفوا انتوا عايزين ايه المسج من البروجكت بتاعكم يعني دكتور محمد بعد اذنك انا عايزك تكلم بس في بوينت افتكرتها كده لما نشوى سالت السؤال ده وكان حتى ابراهيم كلم عليها كده
يعني ثانيه في ثانيه في وسط الكلام اللي قاله. حاجه مهمه يا جماعه، بما انه اركتكس بالذات او يعني كناس بتشتغل في الديزاين، معظم الطلبه او في ناس كتير من الطلبه او في ناس كتير من البراكتشنست بيقعوا في الفخ بتاع ان هم بيبصوا لحد بيشتغل ازاي وعايزين يا اما نعمل زيه يا اما ده شغله احسن يا اما يبقى فيه غيره يا اما يبقى فيه حسد يا اما يبقى فيه توهان وابقى ديستراكتد خالص عن اللي انا عايز اعمله. طيب المشكله دي بتحصل ليه؟ بتحصل عاده يعني and we've been through this، ده تجربه يعني شخصيه. المشكله دي بتحصل ليه؟ بتحصل ان انت ضيعت او يعني you replaced، انت عندك let's say 100 point of energy for example. اوكي الانرجي دي انت بتستغلها في الشغل، الشغل ده يعني او تستغلها في حاجات معينه، بوينتس عندك بتستخدمها، انت ليك الحريه انك تستخدم البوينتس دي كلها في فوتبول جيم ويبقى عندك 10 بوينت بس تعملهم للمشروع، وبالتالي الايفورت بتاعك ده هو اللي هيطلع نتيجه ده. اتس اول كارما. فان انت تبص لشغل حد وان انت تحس ان انت عايز تعمل زيه والحاجات دي كلها، دي انرجي بتتصرف من عندك. اوكي الانرجي دي بتفضل هيلثي لحد ما بتشوف ان انت بتشوف الفكره بتاعت البرزنتيشن مثلا، والله دي حلوه قوي ان هو لون بالطريقه دي، ده حلو ان هو عمل بلاك اند وايت بالكونترست ده، ده مش عارف ايه، ده ممكن ينفع حاجه زي كده تعملها عندي في الحته الفلانيه واعملها مش عارف مشروع ايه. all of this is still healthy. بيبدا يخش الموضوع بقى مور لما انا بقى consume my mind thinking of this فان هو احسن من المشروع بتاعي. انا عارف ان دي حاجه شويه ممكن تكون سنسيتيف الواحد يتكلم فيها، بس دي بتحصل وانا عارف ان معظم الناس بيفكروا فيها. You have to orient your mind ان انت مش عايز تفكر في ال... you don't want to go so deep in the other people's work. You want to spend more time and spend more of your energy on finding your work how it's going. بمعنى ان انا محتاج اقعد مش مديتيت بس ممكن اقعد ساعه من يومي اكتب ايه الافكار اللي عندي وانا قوي في ايه والادج اللي عندي وازاي اقويه وازاي احسنه وازاي يا سيدي استخدم الافكار اللي شفتها دي في الموضوع عندي وازاي انسباير ماي سيلف وذ ذس. ولما بتقعد انت مع نفسك الوقت ده اكتر بتبدا تخلي مخك اوتوماتيكلي ما يفكرش في شغل الناس دي اكتر، فتبدا انت تقوي الادج بتاعك وتقوي البرزنت بتاعك وصفتك في نفسك تزيد ويبقى عندك حاجه لنفسك تضيفها وتبقى عندك بعد كده حاجه الناس تبص عليها وتقول والله ده عنده حاجه احسن. تمام. اذروايز اف يو ورك ذا اذر واي اراوند انت يو ويل لوز يور سيلف، مش هتبقى عندك حاجه تعرف تحطها عندك يعني يونيك او مختلف. بس فدي بوينت بس عشان هو كان ابراهيم قال ما تبصش على المشاريع اللي فاتت بتعمل زيها، دي حاجه فاندمنتال يا جماعه. الاركتكتشر اتس فيري او الديزاين عامه اتس فيري اكسبوزد ان انت تشوف على النت كم مشروع او تفتح بنترست وتشوف اوبشنز وتشوف مشاريع وتشوف ترندرز زي ما انا عملت في البرزنتيشن، انا كل الصور اللي جايبها دي كلها من بنترست. اوكي ان اتس فيري اوبن تو ايفري وان تو دو ات، بس ما يبقاش الموضوع ان انا ام كوبينج ات او ان ام تراينج تو دو سمثينج ذا سيم بيكوز اي ثينك ذس از ذا بيست اي كان دو مور. يو اولويز كان دو بيتر من اي حد. واي؟ بيكوز يو ار يونيك، ايفري وان از يونيك. فبس يو هاف تو ورك اون ذس، يو هاف تو سبيند ذا ايفورت ان ذس. بس دي بوينت بس كنت عايز انفسايز يعني بره الموضوع شويه. وحاجه برضو يعني هكمل على كلام ابراهيم برضو مش يعني نفس السياق، يعني ان في ستيريوتايب ان لازم اي اركتكتشن يبقى كده يبقى عنده ايجو وان هو يبقى قافل على نفس البابل بتاعته وان هو احسن واحد. ده بيكونسيوم اول لما تحس ان انت يور ذا بيست خلاص كده اعرف ان انت ولا هتبقى مستعد تاخد اي كريتيسيزم، مش هتبقى عايش في اي افكار جديده، مش عايز تعمل اي حاجه جديده، هتفضل واقف في مكانك. لازم يكون عندك ان انت تبقى باشن ان انت تشوف وتتعلم ويبقى بتجو لقدام، بس مش معناها ان انا خلاص انا وصلت للماكسيم في النولج، انا احسن واحد، انا فبيوصل للنتيجه تبقى عكسيه جدا. يعني تكمله لكلام ابراهيم في ان انتوا بلاش الاستيريوتايبنج ان هو لازم يبقى عندي ايجو ان انا ام اولويز رايت. يعني فيش اسئله تانية بتهيألي؟ حد عايز يسأل حاجة تانية يا جماعة؟ يعني إذا ما في حد سؤال بس بدي أحكي كومنت يعني للي حكاه أحمد وإبراهيم. صح، إحنا بنشوف مشاريع مشان تساعدنا بس لعينينا، بس إحنا ما منقلد حدا. تمام؟ لما أنت تحكي مع صاحبك ويقول لك أنا خلصت أو صاحبتك أنا خلصت التسليم، مش ضروري أنت تعرف إنه هو مخلص وتسليم.
انت خلي زي ما حكى الباور تبعتك الطاقه تبعتك الك، مش ضروري اشوف صاحبي شو عمل لازم اعمل عمل ديتيل بالسستينابيليتي والووتر ستور مانجمنت يلا نعمل هذا، يلا عمل في البيردز يلا نعمل زيه. لا انت ممكن زي ما حكى احلى إشي من احلى الاشياء اللي حكاها ابراهيم اسماعيل وحكى عمر، اكتب دائما اكتب كل إشي، اكتبه على سكتش بوك، بلاش سكتش بوك ان شاء الله على الطاوله على ايدك على هذا، اكتب اكتب اي فكره بتيجي لك تمام. حكى هلا كمان إشي حلو اتس فيري انسبايرنج، كل واحد فينا يونيك، كل واحد له شخصيته، كل واحد بيعرف يعمل كل، انت بالاخير كطالب يعني هالخمس سنين اربع سنين بالهندسه بدك هلا 15 دقيقه 20 دقيقه هاي اللي بدك بدها تطلعك من الجامعه علشان تصير زميلنا ونستقبلك او تصيري زميلتنا ونستقبلك، انت راح تصيري زميله يعني بعد البرزنتيشن تمام. بس انا هذا حبيت اضيفه يعني. دكتور محمد هو لو ما فيش اسئله زياده ممكن نفتح يعني في، بس انا كان في 2 بوينتس بالظبط عايز اقولهم زياده لو احنا ننفع نقولهم ولا خلاص يعني. لا لا انا ما عنديش مشكله خالص، هم اصلا اللي بيعوز يمشي بيمشي يعني ما براحتهم يعني. بس هو بس الفكره انا خايف بس الفيديو ما نعرفش نعمله بوستنج على الفيسبوك لو طول قوي يعني كده. بس قولي انا قدامك قد ايه مثلا يا ابراهيم وقتها؟ بس 5 minutes صراحه. لا اتفضل. انا كنت عايز اتكلم في 2 بوينتس ليها علاقه بانه ما تفتكروش يا جماعه انه البرزنتيشن عشان يعني ما تفتكروش ان الناس الاركتكتس الكبار زي ما كان دكتور محمد بيقول انه فرانك جيري مثلا لما جه يعمل الكونسرت هول دي رماها، وفرانك جيري نفسه كان عامل فيديو رمى الورقه كده وطلعت له الاشكال دي وبقى هو كده خلاص ده الكونسبت بتاعه. فرانك جيري لما جه يعمل، انا شخصيا من الناس اللي كنت حتى اصحابي عارفين من الناس اللي هو عندهم امبريشن كده انه فرانك جيري ده شخص اللي هو بسكتز وبتاعه مغرور وخلاص. طيب لما بدات ادرس بقى الناس دي، الراجل ده مثلا عشان يعمل الوالت ديزني كونسرت هول دي قعد مع الاكوستيك كونسلتنت في مرحله الكونسبت مش في مرحله الديتيل، قعد مع الاكوستيك كونسلتنت وعملوا رياليستيك موديل 1 تو 10 اوكي. رياليستيك موديل بنوا اوضه بحجم الكونسرت هول بكل حاجه بالكراسي بنفس الماتيريالز اللي هيتعمل بيها الديزاين، بالكراسي بالام بي ثينجز بكل الحاجات عملوها ب 1 تو 10 وشغلوا مزيكا جواها من المزيكات اللي ممكن تتعرض في الموضوع ده، وعملوا ريكوردز في ريكوردز في ريكوردز في ريكوردز تو سي تو تيست ازاي الريفلكشنز وازاي الماتيريالز اللي جوه دي هتعمل هتطلع الصوت مظبوط ولا لا، لحد ما وصلوا للكونكلوجن ان الصوت ده احسن حاجه وخلاص هتتعمل بالطريقه دي. اول حاجه حصلت بعد المشروع اتنفذ، فرانك جيري نفسه راح وقف اودينس في المسرح في اخر بوينت في المسرح وكان وجاب كونسرت جابوا كونشيرتو سوري ناس يعني اسمه ايه بيسموه ايه الناس المايسترو يعني وفرقه وراه بيعزفوا مقطوعه اوكي وعزفوها كلها وهو بيسمعها، وهو كاركتكت انا بقول لكم مش سبيشالست، هو كاركتكت بيسمعها من ناحيه ان هو اركتكت من ناحيه ان هو اودينس وبيشوف قد ايه هي واصله له ويروح يتحرك يقف هنا شويه ويقف هنا شويه ويقف في الحتت اللي هي ويك بوينتس لحد ما ساتسفاينج هيم لحد ما هو هي قايد بيكوز اتس فيري يعني اتس وات هي اكسبكتد. ليه بقى ليه وصل للمرحله دي؟ لان هو البوينت بتاعه اللي احنا كنا بنتكلم فيها كلنا في الاول ودكتور محمد ويزن بي امفسايز ان ات ذا نوليدج اوف يور ستادي. انت مش بتعمل مشروع كونسبت وتروح مطلع ريندر وبتاعه شكله حلو وتحطه في برزنتيشن وخلاص، هو في الاخر حتى لو ما فيش جولر هيسالك انت بتعمل المشروع ده وازف مش حتى لو مش بديشن بروجكت انت بتشتغله في الحقيقه يو ار دوينج سمثينج ذات يعني ممكن يطلع في الواقع. يو هاف تو بي يعني لازم يكون عندك الامانه ان انت دارس كويس قوي ايه اللي بيحصل. بس دي بس كانت بوينت عايز اتكلم فيها ليها علاقه بالستادي بتاع الموضوع ده. فدول الخمس دقايق اللي عايز اعرفهم يا حبيبي ربنا يخليك. طيب اي حد عايز يقول حاجه تاني ولا كده تمام؟ يعني اخر شغله بس اللي اي حد عنده اسئله ان ذا فيوتشر احنا جاهزين نجاوبهم تمام. يعني عندهم اي اسئله انا حطيت لهم شويه كتب وشويه لينكس بالزوم شات يعني تمام سبيشلي للبرزنتيشن ميثودز اللي لها علاقه باللاندسكيب ان كان فري هاند او ديجيتال. عند اللاندسكيب كله شويه نجيله وشجرتين يعني
خدت بالك ان انت في الاول اول حاجه قلتها انك على طول عملت الديفنس ان مفيش الكلام ده اي كلام عشان شويه هاد وجرين اريا جرين اريا جرين اريا ونخليها بالاخير. لا هم طبعا الطلبه بيعرفوا يوصلوا لنا كلنا الحقيقه ما فيهم حضرتك وانت موجود على الفيسبوك عندي وعند ابراهيم وموجودين كلنا عند بعض هم بيعرفوا يوصلوا لنا الحقيقه وهو فعلا هم هيحتاجوا اسئله طبعا. فانا شخصيا كمحمد اي سؤال يجي لي اجاوبه اي سؤال يجي لحد من حضراتكم مش عارفين يوصلوا بيه هوصله لكم نقف جنبهم شويه الايام دي. انت عارفين انه من وجهه نظري الشخصيه وهفضل اقولها كل يوم العيال اللي بتتخرج السنه دي او العيال اللي حضرت الترم ده السنه دي الطلبه وانا بقول عيال عشان هم عيال عيال حبايبنا ولادنا اخواتنا الصغيرين كان اسمهم ايه الحقيقه العيال دي ابطال. العيال دي لازم يتقال لهم ميرسي لازم يتقال لهم شكرا واي حد بيعملهم وحش من وجهه نظري محتاج يراجع نفسه لانه فعلا العيال دي عملت مجهود مش طبيعي كفايه الضغط النفسي. انا مش بتكلم على فكره على جسمانيه ممكن قعدوا في البيت اكتر وتخنوا 6 كيلو 7 كيلو 10 كيلو ومش عارفين يعملوا فيهم ايه وبياكلوا وبيشربوا قاعدين في البيت مش متعرضين لخطر لكن قعد البيت في حد ذاته العيال اتعلم في البيت ده احساس صعب جدا. العيال دي ابطال. العماره بالذات كموضوع عيني في عينك ووشي في وشك واشوفك مهم جدا. انا شخصيا وانا المدرس مفتقد الكليه اصلا يعني مفتقد اني ما بروحش كتير مع ان انا بروح اصلا مش ما بروحش. فالحقيقه العيال دي تستاهل كل خير ويمكن ده السبب الرئيسي لكل الايفنتس اللي احنا بنحاول نعملها كل شويه دي. عشان كده كل ما اخلص ايفنت ابتدي افكر في نفس اليوم في اللي بعده. والله ليه العيال صعبان عليا حاسس ان هم بيستفيدوا شويه من قعدتنا مع بعض. وانا بشكركم بقى بصوره شخصيه انكم بتقدروا تحققوا لي ده الحقيقه لان انا في الاخر كمحمد انا ما بعملش حاجه انتوا حضراتكم اللي بتعملوا كل حاجه الحقيقه وجودكم احنا اللي بنشكرك والحقيقه انا بتكلم يعني احنا اللي سعداء ان احنا اتجمعنا اصلا ومجهودكم بجد يعني ده مش كلام مجاملات يعني ربنا يخليك يا حبيبي. بس انا فعلا والله والله بشكر كل بني ادم بيقابل العيال دي الحقيقه لسبب لانه فعلا هم مفتقدين دلوقتي الاعداد دي مفتقدين خلي بالكوا قامات كبيره من اللي كانوا بيشوفوهم في الكليه من اللي ما لهمش برده في الاونلاين لان خلي بالكوا في دكاتره برده اساتذتنا كبار عرفوا يتعاملوا دول اونلاين في ناس مش قادره تعمل كده عايز يشوف الناس يا اما مش عارف برده. فاحنا بنحاول نعوض ده بالاعداد بتاعتنا مع بعض. فانا بشكركم بصوره شخصيه مع انه في الاخر انتوا اصحاب البيت والعيال دي عيال كنتوا مش عيال انا في الاخر احنا مع بعضينا يعني كلنا. انا بس بشكركم على الوقت اللي قضيتوه معايا ولازم يا جماعه تعرفوا كلكم ان الباشمهندسين الخمسه دول يوم الاثنين اللي فات قعدنا ساعتين ونص ويوم الحد اللي قبله او الاثنين اللي قبله او الاربع اللي قبله قعدنا ثلاث ساعات او ساعتين ونص خمس ساعات بنحضر عشان نكلمكم النهارده وعشان نقول لكم كلام ليه قيمه وتستفيدوا بيه. فيا رب تكونوا استفدتوا. انا بشكركم كلكم بصوره شخصيه يزن وابراهيم وابراهيم واحمد وعمرو حقيقه يعني شكرا ليك يا دكتور وشكرا للي استحملونا برضو يعني وصبروا علينا. ربنا يخليكم ان شاء الله. دكتور ممكن لو في اي ستودنت عايز يعمل ريهرسل مع اي حد يعني لو حد عايز معايا ريهرسل او اي حاجه اي ثينك ان احنا ممكن نبقى نعمل سيشن قبل الجي بي ان هو كاننا فريش اي وبيعمل ال 20 مينتس او 10 مينتس المحطوطين اونلاين ريهرسل اي ثينك دي ممكن تبقى مفيده يعني انا اي دونت مايند لو اي ثينك ان احنا هنبقى كده نعمل ايفنت لطيف كده نقول لهم اللي عايز يدخل يفرجنا لنا برزنتيشن وما ندخلش في تفاصيل يعني بالظبط في اللي اتعمل نفسه نعمل لي برزنتيشن ونصلح له البرزنتيشن ونصلح بالظبط كده العماره ايه قول لي كمان محتاج مساعده تكنيكال في فوتوشوب في حاجه في رصه الشاسيه او رندر او بوست برودكشن او كده يعني برضو احنا معاهم يعني يعني جود لك ان شاء الله. Good luck to everyone. Thank you very much. ميرسي وخلصت بسرعه. الله يعطيكم العافيه. باي على خير. باي باي يا جماعه وشكرا جزيلا ليكم كلكم انكم كنتوا قاعدين معانا. شكرا. ميرسي يا باشمهندسين جدا جدا جدا. ميرسي يا دكتور. باي باي. اشوفكم على خير.